يشوف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. من هو عمر ابن الخطاب؟ هو عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن كعب ابن لؤي ابن فهر، وفهر هي قريش. يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في اي جد؟ في الجد الرابع، كعب بن لؤي، طبعا قرشي رضي الله عنه وارضاه، قريب للنبي عليه الصلاة والسلام. هو من قبيلة عدي، وقبيلته كانت من القبائل المسؤولة عن السفارة. السفارة اللي تذهب يرسلون سفير يصلح بين قريش وبين القبائل الاخرى، او يصلح بين قبيلة قبائل قريش نفسها. وكان عمر بن الخطاب هو المسؤول عن هذه السفارة. اي مشكلة تحدث لقريش، تحدث لقبيلته، تحدث مع العرب، يكلف فيها عمر بن الخطاب وهذه القبيلة. هذا يعطيكم دلالة على ان عمر ذو عقل راجح من قبل الاسلام. ولا كيف تختاره قبيلته يكون سفيرا لها يمثلها يحل مشاكلها مع الناس ومع القبائل الاخرى الا لوجود عقل ولثقة فيه؟ كانت قريش تثق فيه. لكن في امر مهم لازم تعرفونه، ترى عمر بن الخطاب في هالفترة ما مارس هذه المهنة ممارسة كثيرة. والسبب شيء واحد، لان قريش كانت هي سيدة العرب في ذلك الوقت، وكانت تقود الدنيا وتقود الامور الدينية، فما كان احد يجرؤ ان يقدم او يعمل لها شيء يخالف ما تريده قريش. فكان الدور الذي يقوم به عمر في ذلك الفترة يعتبر دور قليل. عمر بن الخطاب مع هذا النسب الكبير الا انه كان يعبد الاوثان، هو عبد الوثن رضي الله عنه في الجاهلية، وشرب الخمر. طبعا في قصة مشهورة له لكنها ضعيفة، قصة انه كان يعبد صنم من تمر ثم اذا جاء اكله، وقصة انه واد بنته، هذه بالمناسبة خبرها ضعيف واسنادها فيه ركاكة. لكن في ذلك الوقت كان تؤد البنات، وكانت الاصنام تؤكل. يقولون ان يقول عمر رأيت رجالا يصنعون التمر، يجيبون التمر جوعان، يقول يطلع الرجل منا جائع ما معه الا كيس تمر صغير، وده يروح عند الصنم. الصنم كانت الاصنام توضع في اماكن العالية عند الجبال، لكن في ايام البرد مثل هالوقت ما يطلعون لها. فيقوم واحد منهم يطلع ويجيب التمر ويصنع له صنم صغير. شوف العقول الى وين، يعني هالكلام لو تقوله للاطفال اليوم ضحكنا عليهم. واذا جاع وش يسوي؟ بطنه يصرصر ويقرقر والتمر قدامه، فياكل من الهته ياكلها. لا وشوفوا الاطم، واذا كلاها يجيها الان اكرمك والله يبغى يدخل الحمام يبغى يخرج فضلاته. فإلهها والسار في النهاية اكرمكم الله والسامعين. يقول احد الشباب من الصحابة، يقول ادركت عمر وهو خليفة، فقلت يا امير المؤمنين كيف كنتم، يعني ماني بمصدق انك انت يا عمر كنت تعبد لك رب صنم من تمر، كيف كانت، الم يكن لكم عقول؟ يقول فابتسم عمر قال والله كانت لنا عقول لكن لم تكن لنا هداية. الهداية اذا غابت، ولذلك انا اخاطب بعض الناس اللي يحكم عقله، في ناس مع الاسف مجنون من ثقته الزائدة بعقله يجعل عقله هو مناط الحكم على الكتاب وعلى السنة. هذا جنون يا جماعة، لا يقدم العقل على النقل مطلقا. يجب ان يكون الانسان يعرف حدوده. الانسان اللي مفكر، بعض الناس ضل والحد، والتاريخ شاهد بهذا. في ناس كانوا يتعبدون رب العالمين ويسجدون تحت الكعبة، لكن يوم حكموا عقولهم وتركوا الاستعانة بالله وظنوا ان عقلهم يحكم القرآن والسنة، ظلوا واضلوا والحدوا وضاعوا. ولذلك انا اقول لشبابنا وعيالنا ومن يشاهدني احذر، يقال لك قال الله قال رسوله فتجيبني، او يقول الشاعر اقول قال الله قال رسوله فتجيبني شيخي انه قد قال. وكيف اذا كان هم شيخك بعد؟ كيف اذا كنت تقول والله عقلي تفكيري ظني ان هالموضوع كذا، وكأنك تعارض نصا نزل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. الاسلام اظهر طاقات عمر بن الخطاب. متى ولد عمر بن الخطاب؟ ولد عمر بن الخطاب بعد عام الفيل بكم سنة؟ من يعرف؟ لا، ولد بعد عام الفيل ب13 سنة. هو اصغر من النبي بكم؟ ب13 سنة. بعث النبي عليه الصلاة والسلام وعمر عمر بن الخطاب كم سنة؟ بسرعة حسبه، 27 سنة.
وأسلم رضي الله عنه سنة 6 من البعثة على صح الأقوال. ومن أهل العلم من يقول أسلم في السنة 9، أسلم في السنة 6 وعمره 32 سنة. يا جماعة، تولى خلافة المسلمين وعمره 52 سنة، وصار أمير المؤمنين وخليفة الأرض 10 سنين و6 أشهر و4 أيام، هي مدة خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. مات عمره كم سنة؟ عمره 62 سنة. 62 سنة، يعني يا جماعة يسلم عمر وعمره 32 سنة. من أول دقيقة، يعني أول عمرك يا عمر كم؟ 32 سنة. وينكم يا شباب؟ وين اللي يشاهدون عمره 25 و18 و20 سنة؟ يقول الله ما أقدر أقدم شيء. هذا عمر أسلم وعمره 32 سنة. ليش تقول فاتني القطار؟ حتى كبير السن اللي يقول الله ما أقدر أحفظ القرآن الآن، يوم شاب ودوه الكتاب نقول له تعال، عمر بن الخطاب أسلم أول دقيقة له في الإسلام كان عمره 32 سنة. عندك فرصة، أنا أقولها، اللي لا يزال يتنفس على الأرض أنا أعتبر عنده فرصة، لأنه مجرد أنه يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، إذا قالها مخلص من قلبه ولو لم يركع لله ركعة. لكن كيف بنا ونحن نركع ونسجد ونصلي ونصوم ونقدم ما لدينا؟ كم مدة إسلام عمر؟ 30 سنة. 30 سنة كانت مدة إسلامه حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك العمل اللي يبغى يقدم شيء يقدر. أبوه منه؟ أبوه من؟ أبوه الخطاب. أبوه الخطاب ما كان شخصية معروف، كان رجل مغمور وكان غليظ، طبعا توفى على الكفر والشرك، وكان رجل شديد يضرب الناس، ورجل ما له قيمة، ولذلك مات ما حد حس فيه ولم يشعر به أحد. ولذلك نقول أن عمر رفعه الإسلام، ولذلك الخطاب أبو عمر يموت ما حد يعرفه، لأنه ما قدم رسالة، ما عنده هدف. لكن عمر بن الخطاب لما أسلم وكل من دخل الإسلام، هذا أبوه. أمه اسمها حنتمة بنت من؟ بنت هاشم. هي قريبة جدا لعمر بن هشام. من عمرو بن هشام؟ من يعرف؟ أبو جهل. وش تقرب له؟ هذا عمرو بن هشام وحنتمة، في قول أنها أخته، وقيل أنها ابنة عمه. يعني أبو جهل وش يصير لعمر؟ خالة. أبو جهل عمرو بن هشام يصبح خالا لعمر بن الخطاب. أمه من بني مخزوم، ويقال ابن عمته أو ابن عمتها، ابن عمة أمه، الوليد بن المغيرة، يعني خالد بن الوليد ايضا قريب ابن عمة عمر رضي الله عنه وارضاه. خال ابو جهل وابن عمه خالد بن الوليد تعالوا الى عدد اولاده. كم عدد اولاد عمر؟ من يعرف؟ عنده مجموعة من العيال. يا شباب، كم تصور كم عددهم؟ اول شيء عدد عياله 13، عدد عيال عمر 13، 9 ذكور و4 إناث. عمر بن الخطاب أشهر عياله عبد الله بن عمر الصحابي الجليل المعروف، وأكثر صحابي كان يحاول يطبق السنة، حتى قيل أنه كان يمشي نفس مشية النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وعنده من بناته من؟ زوجة النبي حفصة رضي الله عنهم جميعا، وعنده فاطمة، وعنده عاصم، وأولاده من زوجات مختلفات. تدرون وش الغريب في عياله؟ عنده اسم مكرر في عياله. وشو عنده؟ واحد من الاسماء مكررة، عنده عبد الرحمن الاكبر، وعبد الرحمن الاوسط، وعبد الرحمن الاصغر. 3 كلهم عبد الرحمن، من حريم متفرقات. طيب ليش مسميه عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن؟ يقول عمر: سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، خير الاسماء او احب الاسماء الى الله عبد الرحمن وعبد الله. فجلس يسمي عبد الرحمن عبد الرحمن، يبغى كل ما دخل البيت يجد عبد الرحمن موجود، عبد الرحمن الاول وعبد الرحمن الاوسط او الاكبر والاوسط والاصغر. سمع هذا الحديث وتمثل من كثر حبه للرحمن سبحانه وتعالى في 3 بيوت. ولذلك هذا تفاعل عمر الايماني يعطيك شيء من شخصيته. عدد زوجات عمر رضي الله عنه، تزوج 7، 3 منهن في الجاهلية، ولما نزل قول الله جل وعلا: فلا تمسكوا بعصم الكواثر،
جاء الحريمة قال تبغون الإسلام ادخلوا، ما تبغون تراكم طالق، وطلق حريمة التي اللواتي لم يدخلن في الإسلام. وهذا أيضا يوصف لك شخصية عمر، شخصية قبوله. ولذلك أنا أقول يفهم من هذه الرسالة أننا نريد أن نقول أن عمر بن الخطاب طلق ثلاث لأنهن على غير الإسلام، عرض عليهم الإسلام ما استقبلوه ولا قبلوه فتركهن عمر وطلقهن. الأعجب من ذلك ستجد أن عمر شديد التنفيذ، دقيق على طول، ما عنده لف ولا دوران. يأتيها أمر الإسلام يقول أهلا وسهلا. تزوج امرأة بعدما أصبح أميرا للمؤمنين. اسمعوا للقصة، كم كان عمره خليفة المسلمين؟ كم قلنا؟ 52 سنة. يوم جاء عمره 52 سنة راح إلى علي بن أبي طالب، قال يا علي أنا أبغى أتزوج بنتك أم كلثوم. كلثوم صغيرة. من أبوها؟ علي. من جدها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. جدتها من هي؟ خديجة. وأمها من؟ فاطمة. صدق القائل في فاطمة بنت عبد الملك بنت الخليفة، والخليفة جدها، أخت الخليفة، والخليفة زوجها. هي امرأة ذا مكانة لكنها صغيرة سن. فقال لها علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين إن أم كلثوم صغيرة عليك، يعني صغيرة سن، وهو يقصد أخشى لا تقوم بحقك. قال إني أريد الزواج منها. وألح على علي بن أبي طالب. وبعض الروايات تقول أن عائشة هي اللي راحت عرضت الموضوع رضي الله عنهم جميعا. فرجع علي بن أبي طالب إليه وقال تراها وتراك، اللي يشوف الشرعية، فإن وافقت قبلنا بك زوجا لها. وشافها رضي الله عنه وقبلت به، وهي صغيرة وهو كبير. وبدت الناس تتكلم أمير المؤمنين يدور الصغار وهو خليفة للمسلمين، وهذا ليس بالحرام لكن الناس هذه عاداتهم. فصعد رضي الله عنه على المنبر وقال للناس إني سمعت أنكم تقولون أو إنكم تقولون إنني تزوجت لأنها صغيرة، أليس كذلك؟ والله إني ما تزوجتها إلا لحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش قال يا عمر؟ قال إني سمعت النبي يقول كل سبب وكل نسب وكل صهر يوضع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري. يقول وأما أنا عمر حصلت ثنتين، أنا حصلت السبب أني صاحبة، وحصلت النسب أني زوجته بنتي حفصة، لكني ما حصلت الصهر، فلذلك خطبت أم كلثوم حتى يرتفع نسبي وسببي وصهري رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك عمر بن الخطاب يبحث حتى عن دقائق الأمور، يرغب في أن يكون له مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا النسب وهذا السبب وهذا الصهر. كم ألقاب عمر؟ يلقب بإيش عمر؟ من يعرف؟ هذا لقب الفاروق، واللقب الثاني أمير المؤمنين، واللقب الثالث يكنى بأبي إيش؟ بأبي حفص. الحفص وشو؟ الأسد. الحفص الأسد. لاحظوا كل لقب من هالألقاب، اثنين من الألقاب هذه لقبها به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الألقاب يا جماعة، ألقاب عمر كبيرة. حنا نفرح بدكتور، أستاذ، دكتور، صاحب المعالي، صاحب كذا، لكن تأتي إلى لقب طبعا من حق الناس أن يلقبون بما تعبوا من أجله، إما أستاذا أو دكتورا أو مهندسا، لكن اللقب الحقيقي هذه الألقاب. النبي عليه الصلاة والسلام لقبه بأبي حفص ولقبه بالفاروق. أبو حفص متى لقبه النبي بها؟ لما جاء يوم معركة بدر، قال النبي أيها الناس من لقي منكم عمي العباس فلا يقتله. قام عمر قال والله لاقتلنه، كيف نقتل أبانا وإخواننا وعمك ما نقتله، والله لنقتلنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر أو ترضى أن تقتل أو تقطع عنق عمي نبيك وقد خرج مكرها؟ هو ما يبغى قتالكم لكنه طلع مكره. فقال له يا أبا حفص، يقول عمر أول مرة يناديني بأبي حفص، كأنه يقول يا أسد أنا أعرف أنك بطل وأنت أسد وهذا الموقف موقف رجولي وشجاع ومحسوب لك يا عمر، لكن لحظة أنا أعرف من الوحي أن عمي العباس يريد الإسلام
وانه ما خرج ضدنا الا لانه خرج مكرها. فهذا اول مرة يلقبه النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم بهذا اللقب. وقيل انه سمي ابا حفص او لقب بابي حفص على بنت حفصة. وهذا فيه دلالة ايضا، انا من جمال ما شفت اليوم وقريت، يقول اهل السير اذا صح ان عمر بن الخطاب وأدى البنات، ولم يصح ذلك، لكنه صح انه عاش في وقت وأدى البنات وكان يشوفه يرضاه، هو اليوم يتسمى بابنته. وهذا رسالة للمرأة، نقولها شوفي هذا الجليل الصحابي الفاروق شهيد المحراب ثاني الخلفاء وثاني وزير في هذه الأمة، يكنى بأبي حفص نسبة إلى ابنته حفصة. المرأة والله لها قيمة يا جماعة، أقسم بالله أنه لم يعرف قيمة المرأة إلا هذا الإسلام. اللقب الثاني سمي به من أول يوم أسلم، اللي هو الفاروق. من أول يوم، من أول دقيقة في الإسلام تقدر تصير فاروق لو ساعة؟ مو بصعب ترى. أنا أسأل المشاهد، تقدر تصير فاروق في شارعكم؟ الفاروق ايش معناته؟ يفرق ايش بين الحق والباطل، يفرق بين الحق والباطل، يقيم الحق ويرفض الباطل، هذا الفاروق. ما تقدرين انت في بيتكم تصيرين الفاروق في تربية عيالك، تفرقين بين الحق والباطل؟ ما يقدر الاب وانتم يا شباب تصبح ولو يوم لو شهر ان تصبح فاروق في منزلك في عملك في معهدك في كليتك بين شبابك في الجروب في الواتس وغيره، تكون فاروق، تجيك نكتة فيها استهزاء، فيها كلام لا يليق في مجلس ولا يليق برجولة ولا يليق بأدب، تكون أنت المتصدي لها فاروق. والله نقدر نصبح فاروق حقيقة، فاروق على أن نفرق بين الحق وبين الباطل، ولا يعلم بين الناس إلا ما أراد الله وأراد النبي صلى الله عليه وسلم. اللقب الثالث وش هو؟ أمير المؤمنين. كيف تلقب يوم مات ابو بكر؟ يسمونه ايش؟ خليفة رسول الله. قالوا الصحابة كيف ننادي عمر؟ نقول له خليفة رسول الله. طيب اذا مات عمر نقول خليفة رسول الله؟ شغلة. واحتاروا ايش ينادون عمر. وهذا في اشارة لطيفة بعد، شوفوا الادب بين الصحابة، شوفوا الادب في الاسلام. جاء هذا الوفد من العراق معهم عدي بن حاتم. يوم جاء عدي بن حاتم قابل عمرو بن العاص، قال له اين امير المؤمنين؟ ما يعرفون امير المؤمنين. قال من امير المؤمنين؟ قال عمر بن الخطاب. قال ومن سماه بهذا الاسم؟ قال اليس هو اميرا على المؤمنين؟ قال لا، هو امير علينا. قال اليس هو اميرنا؟ قال بلى. قال ألسنا المؤمنين؟ قال بلى. قال اذا هو امير المؤمنين. والله جازت لعمر بن العاص، اصلحت له، ودخل يستأذن عند عمر، قال السلام عليك يا امير المؤمنين. التفت عمر قال من امير المؤمنين؟ قال انت يا عمر. قال ومن سماني بذاك؟ وقال له قصة عدي بن حاتم. فتقبلها عمر بن الخطاب، قال اذن انا امير المؤمنين، فلقب بهذا اللقب. وهذا الاسم الكبير اميرا للمؤمنين، لان عمر رضي الله عنه وارضاه هو اول من لقب بامير المؤمنين. ثم اني اقول يا ترى واكرر، هل بامكانك ان تكون فاروقا في البيت الحي؟ بعض الاحياء لو نعد، انا بدي اسأل سؤال، كم عدد المتخرجين من كليات الشريعة ومن اصول الدين ومن بعض الجامعات التي فيها من التخصصات الاجتماعية المسؤولية الاجتماعية، لكن نجي لاحيائنا في بيوتنا ما نجد هذا الاثر. خلك من الحي، احيان اسرة عائلة قبيلة يمكن فيها 20 رجال متخرج معها دكتورة، و20 حرمة معها ماجستير، ويمكن 100 ولا اكثر معهم بكالوريوس، وعندهم من الفقه والعلم، لكن تجي على اثر تطبيقه في الواقع، ممارسته في الواقع، مع الاسف الشديد لا ترى ذلك الا قلة. ثم ما هو وصف عمر ابن الخطاب؟ الشكل، من يعطينا، من يوصف لي شكله؟ من يتوقع شكله؟ طويل. هاي عمر شكله ممكن نتخيله، رجل طويل، احسنت، ايوه. وبعد يقول العلماء بائن الطول، يقولون من شدة طوله اذا مشى كأنه راكب. يقول اذا اقبل عليك وهو يمشي وانت ما شفت رجليه تحسبه راكب على البعير ولا على البغلة، من طوله رضي الله. عملاق، اطول اثنين في العرب في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، ابو بكر وخالد بن الوليد. وايضا وجهه ابيض. الغريب، ونقرأ في كتب السير
لقيت كتب كثيرة تقول أبيض وفي حمرة في وجهه يعني محمر جلده، وبعض الروايات تقول انها اسمر. حاولت اجمع بين الروايتين وش طلعت به؟ قالوا كان ابيضا، لكن يوم جاء عام الرمادة المجاعة اللي مرت على المسلمين اقسم الا يأكل لحما ولا طعاما، كان يأتدم الزيت فقط. ولذلك نحف حتى ان الصحابة يقول والله انا كنا نسأل الله ان يبعد عنا هذه المجاعة خشية على عمر. فعمر بائن الطول رضي الله عنه وارضاه، وهو من اطول الرجال، ايضا رجل مفتول العضلات كثيف الشارب رضي الله عنه، اصلع. يقولون كان اذا جلس مع عدد من الصحابة لهم شعر كثيف، ويجون ناس يسألونه. طبعا الصلع عند العرب افضل من الشعر بالمناسبة، وكانوا يرون الاصلع فيه شيء من الذكاء. ويظهر لي اليوم، وهنا جالسين نطمن الصلعانة شوي، ويظهر لي اليوم ان الناس حتى الدراسات اثبتت ان كثير الصلع يمكن اكثر ذكاء وحدة، ولا المعلومة هذه لا اجزم بها لكنني قرأتها كما يقرأها غيري. لكن العرب قديما كانوا يتفاخرون بالصلع ولا يتفاخرون بالشعر عند الرجل اقصد. وجاء مرة رجل يسأله قال يا عمر من افضل شعر، من احسن الشعر الكث او الصلع؟ ودار انهم يقصدون غيره، يعني ان الشعر اللي الكث انه ما له قيمة. قال بل من كثف شعره فهو احسن. ويوم صار خليفة للمسلمين جلسوا يتكلم عن الصلع ويصف ان الصلع عند العرب له قيمة. قالوا قلت في ذاك الوقت، واظنهم قالوا عن بعض الصحابة الكبار نسيت من هو الان، قالوا كانوا يريدون لمزا لاحد الصحابة فاردت عليهم ردا. وهذا ايضا من فقه رضي الله عنه ومن نظرة الكثيرة. هو حسن الوجه وانفه حسن الانف مثل ما قلنا في وصف ابو بكر. لو تلاحظوا وصف الصحابة كلهم جميل. وهنا اكرر على نفس الكلمة اللي تو قلتها، ليش دائما نحاول نطلع صاحب الدين انه شخصية سيئة، شخصية سيئة المظهر المنظر، الخلقة من الله. لكن التجمل في حدود المعقول بالضابط الشرعي هو دين. ان الله جميل يحب الجمال. ولكن تخيلوا رجل يتغير لونه بسبب انه يجوع. يا جماعة انا ما اقول جع ولا نقدر نجوع مثل ما جاع اخواننا اليوم لا في سوريا ولا في غيرها، لكن اقول اذا شبعنا فلنتذكر الجوع. والله العظيم انا انصح اللي يستطيع ان يقدم، طبعا عن طريق الجمعيات المعروفة والموثوقة والجهات الموثوقة، لا تتركوا اخوانكم اليوم يعانون في عراء البرد وشدة الجوع والظلم والاستبداد ما لا يعلمه الا الله. انصروهم وستجدون النصرة من ربكم في الدنيا قبل الاخرة. الشيء الثاني، عمر بن الخطاب وصف في التوراة، وصف انه رجل ذو هامة عالية، لان وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام ان الاقصى يفتح في عهد نبي كذا كذا كذا، ويدخل رجل من امته ذو هامة عالية وثوبه مرقع. هامة عالية، والله هذه الكلمة تحتاج محاضرة، لان نبغى الانسان يكون هامته عالية. احيانا كلمة تنزل راسك، وموقف سيء ينزل راسك، والمعصية في الجملة تجعلك دليل. اثر المعصية على الوجه ظاهر. يقول بعض السلف ان المعصية يخرجها الله على الشخص اما في فلتات لسانه او على قسمات وجهه، ان خيرا فخير وان شرا فشر. المؤمن العاقل لا يوطي نفسه. البنت الطيبة ما تنزل راس ابوها ولا اخوانها بمعاكسة. الرجل الشريف لا يذهب يبحث عن الحرام والخنا والزنا. الانسان اللي يبغى طاعة الذي يريد الرفعة في الدنيا والاخرة فعليه بطاعة الله سبحانه وتعالى يرتفع قيمته وترتفع مكانته. بدأ الموضوع متى اسلم عمر؟ هذه مقدمة، والمقدمة دائما تصير ثقيلة. متى بدأ اسلام عمر؟ بدأ اسلام اقصد بموقف الرسول دعا له. يا جماعة شوف الرسول ايش يقول. مر عمر بن الخطاب وعمر بن هشام اللي هو منه ابو جهل، فشافهم النبي. وركزوا معي بسألكم سؤالان. قال الرسول اللهم اعز الاسلام، اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، عمر بن الخطاب او عمر بن هشام. صحابة يناظرون كلهم كفار الان. انا بسألكم سؤال. طبعا في حديث اخر اللهم اشدد دينك باحبهما اليك، يا عمرو بن هشام او عمر بن الخطاب.
لكن اول لفظ قالها الرسول عمر، جاب اسم عمر قبل عمر، فكأن الله استجاب الاولى. سؤال، ليش الرسول جمع بين عمر وبين عمرو بن هشام مع ان المصير ما هو بواحد، هذا الى النار وهذا في الجنة؟ السبب ايش؟ وش العامل المشترك بين الشخصيتين؟ القوة الايجابية. يا جماعة الرسول يشوف ان هالاثنين فيهم حضور ولهم قوة وعندهم ايجابية، ولذلك يبغى واحد من الاقوياء الايجابيين يكون معنا في صفوف المسلمين. اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، عمر بن الخطاب او عمرو بن هشام. يا رب اشدد دينك باحبهما اليك، هذه بداية الهداية. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما نزل قول الله جل وعلا في قوله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هذه الآية نزلت في عمر بن الخطاب وفي عمرو بن هشام على قول عدد من المفسرين، وإن كان قد خالف مثل ابن كثير وغيره القول في هذا، يقول آية عامة وليست خاصة. لكن نجي نقول الرسول يدعو صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء يحدد لنا ان النبي يختار الناس الايجابيين. اقول لكم شيء، الام تهدني الان، انت ابو عزام وانت يا زياد وانت ابو فهد وانت يا فلان، اذا شفت في بيتك ادع لولدك لزوجك، وخاصة من ترى فيه انه اقرب للقيادة واقرب للصلاح، ركز على الدعوات. يا جماعة ليش حنا احيانا نحطم الناس؟ انت والله ما فيك خير، انت والله مستحيل يكون منك، ارفع كفك وادعو للهداية بالهداية لكل احد. والله اننا نتمنى الهداية لكل الارض، ان يكونوا على الحق والهدى والدين. ولذلك المسلم قلبه ينبع من الايمان والصفاء والحب، ادعو لهذا وادعو لذاك، وسترى ان الانسان اذا دعوت، قل مثلا كما قال الله رب جل وعلا ربي هب لي من ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ايش؟ قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. عمر صفاته غليظ، قلت لكم قصة الجارية العام الماضي، كنا هنا في هذا المسجد وكان معنا الاخ ابو محمد الله يذكره بالخير من الاباء، تذكره ولا يا شيخ؟ فعلقت على موقف يقولون كان يضرب رضي الله عنه جارية ضربا مبرحا، يقولون من شدة ما ضربها، تخيلوا هالطويل العملاق الرجل العضل يضرب جارية صغيرة، وكان يضربها لانها اسلمت طبعا، وكانت تقول له هو تعب ويضربها، قالت قال اما ترين ما فعلت بك؟ قالت الا ترى ما فعل الله بك؟ يعني انت الله تعبك وانا انظر. فجاء ابو بكر الصديق واشتراها منه واعتقها لوجه الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب شخصية جدا 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 قوية، كان يتابع النبي قبل اسلامه، الرسول تعب كل ما جاء الرسول يطلع يراقبه، مثل ما راقبوكم اظنها ولا لا، يراقبه في كل مكان، وكان يمشي خلفه من كل جهة. المشي هذا اثر على النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى ان النبي ينزعج منه، ما ترك الرسول لا في ليل ولا في نهار. ومرة من المرات خرج النبي ظن ان عمر ليس خلفه، فالتفت الرسول فاذا بعمر وراء، قال يا عمر اذيتني، ما تركتني لا 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 في ليل ولا في نهار، دعني يا عمر. يقول عمر بن الخطاب فرجعت، يقول فجئت ليلة الحق بالنبي، يتابع يراقبه ما يبغى يطلع من البلد ويبغى يشوف من يدعو، وكان فيه ايذاء قبل اسلامه رضي الله عنه وارضاه. يقول فجئت مرة الحق بالنبي فاذا به يكبر عند الكعبة، اللهم صل على محمد بن عبد الله. والله يا جماعة وانا اعرض السيرة وجدت كل ما ضاقت بالنبي فزع الى الصلاة. يا جماعة مفتاح بيدك، همومك التي اشغلتك وظروفك التي آلمتك وديونك التي اثقلتك وزوجتك التي اتعبتك وزوجك الذي جاء اتى بالشدائد عليك والولد الذي اعقك، اذا اردت تفريج هذا كله الجأ الى الصلاة. كل ما ضاقت عليك، كل ما اغلقت في وجهك، توض وقل الله اكبر، اقسم بالله ستجد انك تناجي ربك وتجد لذة ذلك. الرسول في كل وقت يدورون عند الكعبة، يدورون الله اكبر يصلي. يقول عمر فجئت ادركه فرأيته يقف عند الكعبة، وش يسوي؟ يصلي. شوفوا هذا المشهد يرويه عمر بن الخطاب، يقول فلما كبر النبي عليه الصلاة والسلام
يقول جلس يقرأ من سورة الحاقة، الحاقة ما الحاقة، يقول وأنا أسمع القرآن ينزل علي يقول كالصواحق، يقول أحس بحلاوته، يقول قلت هذا شعر، يقول فإذا بالرسول يقرأ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، قلت شدر هذا، يقول أنا أسمعه وأنا واقف أحدث نفسي، قلت هذا كاهن، يقول فإذا بالرسول يقرأ على طول وما هو بقول كاهن، يقول فلما سمعت هذه القراءات يقول تأثرت. هنا تغير عند عمر بن الخطاب شيء، قال والله إن هذا القول لا يقول به إنسان، هذا مستحيل يقول إنسان عادي، هذا قول ربنا قول الله. فبدأ الإسلام يدب في نفسه، لكن لا زال يصارع نفسه بين الكفر وبين الإسلام. ولذلك مرة يقول جلس ما بعد أسلم له، طلع مرة لما بدأ المسلمون يهاجرون، في امرأة أسلمت رضي الله عنها اسمها ليلى بنت أبي حثمة أو حثمة، هذه المرأة تقول هي زوجة أبي ربيعة أو عبد الله، أبي عبد الله بن ربيعة أو ربيعة أبي عبد الله، كانت زوجتها أسلمت وأخفت إسلامها، وشافها وإن شايلت أغراضها تبي تهاجر، فوقفها عمر. تقول رضي الله عنها فخفت من عمر، تقول دريت أن عمر ما راح يخليني أخرج ولا أتكلم، قال إلى أين؟ فقالت لك كلمة واحدة، قالت أفر بديني منك، أنتم قهرتونا، في اللفظ جاء كذا، قهرتونا ظلمتونا نفر بديننا منك. فقال عمر بن الخطاب كلمته الشهيرة المشهورة، قال اذهبي وانطلقي إلى الله، أو كما قال. هي تقول استغربت كيف رد علي عمر الكلام، عمر متوقع أنه يصفقها، أنه يضربها، أنه يربطها، أنه يمنعها من الذهاب. فراحت إلى زوجها قالت أبشر أبشر، قال ما الأمر؟ قالت لقيت عمر فقال لي هذا الكلام، إني شعرت برقة في عمر، قال والله ما عنده رقة ولا لان قلبه. قالت لا أنا مش، أنا أحس أنه قريب من الإيمان. فقال كلمته المشهورة، قال والله لو أسلم حمار آل خطاب ما أسلم عمر. لكن الحرمة حست الإيمان، وهذه لفتة جميلة، ترى العاطفة أكثر من يعرفها النساء، وهذا أمر مجرب، أنا لا أعرف العاطفة كما تعرفها المرأة، المرأة صادقة في عاطفتها. لذلك أيضا أقول لها أنت عندك عاطفة صادقة وتعرفين العاطفة الصادقة من المزيفة، لكن احذري أن تستغل أيضا هالعاطفة. وهذه المرأة قالت لزوجها أنا أقول لك أن عمر بن الخطاب قريب جدا من الإيمان، يقول والله لو أسلم حمار الخطاب. يا جماعة لا نسكر باب الخير والهدى على الناس، حنا ما حنا بوكلاء آدم على ذريته، حنا ما حنا مسؤولين، أنا وياك دورنا ندعو للخير، لكن ما نحكم على الناس لا بجنة ولا بنار ولا بكفر ولا بغير ذلك إلا من حكم الله عليه ورسوله. ولذلك الآن لا نقنط الناس، نقول هذا والله ما يهتدي، فلانة والله ما تلبس الحجاب لو يصير اللي يصير، فلان والله ما يبطل الدخان، هذا مستحيل، لا كن باب خير. ولذلك عمر بن الخطاب قال له النبي لا تعينوا الشيطان على أخيكم. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. عمر بن الخطاب سمع الآيات، هو تأثر لكن ما بعد أسلم، وجلس في صراع. شوف لما تيبي تقنع لك شخص أحيانا ويكون عنده قناعة بشيء معين، أحيانا يكون عنده بينه وبين نفسه قتال جوا، شيء يقول له إيه وشيء يقول له لا. هذا اللي وقع فيه عمر بن الخطاب في هالفترة. عمر بقي الصراع عنده، عزم الآن يوم شاف قريش تفرقت والناس ازدادوا كما يقولون تشتت، ظنه أن الإسلام سيفرق قريش، عزم على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، خذ سيفه وشهر السيف وطلع. وهو في الطريق التقى برجل من الصحابة اسمه نعيم العدوي، هذا نعيم أسلم وأخفى إسلامه، يوم شاف عمر ماسك السيف درى أن عمر في عيونه الشر، قال إلى أين يا عمر؟ قال أريد قتل محمد هذا الصابئ عن ديننا ودين آبائنا. يقول نعيم اسمعوا المقولة، يقول فخفت على رسول الله، يقول ايش اسوي الآن؟ يقول فقلت له أو تظن أن بني عبد المطلب يتركونك؟ وين حمولته وعزوته وأعمامه؟ هل تتركك بنو عبد المطلب أو بنو طالب؟ قال وإن لم يتركوني قاتلتهم. قال لوحدك لا تستطيع. قال صبأت أنت عن دين أبائك؟ يقصد نعيم. قال لا 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 خاف، ما يقدر يقول أنا أسلمت.
قل فأنا جالس أفكر أبغى أخره الآن، يقول لو تركته راح للرسول يمكن يقتله، فأنا جالس أدور شيء أخره في الذهب. يقول فقلت له إن كنت جاد تبغى تقاتل هذا الدين روح لأختك وزوجها خرب عليهم. هو يقول أنا أبغى أبعده عن ذهابه للنبي حتى أجد وقت أروح أخبر الرسول أن عمر جاي يريد قتله. قال أو فعلت، يعني هل فعلت هي كذلك أسلمت؟ قال نعم أسلمت هي وأسلم زوجها. زوجها منه هي فاطمة بنت الخطاب، وزوجها سعيد ابن زيد رضي الله عنه وأرضاهم جميعا. وراح منطلق مباشرة. نعيم استغل الفرصة وراح للنبي يخبره، يقول له ترى عمر يدوركم، والرسول كان مختبئ صلى الله عليه وآله وسلم ومع 40 أو 39 من الصحابة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وراح عمر بن الخطاب، طبعا الرواية اللي ستسمعونها الآن هذا في سندها ضعف، لكن هي أشهر ما ذكره أهل السير، ذكرها ابن هشام وذكرها ابن إسحاق وغيرهما، ولذلك هي تذكر كما ذكر المؤرخون، وأنا سأذكره وإن كان في إسنادها ضعف لأن أحد الروايات ضعيف وفيها انقطاع أيضا. لكن هذه القصة التي اشتهرت عن إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. راح عمر بن الخطاب وطق الباب، يطق الباب على بيت أخته، على بيت سعيد بن زيد وبيت فاطمة بنت الخطاب. اللي فتح الباب لهم من هو؟ خباب ابن الأرت، صحابي من الموالي رضي الله عنه، أسلم وكان يعرف يقرأ القرآن وجالس يعلم فاطمة ويعلم زوجها القرآن. شوفوا يا جماعة الدين، هذا مولى لكنه يعلم السادة. يوم فتح الباب قال ماذا تصنع هنا؟ أو ماذا تصنع عند أسيادك؟ وش اللي جابك أنت عبد؟ ماذا تريد هنا؟ يقول فخفت، يقول ففاطمة واقفة. والمرأة يا جماعة أنا أقول للمرأة اليوم وأكرر لها، والله إذا وجدنا امرأة قوية الإيمان والله ما يهزها الجبل. هذه زوجة فرعون تهدد بالقتل من طاغية الأرض في وقته، ومع ذلك تقول رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، وهو واقف فرعون جنبها. لأن الإيمان إذا وقر في القلب، المرأة أنا أسميها هي الحقيقة، ليست نصف، هم يقولون المرأة شقيقة الرجل، أو هي نصف الأرض، أو هي نصفنا، المرأة كلنا، لأنها تمثل النصف وهي التي أنجبت النصف الآخر. فبالتالي المرأة لها قيمة عظيمة كبيرة في الإسلام. فاطمة بنت الخطاب واقفة، ويعطينا هذا تصور أن عيال الخطاب كلهم أقوياء، لا الرجال ولا البنات. فلما دخل عمر بن الخطاب ودف خباب الأرت قال أين أنتم؟ وشاف سعيد بن زيد جالس يتمتم يقرأ ويزنطه، جلس عليه على صدره في الرواية ومسك منه، قال أو صبعت، يقول فضرب سعيد بن زيد على وجهه حتى أدماه، ثم دفعته زوجته فاطمة، دفت عمر بن الخطاب، قالت قم، فلما التفت إليها ضربها، وهذه الرواية المشهورة، ثم سقط حلق أذنها وشق فمها ونزل منها الدم. قال أصبأتي؟ قالت له أو تظن أن دينك هو الحق؟ إذا كان الدين الذي جاء أحق مما جئت به. وقف يناظر، قال ألا كانت هي حاطة قيل تحت إبطها، وقيل ربطتها في ظفيرتها، وقيل خبأتها رقعة، يعني مصحف موجود وكان مكتوب فيه سورة طه. وأنا ودي واحد من الشباب اللي معاذ اللي يقرأ لنا من سورة طه الآن جهز المصحف، لأني أبغاكم تسمعون الآيات كأنها يسمعها عمر. فعمر بن الخطاب يوم طاحت الرقعة، ولا أمثل بهذا الكرتون أنها مصحف، لكن لما سقطت الرقعة جاب يأخذها فرفعت يدها، ضربت يدها عليه، قالت لا تلمسها يا عمر، لا يمسه إلا المطهرون، وأنت نجس من تطهر. وخذ منها الرقعة خاصب. يقول ففتحت عمر وقرأت بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يوم قريت الرحمن الرحيم حسيت برعشة ودريت الموضوع خطير، يقول فتركته ورحت وضيت، وهذه بداية الإسلام. يقول فلما جئت فتحت الرقعة، ونبي نسمع الآن التلاوة، أنا ودي والمشاهدون كذلك يركزون، ترى القرآن يا جماعة ليس شعرا ولا هذ كلام إنشائي أكتبه ولا يكتبه مؤلف ولا أديب، لا، هو كلام الله جل في علاه. نبي نقرأ من أول طه إلى آية 16. اقرأ يا أخوي معاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما آتاها نودي يا موسى أني أنا ربكم فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلوات لذكري فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هذه الآيات تخيل عمر بن الخطاب يسمعها ويقرأها وأنا ودي نسمعها اليوم بإذن عمر وبقلب عمر أثرت في عمر وجلس يلتفت أين محمد وين أحصل محمد خبابنا أردت يقول شعرت بالإيمان في قلبه قال هذا الكلام يقوله عمر لا يقوله بشر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول خباب قلت هذه دعوة محمد لحقتك قال أو دعا لي محمد قال نعم والله إني سمعته يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام يقول أقالها رسول الله قال نعم قال وين رسول الله قال تجده في دار الأرقم ابن أبي الأرقم يقول راح عمر الآن طبعا للصحابة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في دار الأرقم ما يدرون عمر جاي مسلم فأقبل الخبر الأول اللي جايهم إيش أنه يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عمر بن الخطاب أو أقبل ولما طرق الباب يوم طق الباب من عمر بوليس شرطة انقلب المكان اللي قام واللي جلس إلا حمزة بن عبد المطلب وقبله نبيكم عليه الصلاة والسلام قال حمزة يا رسول الله دع عمر يدخل علينا يعني اسمح له يدخل إن كان يريد خيرا فحيها له وإن أراد غير ذلك فأنا له أنا اللي أوقف قدامه وحمزة أسد الله رضي الله عنهم جميعا فقال النبي افتحوا الباب يوم افتحوا الباب دخل عمر حمزة مباشرة أول ما دخل في الحديث أو في الرواية أنه مسك يديه فعضله يعني ربط يديه وكتفه كذا ودفه وأدخله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلما أقبل على النبي بهذه الهيئة قال له النبي عليه الصلاة والسلام والله ما أراك أن تنتهي يا عمر حتى تأتيك قارعة من السماء ومسك الرسول منا أما أنا لك يا ابن الخطاب أن تسلم وفك النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بعمر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله وفي بعض الروايات والله ما جئتك إلا مؤمنا بالله مؤمنا برسالتك مؤمنا بما قد أنزل عليك من ربك وأسلم عمر شوفوا أول دقيقة حطوا بينها قوسين بعضنا يصير عمره 25 سنة يفكر يترك الدخان ولا لا يفكر يربي لحيته ولا لا يفكر انه يقصر ثوبه ولا لا تفكر انها تلبس حجاب على الراس ولا لا ونقعد سنين ونضيع عمرنا افكر اقدم بعض الناس يشرب خمرا ولا بعد اقتنع يتركه ويفعل زينة اكرمكم الله ولا فكرنا يتوب منه فما بالك بعمر ابن الخطاب في اول دقيقة قال شوفوا الاسلام الجميل وشوفوا القوة يا رسول الله ففيما الدنية
ليش انتم متخفين؟ توني داخل الاسلام. قال ما في تخفي من اليوم يا رسول الله. الحق معنا ولا معهم؟ هل ما تقوله يا رسول الله هو حق او باطل؟ اولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى يا عمر. قال يا رسول الله اني اشير بامر. في اول لحظة يا جماعة، اول دقيقة الرجال جالس يشتغل ايجابي، ولذلك اللهم عز الاسلام باحد العمرين، لان محمد عليه الصلاة والسلام يرى في هذا الرجل ان عنده قوة. قال وماذا ترى يا عمر؟ كأن الرسول يعرف ان الفترة والوقت هو الوقت المناسب، بس نبغى نسمعها منك. قال يا رسول الله ما دمنا على الحق وهم على الباطل فلنخرج الى الناس ولنطف بالبيت ولنعلن الاسلام. قال هو الرأي يا عمر، توكلنا على الله. وطلعوا صفين 20-20، واحد يقوده عمر بن الخطاب، والصف الثاني يقوده حمزة بن عبد المطلب، والنبي بينهم بين الصفوف، البطل الشجاع المقدام عليه الصلاة والسلام. ويطلعون وانبهرت قريش، ابو جهل وابو سفيان يشوفون هالموقف ويناظرون كيف الصفين وش هالقوة، والناس يكبرون المسلمين الله اكبر الله اكبر. يقال انه لما كبر النبي على اسلام عمر كبر كل من في دار الارقم حتى سمع التكبير في مكة كلها فرحا باسلام عمر. كان اسلامه نصر وهجرته فتح وخلافته عز للإسلام والمسلمين رضي الله عنه، ومع ذلك يخرج رضي الله عنه والكفار ينظرون. شوفوا كيف ان الله جل وعلا الايام دول. فدخل المشركون في بيوتهم وقفروا البيبان. اللي صار متخفي من الان هم المشركين. ولذلك اصبر على الحق لو كنت لوحدك، لان الحق سينتصر اذا علم الله منك صدقك اظهرك واظهر الحق معك. ويمشون الصحابة الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد. فدخلت كل قريش الى بيوتها ولم يبق الا المسلمين او المسلمون يطوفون. قال عمر من اكثر واحد يغيظه اسلامي؟ انا بلعب فيهم لعب اليوم. اللي اسلامي يقهره اليوم انا بدق خشمه. قالوا ابو جهل. قال خلوه لي. وين ابا الحكم؟ ويدور ابو جهل عمرو بن هشام. قالوا في بيته داخل مقفل الباب. طق الباب عليه. فتح ابو جهل. نعم. ماذا تريد يا عمر؟ قال ما علمت، يعني ما دريتش الاخبار. قالوا بماذا تريد ان تخبرني؟ قال ما علمت انني اشهد ان لا اله الا الله واني محمد وان محمد رسول الله. قال له تبا لك افسدت علي سائر اليوم. وصك الباب في وجهه. يقول قال من الثاني اللي ابغى اوصل له المعلومة وابغى اقهره في نفس الوقت؟ قال روح لابو سفيان. وراح طق على ابو سفيان. افتح يا ابو سفيان. من عمر؟ فتح. نعم. قال ما علمت. قال وش تبي تعلمني؟ قال اني شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال تبا لك افسدت علي سائر اليوم. وطق وسكر الباب في وجهه. يقول عمر بن الخطاب وما يبغى سكة الباب. عمر يبغى يتأذى كما تأذى المسلمون. يبغى هوشة. ليش هم انطقوا وتبادلوا وادميت وجوههم وابو بكر ضرب؟ انا ما صار لي شيء. ابغى اريد ان اذوق ما ذاقوه. ان اذوق ما ذوقناهم اياه. يا جماعة هذا عمر يفتخر باسلامه. ليش المرأة المسلمة المتحجبة تستحي من حجابها؟ وليش تستحي من طاعة زوجها؟ وليش الرجل يستحي كذلك من فعل الطاعة؟ ليش الشاب الصغير او الشاب الذي في مقتبل عمره يستحي كذلك ان يرفع ثوبه على السنة؟ ليش وليش وليش؟ ليش نستحي؟ ليش نخجل من كثير من مظاهر ديننا التي هي مظهر عز؟ والله ما تشيننا ولا تعيبنا بل ترفعنا. عمر يقول تعالى وانا اسلمت. انا عمر بن الخطاب اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ايا عمر الفاروق هل لك عودة فان جيوش الروم تنهى وتأمر. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فيقوم عمر بن الخطاب قال الان انا اريد ان ينتشر اسلامي في كل مكة. انا ابغى اكثر خبر ينتشر. كيف اوصل ان عمر اسلم؟ راح يدور له على رجل اسمه جميل بن معمر او معمر. هذا الرجل معليش هو صحابي اسلم طبعا، لكنه رجل ما كان يكتم السر، ويا كثر اللي ما يكتمون السر. اذا بغيت السر ينتشر تراه بيني وبينك حتى يذاع، وخاصة بين قوسين بين اخواتنا الله يهديهم جميعا. الكلمة السر اذا افشي، واشد الاسرار ان تفشي ما بينك وبين زوجك، خاصة ما يدور في دار النوم.
هذا حرام، وبل سماه النبي الخيانة، قال يمسي الرجل يسار زوجته فتصبح تخبر بذلك فقد خانته أو خان. الخيانة الحقيقية إفشاء مثل الأسرار. قال في هذا الرجل اسمه جميل يذيع السر، فجاه يعشق يقول عمر بن الخطاب، فوقفت إليه فقلت يا جميل أكتمك سرا؟ أنا أقول لك شيء بيني وبينك؟ قال نعم. قال نعم قل لي. قال إني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول عمر والله ما أنهيتها إلا وقد اختفى. يقول ما كملت كلامي أدور إلا انطلق الرجل. يقول فكنت أسير خلفه وهو يقول يا معشر قريش لقد صبا عمر. قال كذبت، ما صبأت ولكن أسلمت، دخلت في الإسلام وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قريش ما جاز لهم الوضع. إسلام عمر غير البوصلة وصار في قوة في صف محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فاجتمعوا عليه بعد الفجر، هو طالع فإذا بقريش يجتمعون أعداد كبيرة، فجلسوا يضربون عمر وعمر يضربهم. لاحظوا رجل من قوته. يقول فجلست في عراك في ضرب بينه وبينهم من الفجر حتى أصبحت الشمس في كبد السماء، يعني لين نصف الضحى. في رواية يقول فعييت، يعني تعبت. وفي رواية قال لقيت أحد المشركين فجلست على صدره من كبارهم. يقول فجلست على صدره فقلت إن إصبعي هاتين لتدخلن في عينيك إلا أن ينصرفوا، يا فق عيونك يا يتركوني ربعك. يقول فتركوه. يقول عمر رضي الله عنه فرجعت فرحان. ليش؟ ما الذي أفرحك يا عمر؟ قال فرحت أنني أوذيت كما أوذي المسلمون من قبلي، وأنني لأجل حمل هذه الرسالة أردت أن أنصر هذا الدين. رجع عمر. أنا بختم الآن بها القصة وبعلق تعليق معكم دقيقتين ثم نقيم صلاتنا وبكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة. رجع عمر إلى بيته. شوفوا يا جماعة، يا جماعة أشرف وأعظم أكرم وظيفة على وجه الأرض أن تبلغ رسالة الله. والله يا جماعة الذي يبلغ دين الله يبلغ ميراث الأنبياء والرسل. ولذلك استغلوا هذه الشاشة التي يراكم منها الملايين، ولما أقول الملايين أنا أعني ما أقول الملايين، استغلوها بالرسالة الحقيقية. وليستغل المشاهدون المشاهدات الكلمات، لا تناظرون بشت بدر المشاري ولا غترته ولا شكل فلان ولا علان ولا ملبسه ولا مظهره، بل يجب غض الطرف والبصر عما حرم الله وما منع الله. المرأة وهي تشاهد التلفاز بالمناسبة لها الحق أن تشاهد حتى تستفيد، لكن إذا تغيرت النية واختلف الموضوع إلى عجب إلى غير ذلك هنا يحرم، نقول لا 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 ممنوع، ما نبغى تشوفين شيء. لكن ما دمت تريدين الفائدة، تريدين قال الله قال الرسول، ولذلك بثوا روح الدعوة إلى الله. دخل عمر بيته أسلم الآن وجاء إلى بيته، قال جمعهم حريمه وعياله، اجلسوا اسمعوا مني، إني أنا عمر بن الخطاب بن نفيل، اشهدوا بأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فآمنوا بالله وبرسوله وبما أنزل عليه. فقاموا خايفين ما يدري شو يقولون. فقام عبد الله بن عمر ولده قال يا أبي يحسب بيسلم؟ قال نعم. قال أنا أسلمت من سنة، أنا مسلم لي سنة ومكخاف. قال تعال تعال، أو ترضى أن يدخل أبيك جهنم؟ كيف ساكت مخلينا تبين أدخل جهنم؟ يقول أنا خفت. يقول والله لو جعلنك ضربا، جاء بعض الروايات أنه ضرب وقيل أنه هدده بالضرب. يقول حتى أن عبد الله بن عمر يقول لما مات عمر الخطاب قال كثير ما كنت ألقى أبي عمر فيراني وأراه، فكلما رأي نغزني. قال حسبنا الله، كنت أتريد أن تدخلني جهنم؟ يعني لو أنك تاركني ولا جاءني الإسلام كان ذهبت إلى جهنم. فأسلم أهل بيته رضي الله عنه وأرضاه وأصبح فاروق هذه الأمة. عاش عمر بن الخطاب عمرا مديدا. طبعا هذه مقدمة عن حياة عمر، وساقف مع عمر إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة، ما أدري يكفينا لقاء ثاني أو ثالث. المهم سنتحدث عن عمر، عن تفاصيل حياة هذا الفاروق عمر، وسنسمع العجب العجاب. اليوم هي مقدمة تعريفية، كيف أسلم هذا البطل من أول يوم من إسلامه غير وكان له الأثر الكبير. خلونا ندخل في بعض مواقف عمر، لأن القصص أيضا تحيي النفوس وتجعل الإنسان أيضا يركز وينتبه. الإسلام قضية عمر. شوفوا في الهجرة، يوم الهجرة
الناس هاجروا مختفين، كل واحد متخفي، إلا عمر بن الخطاب خرج يجاهر بهجرته. طبعا في روايات فيها ضعف، أنا سأذكر طرف منها، لكن ما في وقت أقعد أوقف عند كل رواية أقول هذه فيها ضعف. لكن جملة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج وحيدا، هو الوحيد اللي خرج وهو يعلن هجرته ولم يخفي تلك الهجرة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للناس، كأن الرسول يقول أنا خرجت أنا أبو بكر متخفيا لسبب، أنا مشرع لكم، لا أريد أن أشق على أمتي. لكن عمر يتصرف تصرف خاص به، حتى عمر يقول فلما أصبحت خليفة للمسلمين تغير موضوعي. أنا من أول أظهر بعض الأمور لأني أتكلم عن عمر بن الخطاب، أما اليوم أنا أتكلم عن الأمة. ولذلك إذا صلى أحدكم بالناس وش قال الرسول؟ فليخفف، وإذا صلى لوحده فليطل ما شاء. إذا صليت لحالك أمر تجتهد فيه نفسك وعندك عزيمة على أن تؤدي الله يقويك، لكن لا تفرض على الناس ما لا يستطيعون، كما قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خرج يقول للناس، دخل في سكك مكة وراح عند قريش. هذا هو ترى سبب سؤالي، وجاوبوني ما هو سبب سر حبنا لعمر بن الخطاب؟ جاوبوا ليش أشهر شخصية. طبعا كل الصحابة حبهم لمذهب، كل الصحابة على العين والرأس حبا وإجلالا وفخرا وتقديرا، وأولهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا لا خلاف عليه. لكن ليش عمر الشخصية اللي دائما حاضرة؟ تفضل. لأنه شخصية قوية، بمعنى كان عمر، لأن أعاد العزة عندنا في اللاشعور، هذا تناسب الأخ سعود والأخ زياد، في اللاشعور عندنا أن حبنا لعمر ظاهر، نشعر ان عمر شخصية موجودة. ليش يا عمر؟ لان عمر حسسنا بعزة الاسلام. اذا ذكرنا عمر نذكر مواقف بطولية ونذكر نوع من العزة، وما نجد ان عمر مواقفه، طبعا سأعطيكم امثلة كثيرة وشهيرة. ولذلك حرك يوم الهجرة، تخيلوا، طلع اخذ السيف واخذ تنكب القوس وامسك عصاه وراح عند الاماكن اللي تجتمع فيها قريش، اكثر اماكن تتجمع عنده عند الصفا وعند المروة، وجاء في الحلق حقتهم في اكثر وقت، يعني وقت الذروة، وكان يمشي عليهم، ما هو منحرج من الاسلام، اللي يقصر ثوبه اليوم اللي يطول لحيته يقول يا اخي بيشوفوني بيقول ذا متخلف، اللي تلبس عبات على الراس تقول الحين بروح للزواج يا الله بيقول هذه جاي من العصر الحجري. ليش الحياء؟ ليش الخجل؟ عمر جاي عند قريش يقول انا عمر بن الخطاب وتراني اسلمت، وجلس يطوف بالبيت سبع. يا جماعة ترى تخيلوا، قبل يسلم عمر ولا واحد من الصحابة يقدر يدخل يصلي عند الكعبة الا متخفيا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله ما منا احد قبل اسلام عمر يستطيع ان يصلي في الكعبة او حول الكعبة الا متخفيا، الا يوم ان اسلم عمر رضي الله عنه وارضاه. يعني عطى الاسلام قوة. ولذلك النبي وش يقول عن عمر؟ اسمعوا هالحديث وربما اول مرة تسمعونه. يقول يا عمر، يقول الرسول لعمر، ان ملائكة السماء او اهل السماء فرحوا باسلامك، جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت والملائكة وحملة العرش فرحانين بان عمر اسلم. ليش؟ لان نعرف ان اليه يصعد ايش؟ الكلم الطيب، واللي يتلقى الكلم الطيب الملائكة، ويفرحون ان الكلام الطيب والذكر ينتشر في الارض. وهذا عمر بن الخطاب سيكون سبب مصدر قوة لانتشار الخير والذكر والاسلام. ولذلك لما اسلم عمر تقوى المسلمين. وش نزل على النبي لما اسلم عمر؟ قال الله، اسمعوا الآية هذه وتكفيه رضي الله عنه، يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه نزلت بعد اسلام عمر. تخيل ان الله يقول يا محمد يكفيك ربك ومن معك من اهل الايمان، واخرهم عمر، لان ايمانهم قوي. حنا يكفينا هذا. يا جماعة حسبك الله، انت ممكن يقول ابوك في البيت، حنا احيانا مع الاسف ما نعتمد على عيالنا، عمره 20 و25 والله ما نقدر نقول روح جيب كيس خبز من البقالة في بعض الاحيان، ونحن نتكلم حسبك، يقولون اوصل حكيما ولا ايش ولا توصي. اليوم ما نتكلم حنا على امور الدين، نتكلم على امور الدنيا. طيب كيف نقدر نقول فلان
صالح عبد الكريم سعود فلان اي واحد، تعال يا فلان نبغاك تقوم بالمسجد هذا في القرية، انت عليك الكلمات تدريس القرآن ومتابعة اذان الاذان في الوقت. هذا موضوع واحد. كيف برجل يخبره الله جل وعلا ان حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ طبعا جلس يطوف بالبيت، شوفوا يطوف سبع والكفار قريش ناظرون، اول مرة هذا واحد يتجرأ علينا ويجي يطوف قدامنا. ولما انتهى صلى ركعتين ثم قام وراح عندهم وقال لهم شاهت الوجوه، الله لا يبارز فيها الوجيه، شاهت يعني تمعرت ولا ساءت وجوهكم. ثم ما حد رد عليه، خايفين. قال لهم كلمة ثانية يعني حارشهم، قال لا أرغم الله هذه أو أرغم الله هذه المعاطس، المعاطس من العطاس. قال يعني جعل الله أكرمكم الله والمسجد والسامعين، يقول جعل الله أنوفكم ومعاطسكم في التراب، أرغم الله هذه المعاطس. ثم جلس رضي الله عنه وأرضاه ينظر إليهم، قال اسمعوا الكلمات اللي توحي على القوة. قال من أراد أن ييتم ولده، اللي يبغى ولده يصير يتيم، من أراد منكم أن ييتم ولده وأن تذكى الأمة وأن ترمل زوجته تراني بكرة مهاجر ورا الوادي يجين إن كان رجال. اللي يقدر يبغى يصير يتيم ولده ولا زوجته تصير أرملة ولا أمه تصير ثكلة يلحقني وتراني بكرة بهاجر، معلن ماني متخفي. ولا واحد تكلم من كفار قريش، لأنهم يرون أن يا جماعة النجاح، بعطيكم هذه قاعدة مهمة معادلة، لا يمكن أن تقول مثل عمر وتاريخك أسود، لازم يكون عندك تاريخ. تو نتكلم عن عمر، عمر عنده تاريخ حتى في الجاهلية، تاريخ نجاح، بمعنى واحد يغيب عن مدرسته ما يصدقون انه يجي تعليق الدراسة، يتباشرون عيالنا، وانتم بعضكم يمكن مدرسين، وبعضنا يغيب من غير سبب. هذا الشخص الخامل اللي ما يحب الدراسة، الموظف اللي ما يطلع للساعة 10:30 ويصل 12 الى مكتبه، هذا بالله هذا ممكن نقول والله نعتمد عليك. الانسان اللي ما يقوم بمهامه الاولويات في بيته يحتاج انه يراجع نفسه. عمر بن الخطاب ناجح وان كان كافرا، لكن عنده مقومات نجاح بشري، لكن لما اسلم تم النجاح الحقيقي ولبس تاج النجاح الفعلي. ولذلك انا اقول لو عندك تاريخ مثل تاريخ الناجحين ستستطيع ان تكون شخصية مؤثرة ولك قيمتك. انا اقول نبغى نزعة عمرية، تكفى يا شباب ارجوكم يا مشاهدين، نبغى نزعة عمرية عند الرجال. اقول لاخواتي ربي ابنائك على النزعة العمرية، ربي ولدك قولي لها انت ابغى ربيك حتى تكون مثل عمر بن الخطاب. طلعونا عيال، طلعونا رجال، رجل. ولذلك الله فرق بين الرجل والذكر، ترى الذكور الله في القرآن ما ذكرهم الا في مر الدنيا، وللذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لما جاء عند لفظ الرجال ما جاب إلا في أمور الدين، قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا ليت قومي يعلمون، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. من؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. احنا ما نبغى الذكور، يا كثر للبدي بدي رجال، لكن المكينة خرطي، ما هذا الكلام ما نبغاه، نريد الحقيقي، الرجل اللي قال له رجل في الظاهر وفي الباطن. ولذلك ليس كل ذكر الرجل، ولكن كل ذكر، ولكن ليس كل رجل او كل ذكر رجل، ولكن كل رجل ذكر. اذا فهمت انت المعادلة هذه عرفت ما هي حقيقة الرجولة وكيف تربي الابناء على الرجولة. عمر يوم جاي هاجر طلع الصباح في نفس الوقت اللي حدده، الحقوه 20 من المهاجرين المستضعفين، اول مرة يطلع واحد معها العدد. قالوا ما دام عمر مهاجر ولا حد جاية خلونا بعد الله نحتمي بحماه، وطلعوا معها 20 من المستضعفين من المسلمين ولقوها فرصة. كأنهم يقولون يا عمر انت امل بعد الله، تقدر تكون امل لبيتكم؟ امل اخاف اقول امتك تقول يا اخي انت الله يهديك، تقدر تكون امل لامك، امل لاخوانك، امل لزوجتك؟ تقدرين تصيرين امل لطلاب الفصل اللي تدرسينهم الطالبات؟ اذا دخلتي على الفصل او على البيت كوني امل لهؤلاء، امل في الكلمة الطيبة، امل في البشارة، امل في التفاؤل، امل في التعليم مثل ما تفضل اخوي قبل شيء في كلمته، في تعليم ونضج العقل حتى يستفيد الناس، نريد كلمة امل. ولذلك افرحوا بعمر على ان يكون رضي الله عنه وارضاه امل لهم. فيه صديق العمر اسمه عياش بن ابي ربيعة، هذا التقى به عمر وهو طالع بهاجر، التقى به عمر في الطريق، وطبعا عمر
من عائلة كبيرة وله قيمته، وأيضا عياش ثري. هذا عياش أمه لم تسلم، هو أسلم، وكانت أمه موجودة في مكة. يوم درى أخوه يقال له أبو ربيعة، هو أبو جهل، قال نلحق عياش ونرجعه. هم قاهم خبر أنه طلع وهاجر مع عمر، الحقوه لما بقي على المدينة شيء بسيط، وصلوا إليهم أبو ربيعة وأبو جهل، فقالوا يا عياش ارجع، يقوله أخوه ارجع لأمك، ترى أمي طلعت من البيت وحلفت أنها ما تتروش، أنها ما تغتسل حتى ترجع، وحلفت أن تجلس تحت الشمس ولا تستظل. وعياش جلس يناظر أمي، والحين في الشمس، إذا ما دخلت تحت الشمس تحت الظل ماتت، وإذا ما تروشت جاه القمر وكل راسها. وجالس يناظر، عمر الخطاب حس أن العياش تأثر، قال يا عياش لا تلتفت إلى كلامهما، فإنه ما أراد بك فتنة. هم كانوا مخططين أبو جهل وأخوه أنه إذا رجع نعاقبه ونعذبه على أساس يكون عبرة ولا عاد أحد يهاجر. عياش قال يا عمر إنما هي أمي، وإن لي أملاك، لي فلوس نسيتها في مكة، خليني أرجع وأجيب فلوسي ومنها أبر بقسم أمي. قال عمر لا ترجع، فأمك إن جلست تحت الشمس احترت واستظلت، وإن لم تستظل غابت الشمس وجاءها الليل ميب ميتة، وإن لم تغتسل جاءها القمر وكل راسها واغتسلت غصب، فاصبر فإنما هي فتنة أرادها بك هؤلاء. عياش ناظر قال وأما إن كنت تريد ماله، قال بجيب فلوسي. قال عمر بن الخطاب فإنك تعلم أنني صاحب مال، أنا راعي مال، فخذ من مالي ما شئت لكن لا ترجع. جلس عياش، يا جماعة من يستطيع مننا أن يضحي للإسلام كما ضحى عمر؟ يقول خذ فلوسي، خذ فلوسي بس لا ترجع، أنا أبغاك تدخل في الإسلام. رفقاء السوق قبل أمس أنا رتوت الحقيقة، جاءتني تغريدة اللي مسكوهم حقين المخدرات، مهربين المخدرات الله يكفينا شرهم، حاطين المخدرات في وسط بصل، جايبين البصل وقاصينه بطريقه ذكيه وحاطين في وسطه حبوب وجالسين ملحمين البصله وكشفوا ولله الحمد منه. انا اقول هناك اصحاب سوء في الارض، لكن متى تكون صاحب خير؟ متى تكون دالا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هنا عمر بن الخطاب حاول ما قدر في عياش، قال يا عمر انما هي امي ابرجع. قال عمر طيب قبل تروح نزل من فوق الناقة، راكب على ناقته عمر، قال خذ ناقتي هذه معك، زي بتقول خذ سيارتي. قال له ليش؟ قال لعلك إذا رأيتها ذكرت الإسلام وذكرت المسلمين وكان هناك حنان منك على المسلمين. رجع عياش وفتن في تلك اللحظة. عمر بن الخطاب راح المدينة وهاجر وسبقه، ولما نزل قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قال ائتوني برقعة يعني قرطاس، وكتبها عمر بن الخطاب وارسلها إلى عياش. عياش يقول جتني الرسالة فتحتها، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، يقول ما فهمت من المقصود، هو ما فهم، وهم معناته ما فهم الآية، ما فهم لماذا أرسلها عمر له. يقول فرفعت كفي قلت يا رب اللهم إن عمر قد أرسل لي هذه الآيات، اللهم فهمني ما يريد مني. يقول فبت تلك الليلة، يوم قمت فهمت انه يقول ترى باب التوبة مفتوح، وترى الاسلام لا يزال يقول يا مرحبا ويستقبلك انت وغيرك، ارجع الينا فان الفوز هنا مع محمد مو عند الكفار. يقول فاخذت نفسي اليه وقد ندمت ندما عظيما على بعدي وترك للهجرة وقربي من محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة هذا باب فتحه الله على عياش، وبعض العلماء يقول في رجعته هذه ارتد، اذا كان مرتد والله يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. طيب اللي يدخن ويقول والله ربي مو بتايب علي وانا لي 20 سنة، نقول باب التوبة مفتوح، اللي زنى واللي فعل كل المنكرات، لو ان يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، شوفوا عنان السماء وين، ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. لذلك انا اناشد كل شخص واقع في معصية واقع في ذنب، وكلنا ذاك الانسان، تب الى الله وترى باب رب العالمين فتح لك وفتح كذلك لغيرك، والله جل وعلا سيعطيك الاجر العظيم والامر الكبير حتى تدخل في رحمته سبحانه وتعالى. عاد عياش بسبب كلمة اخوه عمر رضي الله عنه وارضاه. شفتوا مفهوم القوة عند عمر؟ هو قوي في الحق
لكن عند النصح والدعوة الى الله هو الانسان الطيب اللين. ولذلك ادعو الى سبيل ربك ايش بالحكمة. احنا قبل شوي وقفنا قبل نصلكم العمارية وجلسنا احنا والاخوان نتقهوى فشغلنا مقطع للشيخ ابن باز رحمة الله عليه وهو يقرأ اواخر سورة النحل ومر على هذه الآية مر وهو يقرأ قول الله جل وعلا ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. جادل حتى الكافرين بالحسنى لان القضية ميسة القوة يا جماعة مي فظاظة وغلاظة. الفظ الغليظ ولو كنت فظا ايش غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه ميم صفات نبينا ولا صفات صحابة نبينا رضي الله عنهم جميعا وعليه الصلاة والسلام. انما صفاتهم الرحمة وما ارسلناك الا رحمة العالمين. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. هذا ايضا عمر بن الخطاب له موقف من المواقف. يوم احد خرج رضي الله عنه كأنه يبحث عن كافر بعينه. يقولون الصحابة احنا نشوف عمر يقاتل لكن يمر عليه واحد اثنين يروح يخليهم. يقولون فهمنا ان عمر يبغى شخص بعينه يعني كأنه يترصد الانسان باسمه. يقول فنظرناه يبحث. عمر يبحث عن من؟ فاذا بعمر رضي الله عنه انه يبحث عن رجل من اسرته من عائلته. ليش؟ يقول يا رب اللهم اني ابحث عن احد من اهلي يعني كافر لا يؤمن بك شيئا ما امن بك اريد قتله حتى ترى مني ان ليس في ديني مداهنة لاحد. انا احبك يا رب انت بس والدين يغلب على كل احد. فلقى في المعركة العاص بن هشام خاله. يقول فرأيت خالي العاص بن هشام ورحت نصيته وجلست تبارز انا وياه. يقول فقتلته فمات. لما انتهت المعركة الغريب ان سعيد بن العاص طبعا ابن العاص ليس عم ليس خال عمر. سعيد بن العاص ابوه قتل في نفس المعركة. يقول عمر كل ما سلمت على سعيد بن العاص ما رد عليه السلام. وكأنه زعلان مني. يقول فعلمت انه فهم اني انا اللي قاتل ابوه. هو قتل خاله ما قتل ابوه. لان سمع الناس يقولون قتل عمر العاص قتل عمر العاص. هو يحسبه العاص اللي هو قتل العاص بن هشام وليس العاص ابو سعيد. يقول فأتيت الى سعيد بن العاص وقلت له يا سعيد اني اراك في نفسك شيء علي. ليش؟ هل تظن انني قتلت اباك؟ والله ما قتلته انما قتلت خالي. ووالله اسمعوا ايش يقول ووالله لو رأت عيني عين اباك او ابيك والله ما تركت حتى اقتل. انا ما انا بخايف منك ولا من ابوك لكني انا ما قتلته. يعني افهمني لازم تفهم. قال انا لو رأيته لقتلته لانه كافر ودين الله اغلى. قال له سعيد رضي الله عنه قال رضي الله عنك يا عمر والله لو انك قتلته لكنت على حق او على خير لانه كان على باطل يقصد ابوه. يا سلام حنا نحتاج هذه الروح. عمر بن الخطاب غيرته الضخمة انتم تذكرون قصة سهيل بن عمر ذكرتها لكم في سالفة او قصة ابو بكر. يوم قال الرسول سهيل بن عمر صار اسير قال عمر الرسول يا رسول الله عطني اياه وكلفني بس اخلع ايش انيابة ذولي الثنايا ذي ثنيته والله لا خلعها علشان ما عاد يقول في المسلمين شيء. قال لا يا عمر لعله اول شيء قال الرسول كلمة مهمة قال يا عمر لا تمثل به ما كان لنبي ان يمثل باحد فيمثل الله به. يا عمر لعله يقول كلمة تحمده عليها. واللي ثبت اهل مكة لما ارتد العرب انا قلت ان العرب ارتدوا بقيت مكة والمدينة الاسبوع الماضي ما قلت بقيت الطائف وثقيف ايضا لم ترتد ايضا فبقي هؤلاء لم يرتدوا عن الاسلام. اللي ثبت مكة على التردد اللي حصل عندهم سهيل بن عمر قال يا معشر قريش لا تكونوا اخر من اسلم واول من ارتد. وكانت كلماته مثل الصواريخ ومثل الرصاص فثبتهم عليه. شوفوا يوم بدر الرسول اسر في كم اسر من الكفار كم عدد الاسرى من المشركين لا اقل 70 اسر 70 من المشركين. يوم جاءوا الاسرى وش يسوي بهم الرسول؟ هذه اول معركة استشار الصحابة. جاء ابو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله اما انا ارى. يقول له الرسول ماذا ترى يا ابو بكر وش تشوف الاسرى؟ قال ابو بكر اما انا فارى ان تعفو عنهم او تفاديهم بالمال فانما هم اقاربك بنو عمومتك ربعنا اقاربنا انا اقول فدهم بالمال ولا اعف عنهم يا رسول الله.
فالتفت قال وش ترى يا عمر؟ قال اما انا يا رسول الله فاني ارى ان تملكني قريبي اقرب واحد لي رحمي جبه لي وقص راسه، وخل ابو بكر ياخذ اقرب الرجال له ويقول براسه، وخل علي ياخذ عقيل ابن ابي طالب ويقص راسه، وخل حمزة ياخذ العباس ويقص راسه. قال له ليش يا عمر؟ قال حتى يعلم الله ان ليس في قلوبنا هوادة مع المشركين. تبسم النبي سلم وسكت. فجلس النبي قليلا ثم جلس الناس يفكرون، الرسول بياخذ برايما راي ابو بكر ويعفيهم ولا راي عمر ويذبحهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس فقال ايها الناس ان الله، شوفوا حتى الرسول كيف يوازن بين الشيخين ويوازن بين الامة، يقول يا ناس ترى التوازن هو الصح. قال ان الله ليلين قلوب رجال فيه، الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون كاللبن طيبة صافية مثل البياض، حتى تكون كاللبن، وان الله ليقوي قلوب رجال فيه حتى تكون اشد من الحجارة. ثم التفت قال اما انت يا ابا بكر والله لا ارى الا ان الله لين قلبك، وانت ينطبق عليك قول الله كما قال عن ابراهيم قال فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم، وينطبق عليك يا ابو بكر ايضا قول عيسى عليه السلام ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. التفت على عمر قال اما انت يا عمر فوالله اني اراك قوي قلبك وقد قوى الله قلبك في الحق، شهادة، انت يا عمر قلبك قوي، واني لا اراك الا مثل نوح لما قال عن قومه ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. يقول انت مثل نوح عليه السلام، وان حالك ايضا كحال موسى عليه السلام لما قال واشدد على قلوبهم، لما قال ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. شفتوا الموازنة؟ هذه موازنة جعلها النبي بين الشيخين، بين ابي بكر رضي الله عنه وبين عمر، لان الامم قبلنا خطها واحد، نوح يحتاج القوة، اما امتنا فيها الاندماج، فيها قوة الرحمة مع قوة الحزم مع قوة. يا جماعة دينكم والله يا جماعة افتخر انك مسلم، ارفع راسك وقل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هذا الاسلام فخر، فخر للناس وفخر للمسلمين، وهذا التكامل حدث بعد غزوة بدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمات، خلصت غزوة بدر والسار في الاسرى، الاسرى بقوا ما بعد تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا فترة ايام. في هالفترة كان في اثنين من المشركين، واحد اسمه عمير بن وهب والثاني اسمه صفوان ابن امية، جالسين في الحجر، تعرفوا الحجر عند الكعبة، جالسين في داخل الحجر. يقول عمير بن وهب، ولده طبعا اسير مع الكفار، قال عمير بن وهب ان ولدي اسير واني لو اريد ادخل على محمد واقتله. يقول له يا صفوان تعرف انه لولا ديون علي ديون والله اودي اقضيها، ولولا عيال وراي خايف يضيعون، والا ذهبت لمحمد بسيفي هذا وقد سممته وقتلته وطلعت ولدي. قال كيف تقدر تدخل على محمد؟ قال انا ولدي عندهم ولي مدخل عليهم، واذا جيت قلت ولدي اسير ومعي فدية بيدخلوني على محمد. استغل صفوان الفرصة، قال جابها الله، قال اسمع يا عمير اما دينك علي ازهل دينك، خايف من الدين انا بقضيه، واما عيالك عيالي، وان كانك صادق خذ سيفك روح اقتل محمد. قال تكتم علي يعني سر بيني وبينك؟ قال ما عندنا احد، احنا في الحجر وجالس يطالع ما حولنا احد، اذهب فاقتل محمد واذا مت والله لقضي دينك وعيالك لقوم بهم انا مع عيالي. قام عمير بن وهب واخذ السيف وحشى هذا السيف سم ودس السيف تحت عباءته، ولما اقبل على المسلمين وجاب يدخل عليهم كان اللي ماسك الحراسة عمر، قال يا مرحبا وين؟ قال اريد محمد اللي افدي ولدي. قال اما والله اني ارى في عينيك الشر، والله ان عيونك ذي ما تدل على خير. يقول فامسكت به عمر بن الخطاب ولويت يديه، عمر ما عنده يذبح على الطريقة الاسلامية لا يلعب ولا يعرف اللعب، يقول كتف وخذ السيف. يقول فاخذته مع كلابيبة، شكل جر الرجال مع رقبته، يقول حتى دخلته وطاح في الارض عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لما دخل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟
قال هذا عمير بن وهب يا رسول الله، والله اني رأيت في عينه الشر وفعلت به ما فعلت. قال دعه يا عمر اتركه، تعال يا عمير، ما الذي جاء بك اليوم عندنا؟ ما الذي جاء بك اليوم عندنا؟ قال جئت يا محمد ولدي ابني عندكم اسير، وجيت ادفع له الفدية. طبعا اول ما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رحب بترحيبة ذلك الوقت، قال للرسول طبت صباحا يا محمد او انعم نعم صباحك، قال لهن او انعم صباحا، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لقد ابدلنا بتحية خيرا منها. قال وما هي؟ قال ابدلنا بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه تحية الاسلام وتحية اهل الجنة. واليوم لو بنتكلم عن السلام، هاي باي سيو وامور اول مرة نسمعها ونحتاج نعيد، لان حتى السلام يا جماعة اول شيء السلام اسم من اسماء الله. اثنين كانك تقول ترى لك مني السلام والامان والاطمئنان، وحنا شعارنا السلام. اتركونا من هاي وباي وسيو مع الكلام، تكلم بلغتك، اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. اما قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا اكمالها، وقل ومغفرته، ولا يا هلا ومرحبا الله يحييك، او ردها هي على الاقل. المهم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمير ما الذي جاء بك؟ قال جئت فدي ولدي يا محمد. وش قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اصدقني القول، ما هذا الذي جاء بك؟ قال ابدا، انا ما جيت الا ابغى ادفع الفدية واطلع ولدي. قال ليس ذاك يا عمير، اصدقني القول. قال لم اتي الا لافدي ولدي. قال له الرسول الم تجلس انت صفوان بن امية في حجر مكة، حجر الكعبة، نزل جبريل يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم في حجر الكعبة، وقلت لصفوان يا صفوان لولا ديون علي اريد قضاءها وعيال اخاف على ضياعهم لا ذهبت لقتل محمد؟ التفت قال والله ما كان عندنا احد يا رسول الله، ولكني اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبر عمر، عمر كبر قبل عمير، يقول عمر كبرت قبل عمير. والله يا عمير اسمعوا، شوفوا شوفوا الدين، لان المسألة ميد مصالح. قال والله يا عمير انك قبل ان تسلم ان الخنزير اكرمكم الله والمسجد ومن يشاهد، ان الخنزير عندي اطهر منك، ويوم ان اسلمت اليوم فوالله انك اليوم عندي اغلى من بعض اهلي وابنائي. هذا الولاء، هذه هي حقيقة التربية الذي ربى بها محمد صلى الله عليه وسلم اصحابه. اذا المعيار يا جماعة خلوا معيار حبنا للناس، كم عنده وش ساكن وش يركب، كم فلوسه وش وظيفته وش منصبه وش شكله. لا لا لا، معيارنا يختلف. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. طيب وش معيارك يا رب؟ ان اكرمكم عند الله وشو؟ اكثركم حساب، اكثركم مال، اعلاكم نسب، احسنكم مظهر؟ لا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. التقوى هي الذي قربت بلال العبد الحبشي، والتقوى لما تركها ابو لهب كان في نار جهنم. التقوى رفعت صهيب الرومي ورفعت سلمان الفارسي وطردت ابو جهل وهو من اصول العرب، لان المعيار في الاسلام هو لا اله الا الله محمد رسول الله. من مواقف عمر في غزوة احد، غزوة احد انا ذكرتها في السيرة النبوية، ما راح اذكر التفاصيل، اذكر الشاهد من القصة. غزوة احد تعرفون ما كانت، ما انتهت الغزوة بهزيمة المسلمين ولا بنصر المشركين، انتهت بفصل القوات. انفصلت القوات وكان صار في انكسار للمسلمين. الرسول كان فوق في الجبل ومعه ابو بكر وعمر وبعض الصحابة. تعرفون الصحابة لما اشيع ابن قمئة، ابن قمئة كافر، قال مات محمد وقتل ابو بكر وقتل عمر، اطلعوا الصحابة راه ذهبوا المدينة، خافوا على المدينة، ولا ليس جبنا ولا خوف. الرسول ما قتل والناس الرماة نزلوا من على الجبل، وكانت يعني ملحمة عظيمة. سورة آل عمران تكلمت عن المشهد وكيف ان الصحابة يعني انكسروا وحصل في نفوسهم الشيء الكثير. لكن سبحان الله العظيم، الغزوة انا كل ما ذكرتها اقول يجب ان يتعلم الانسان من الاخطاء. الغزوة هذه غزوة احد، ابو سفيان كان تحت في سفح الجبال. الان في اشاعة محمد مات، ابو بكر مات، عمر مات، هذه فرصتنا. بس ابو سفيان ما يقدر يقاتل لان قوته منهارة في بدر اولا وفي احد مات عدد.
قال ابو سفيان دعوني اتأكد هل مات محمد وهل مات ابو بكر وهل مات عمر. الصحابة فوق ما يشوفهم ابو سفيان، قال يا قوم، يناديهم ابو سفيان هو تحت، افيكم محمد؟ يعني محمد حي ولا مات؟ الرسول جالس والصحابة جمع، قال لا تجيبوه اسكتوا. يقول عمر سكتنا. قال افيكم ابو بكر؟ قال الرسول لا تجيبوه. افيكم عمر؟ يقول عمر فزيت، عمر ما تعود. قال اجلس يا عمر لا تجيبوه. ثم قال ابو سفيان كلمته الشهيرة، قال اعلو هبل، هبل صنم كانوا يعبدونه، يعني اليوم انتصرنا على اله محمد، اعلو هبل. قال الرسول الا تجيبوه؟ قالوا انت وتقول لا تجيبون، ايش نقول؟ قال الان يتكلم عن ربكم، لما تكون المسألة اشخاص الاسماء والناس يموتون، لكن لما تكون مسألة دين لا يختلف المعيار عند رسول الله. قال اعلو هبل، اسكتوا الصحابة للرسول يقول اسكتوا. قال الا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قالوا قولوا الله اعلى واجل. فقالوا الجبل كلهم الله اعلى واجل. الان ابو سفيان يبغى يتأكد الرسول حي ولا ميت، فقال ابو سفيان رد مباشرة بعدها، قال العزة لنا ولا عزة لكم. قال الرسول الا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال الصحابة الله مولانا ولا مولى لكم. يوم سمع ابو سفيان هالكلام قال ما يقول هذا الكلام الا محمد او ابو بكر او عمر، هالكلام ما يطلع الا من احد من الثلاثة، او محمد ما مات. يقول ابو سفيان، ابو سفيان تحت، يوم سمع الكلام تغير شيء معين. وهذا يدلكم يا جماعة على ان اخلاقنا وديننا يعرفونهم عباراتنا وجمهور، لذلك المسلم ما يحتاج انه ينتصر لا بعنف ولا بكلام بذيء، قل الحق وتنتصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه؟ قال لما قال الله مولانا ولا مولى لكم، قال ابو سفيان، اسمعوا كلمة ابو سفيان، قال يوم بيوم بدر، انتم خذيتوا حقكم مننا بدر وحنا اليوم خذينا حقنا منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه؟ قالوا شنو نقول؟ فعلا هو هزمنا الحين او انه كسرنا، وهذا كلام حق. قال قولوا له النبي صلى الله عليه وسلم لا سواء قتلاكم في النار يا ابا سفيان وقتلانا في الجنة. يوم عاد سمع هالكلمة قال والله ان محمد لم يمت، محمد الان حي، انا متأكد محمد وبكر وعمر تراهم موجودين. ثم قام عمر، فأذن النبي لعمر يتكلم، قام عمر رضي الله عنه من خلف الجبل وقال له كلمة، طلع، فلما طلع عليه قال له يا عدو الله، والله ان رسول الله حي، وان ابا بكر حي، وان عمر يحدثك حي. قال له عمر، قال ابو سفيان لعمر والله اني مصدقك لاني ما جربت عليك كذبا يا عمر، انت ما تكذب يا عمر، والله انك اليوم عندي اصدق من ابن قمئة، ابن قمئة هذا اللي طلع اشاعة ان الرسول مات، وترى بالمناسبة هو اللي ضرب النبي عليه السلام على رأسه لما سقط الرسول بالحفرة في غزوة احد. الرسول كان حفر له حفرة وغطوها، وكانوا يتوقعون ان الرسول سيكون قريب من جبل الجبل جبل احد في اسفله، لان الحدين حد الجبلين هي كموقع في الصورة الحقيقة لو تشوفون على الخريطة، هذا احسن موقع يكون القائد فيه. حفروا حفرة، الحفرة هذه سقط الرسول فيها، لحفرها ابن قمئة، حتى يوم طاح الرسول جاب السيف وجلس يضرب النبي بسيفه على رأسه وعلى خديه وعلى وجهه، حتى نشبت الخوذة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. القصة طويلة، شاهد الكلام، قال له ابو سفيان والله انك اليوم اصدق عندي من ابن قمئة لانك تقول هذا القول. هنا يا جماعة انا اقول القوة ليست عن تريح ولا هي بكلمات، القوة الحقيقية تأخذ القوة من جميع جوانبها. الرسول ايش قال؟ المؤمن القوي ايش؟ خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. القوة وش هي؟ مين فقط بدن، القوة قوة عقل، قوة دين، قوة التزام، قوة محافظة، قوة التزام بحجاب، قوة تربية الابناء، قوة رسائل يوديها الانسان، قوة عمل يعمله الانسان. اذا كانت هذه القوة متكاملة قامت. شوفوا في صلح الحديبية، انا طبعا جالس استرسل للوقت ضيق والمادة طويلة. صلح الحديبية الرسول طالع العمرة يبغى يعتمر، وهذه ايضا ذكرتها في السيرة النبوية، انا بذكر اليوم الشاهد اللي ذكرته سابقا لانه فصل فيه. وقريش جاية تتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام، ارسلوا من قلنا سهيل بن عمرو. لما جاء سهيل بن عمرو الرسول عنده حاجة، ركزوا معي، الرسول عنده شيء اساسي يبغى يصل اليه، يبغى الهدوء ولا يبغى حرب. ليش يا رسول الله؟ لان مرحلة الهدوء الان مهمة لنا
حتى يدخل الناس في الإسلام. لأن لحظة لما يكون الجو مشحون وحروب الفكر مشحون ولا في دخول في الإسلام. الرسول يبغى يهدي الوضع بأي حالة حتى يكثر المسلمين ثم يأتي الغلبة لهم إن شاء الله تعالى كما حصل في تخطيط النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاء سهيل بن عمرو ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام جلس يفاوضه. تعرفون المفاوضة أول شيء ما تعتمر يا محمد ترجع المدينة. كيف ما نعتمر؟ حنا محرمين وجايين للعمرة وتقول ما نعتمر؟ عمر والصحابة ما أعجب، قال هذه أول وحدة، قريش ما أخذتها هياط. يقول ما نبغاك تعتمر برؤيك، نبغاك تعتمر على مزاجنا، تروح والسنة الجاية ترجع تعتمر. قال النبي موافق. عمر يناظر يحترق، كيف وافق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الشرط الثاني، هي 15 بند بذكر لكم أهمها. الشرط الثاني يا محمد أن من يسلم من عندنا من الكفار يجيك ترجع أهلنا، واللي يجينا منك مرتد ناخذه ما نرجعه. قال موافق. عمر يا رسول الله كيف توافق؟ قال وافقنا. من الشروط يوم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال اكتب باسمك اللهم، ما نعرف الله حقك ذا، قال باسمك اللهم. من محمد بن عبد الله رسول الله، قال اكتب محمد بن عبد الله ولا تكتب رسول، لو آمنا انك رسول لآمنا بك. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم. الآن مفاوضات حول هذا المعنى. عمر بن الخطاب يشاهد المشهد رضي الله عنه وراح للرسول، قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ عمر قوي، قال بلى يا عمر. قال أليس هم على الباطل؟ قال بلى يا عمر. قال ففيما الدنيا في ديننا؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما رد على عمر. وعمر زعلان، وراح عمر لأبي بكر رضي الله عنه جميعا، قال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ نفس السؤال. قال بلى. هم على الباطل؟ قال بلى. قال ففيما الدنيا في ديننا؟ الرسول رد على 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 عمر بكلمة، قال يا عمر إني رسول الله مأمور من الله، أنا مأمور ماني بجيب شيء من راسي، وإن الله لن يضيعني. ويوم جاء عند أبو بكر رضي الله عنه قال له أبو بكر يا عمر هذا رسول الله وهو مأمور من الله فالزم غرسه ولا تخالفه، خلاص اللي يقول الرسول نرجع نرجع. قال يا أبو بكر حنا محرمين ورجعين بقوة، ليش نرجع ونقدر نقاتلهم وسنقتلهم؟ في هاللحظة شوفوا الفتنة كيف الله يبتلي المؤمنين. في هاللحظة سهيل بن عمرو جالس يكتب الآن مع الرسول، يكتب اللي يقول الوثيقة، وثيقة الصلح، صلح الحديبية. وفي هاللحظة جاء أبو جندل. من هو أبو جندل هذا؟ ولد سهيل بن عمرو، جاي من حاش من مكة. يا محمد آمنت بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. المسلمين فرحوا به، تعال تعال. قال سهيل لا، أول شرط ترجع ذا، أنهم كاتبين أنك ترجع المسلمين. قال الرسول دعه لي يا سهيل، دعه لي هذه المرة. قال لا دعه لك، هذا شرطنا ولا قطعنا الوثيقة. قال ارجع يا أبو جندل ما نقبلك. عمر يا رسول الله كيف نخذل المسلم؟ هذا مسلم نقول له يرجع وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ قال دعه يرجع. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبو جندل قال اصبر فإن لك وعد ترجع لنا، اصبر يا أبا جندل فإن لك وعد وسيجعل الله لك مخرجا. وخذوه قدام الرسول المسلمين وربطوه وجلسوا يعذبونه كناية بالمسلمين، يعني يقهرونهم أمام عيونهم. عمر ما متحمل الموقف، أبو جندل مربوط هنا، تخيلوا العمود هذا معليش مربوط هنا والنبي واقف قريب منه. جاء عمر خذ السيف حقه ومر جنب أبو جندل ومسك السيف يحركه كذا، عارفين انت بالموقف يبغى يهيضه، يعني هذا أبو جندل الآن خلنا نقول مربوط في العمود وماسك السيف يقول له إيه إن الرجل ليقتل أباه ويدخل به الجنة. يعني افهمها والقط السيف واذبحه. وأبو جندل يناظر ويقول إيه يعني افهم خذ سيفي، لكنه ما أخذ السيف ولم يقتل. فقال له عمر والله لو أن الخطاب أبوي حي وفي هذا الموقف يعني ما أسلم لأخذت سيفي وقتلته ودخلت به الجنة. قال له أبو جندل لما لا تقتله أنت؟ اقتله أنت يا عمر. قال كيف أقتله وقد منعني رسول الله؟ أنا منعت أنت ما منعت؟ والله إني لأستجيب يا رسول الله ولا أقول له سمعا وطاعة. لكن أبو جندل لم يستطع طبعا على قتل أبيه ولن يكون ذلك. يقول جيت عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر اصبر
فإنما هو فتح. طبعا القصة طويلة، ورجعوا الصحابة بعد ما نحروا وخلعوا إحرامهم وهم في الطريق، أنزل الله عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. جاء أبو عمر قال يا رسول الله أهو فتح؟ ما شفنا فتح، احنا رحنا لابن اعتمر وطردونا الرجاجيل وعودنا. قال اي والله انه لفتح. السنتين هذه سنتين الصلح اسلم فيها اضعاف من اسلم قبل الصلح. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه والله لا زلت اكثر، يوم شفت يقول الفتح فتح مكة، لا زلت اكثر من الصلاة والصيام والدعاء والصدقة وقراءة القرآن لعل الله ان يكفر عني في ذلك الموقف مع رسول الله. يوم جاء للرسول يا جماعة هو ما بغى شيء، غيران على الاسلام، يقول جالس اكفر غلطتي، وش نقول احنا على ذنوبنا؟ طيب اللي جالس يسب الليل والنهار ويزني مستمرا ويشرب الخمر ويضرب اهله ويسرق ويكذب ويفعل الافاعيل اللي يعاكس البنات وتعاكس الشباب، اللي ضيعت كثير من الحقوق والعفة والشرف، هذا ماذا يقولون هؤلاء؟ نقولهم الباب مفتوح. لكن عمر يقول استغفر من موقف كان هدفه الغيرة، الخوف، حب الإسلام، رغبته في العزة، لم يفعل معصية في تلك اللحظة، إنما أراد رضي الله عنه ذلك الأمر. شوفوا الموقف الآخر، راحوا يوم جاء فتح مكة، يوم فتح مكة أيضا مواقف عجيبة بعد هذا الصلح. أبو سفيان جاي بيتفاوض مع الرسول، تعرفونهم نقضوا العهد ولا لا؟ لما نقضوا العهد جاء الرسول خلاص سيأتي القتال، ابو سفيان قال بروح اتشفع اطلب، راح للمدينة، راح للمدينة قال رسول الله يا محمد لا يأتينا احد، وحنا اللي تبغاه نسوي، حنا اسفين اعتذرنا مما حصل. يوم جاء ابو سفيان وجاء معه العباس عند مدخل مكة بعد ما راح المدينة، طبعا في المدينة ماذا قال؟ قال من يشفع لي عند رسول الله؟ راح لابو بكر قال يا ابو بكر اسألك ان تشفع لي عند محمد وان تجيرني وتطلب منه انه ما يقاتلنا. قال ليس لي جوار لا جوار رسول الله، توكل على الله، اللي يقول رسول الله نمشي عليه. راح لعثمان قال نفس الكلام، جواري من جوار رسول الله. راح الفاطمة رضي الله عنها يا بنت محمد قالت جواري من جوار رسول الله، اتشفع عند امرأة؟ راح للرجال لا تجيني. قال بروح لعمر الباروق ملهم، يقول عمر جابك الله، مش انت غلطان انت اليوم. يوم جاء عند عمر قال يا عمر اشفع لي عند رسول الله، قال خسئت، اما وجدت الا انا الوحيد؟ قال والله ما خليت احد، يقول تركتك اخر واحد لاني اعرف شدتك يا عمر. هذا ابو سفيان يقوله اشفع لي عند محمد، قال اشفع فيما؟ قال الا يقاتلنا. قال والله اني ما زلت من يوم الفتح الى اليوم اقول اللهم اجعلهم ينقضون العهد، يقول انا ادعي عليكم حتى نجيكم ونقتلكم، تقول روح تشفع عند رسول الله، والله لو لم يخرج معي الا الذر النمل لقاتلتكم به يا أبا سفيان نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لما وصل المسلمون إلى حدود مكة جاء العباس ومعه أبو سفيان، العباس أسلم، أبو سفيان كان وقتها متردد توه ما بعد دخل في الإسلام، وقصة ذكرتها ارجعوا لها في فتح مكة ذكرتها بالتفصيل في السيرة النبوية. لما جاء العباس اللي واسك الحراسة، تعرفون رسول مع 10,000 بيدخل مكة، اللي ماسك الحراسة عمر موقفين كذا ومعه مجموعة من الصحابة، العباس قال لأبو سفيان تعال اركب معي على البغلة وانا بدخلك عند الرسول وتفاوض انت وياه. يوم مر البغلة مرت شاف عمر قال من العباس؟ تفضل. لحظة لحظة من وين معك؟ ابو سفيان متلثم قال هذا رجل في جواري يريد قبل. قال وقف بلا في جواري افتح من انت. يوم بك اللثمة قال اهلا انت، يقوله ابو عمر قال مرحبا بكبير الشرك والكفر، اعطني رأسك والله ما تفر من هالمكان. يوم طلع سيفه قال العباس يا عمر والله لو كان من ابن عدي، يقول لو انه من ربعك ومن قبيلتك من بني عدي والله ما فعلت الا لانه منا. يقول استحيت من العباس، قلت لا والله، وبكى عمر الان. قال لا والله يا العباس، والله لا اسلامك يوم اسلمت انت اني فرحت باسلامك وانت من بني عبد مناف أشد من أن لو أن أبي كان حيا وأسلم، فإن فرحي بإسلامك من فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما قصدتها يا العباس، والله ما قصدتها، يعني ما وقفت عشانه من بني عبد مناف. لكن ادخل، يقول يوم دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه، طبعا حدث بينه وبين النبي ذاك النقاش الطويل،
أبشوقكم ارجعوا لها في السيرة النبوية، نقصد المشاهدين، وانتم بعد ما تطلعون ان شاء الله ترجعوا لها. حصل النقاش، وتعرفون انتم عاد اسلام ابو سفيان، اسلام ابو سفيان طبعا حكاية، انا دائما اكررها القصة لان اشوف فيها عبرة بصراحة، لكن عسى الله يبارك في بقية الوقت. ابو سفيان لما جاء يسلم لحظة اسلامه كانت مشوقة جدا، والرسول نازل من باب الكعبة، هذا يعطيكم رسالة العفو. ابو سفيان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم هناك، يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ماسكه سيفين، يقول ان كان محمد الرجل فليقترب مني لأقطعنه بسيفي هذه. ابو سفيان كان قائد مكة، يوم اقبل عليه شاف الرسول ابو سفيان، شوفوا الحكمة، قال الرسول: ايها الناس، من دخل المسجد فهو امن، ومن دخل داره فهو امن. ابو سفيان واقف، ومن دخل دار ابو سفيان فهو امن. قال انا عدوه. قال عباس: سمعت وش قال؟ قال إيه؟ قال يقصدني. قال يقصدك. قال هذا في دين محمد؟ قال نعم، ان محمد ينزل الناس منازلهم. ونزل سيفه استحى، قال خلاص ما عاد وجه. ودخل النبي، القصه طويله، ثم دخلوا وحطم الاصنام. طبعا بعض الروايات الرسول كان يشير اشاره، وانا اميل لهذا الراي، ما يكسر بفاس، يشير فقط بيده ثم تتحطم الاصنام. قل جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. قال العباس، يقول ابو سفيان، قلت للعباس: اتراه يقبلني؟ شفتوا حن قلبه من موقف يا جماعة. قال نعم يقبلك. قال كيف يقبلني وانا طردته من بلده وهجرته وتكلمت عليه وقلت فيه الاقاويل؟ قال اذهب اليه وقل له ما قال اخوة يوسف ليوسف. قالوا ايش قال اخوة يوسف؟ قالوا: تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. جاء العباس والرسول طالع من الكعبة، قال: يا محمد اريد الاسلام. صد الرسول عنه وهو يلتفت، وسفيان ناظر العباس على الصفا، يقول له: كرر رحلة رحلة رحلة. ويرجع، قال: يا محمد اريد الاسلام. وصد عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزل من الكعبة وقف في وجهه، قال: يا محمد تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، تالله لقد عادها ثلاث مرات، وإن كنا لخاطئين. يقول نظرت للنبي فإذا بدموعه تنزل، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ويتذكر الصواب أبو سفيان وماذا فعل بالمسلمين، فنظر إليه قال: يا أبا سفيان لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، موقف العفو في موقف العز والتمكين. العفو عند المقدرة هذا أعظم مواضع العفو، لما تعفو وانت ما انت مقتدر يمكن تكون ضعف، لكن لما تكون مقتدر أن تنتقم وتأخذ حقك لكنك تعفو لوجه الله يكون الأمر هين. شفت قوة عمر بن الخطاب؟ رغم هالقوة لكن كان رقيق جدا. فيه خطان ثبت في سيرته وفي شمائله، في خطان اسودان هنا على خدوده من كثرة البكاء. وين نلقى هذه يا جماعة؟ مرة يمشي في سكك المدينة لما كان خليفة، وسمع واحد يقرأ: ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع، وطاح مغشي عليه. يقول الذهبي: فحمل عمر رضي الله عنه، بقي عمر مغشيا، بقي عمر يزار مريضا حتى سمع آية من آيات الرحمة. هذا عمر رغم قوته الا انه رجل، يقول تعرفون الدرة حقت عمر يضرب فيها اللي يخالف، يقول رفع الدرة بيضرب واحد من الانصار، فلما رفع الدرة عليه قال له: ذكرتك بالله ذكرتك بالله. يقول طاحت الدرة من يده، قال: ذكرتني بعظيم، اللهم اجعلني ممن عظمك يا الله. نكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي
الروح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أبعثه المقام المحمود الذي وعدته. أيضا من الأشياء لعمر اليوم موضوعنا الحقيقة طويل ويتحملون المشاهدين والإدارة كذلك، عمر بن الخطاب وافقه القرآن في أكثر من مرة، يعني يقول كلام وينزل القرآن يوافق عمر بن الخطاب. كان مرة يطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة وقال الرسول: يا رسول الله، أوليس هذا مقام إبراهيم؟ قال: بلى، هذا مقام إبراهيم. قال: لماذا لا تتخذ خلفه مصلى؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فوافق القرآن عمر. وش هذا الإلهام؟ ما هذا الرجل الذي يوافقه القرآن؟ كان عمر يشوف الناس يجون الرجال يطقون يدورون الرسول في بيته ما يلقونه، وفيه زوجاته، وغار عمر. قال: يا رسول الله، يدخل على نسائك البر والفاجر، يريدونك، يسألون عنك، ألا جعلت لهم حجابا يتحجبن عن الرجال؟ فأنزل الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فوافقها القرآن. وعمر رضي الله عنه ملهم، ولذلك كان عنده إحساس. النبي يقول: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون. شوفوا الحديث: كان في الأمم قبلكم محدثون، يعني عددهم كثير. وش معنى محدثون؟ يعني ملهمون من نور الله. كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي محدث فهو عمر. إذا فيه ملهم فهو عمر بن الخطاب. يلهم يعني يفتح الله عليه، يقول كلام ويطلب أمر فيوافق قوله مراد الشريعة فينزل القرآن بقوله. وهذا يعطينا دلالة. الأمم قبلنا كان فيها الزيغ كثير، وكانت الأمة تحتاج تثبيت إسلامها، لكن أمتنا كاملة، ديننا كامل، ما يحتاج لا أحد يحدثنا إلا من جاءت بالنصوص الصريحة في ذلك. ولذلك انتبهوا من الخرافين والكهانين والعرافين والمجانين والسحرة. دينكم كامل اليوم: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام مرة نزلت عليه آيات من سورة المؤمنون، وجلس يقراها الرسول على الصحابة، وبلغ قول الله جل وعلا: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فجعلنا المضغة عظاما فكسر العظام لحما، ويقرأ النبي الآيات: ثم أنشأناه خلقا آخر. قال عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين. فأنزل الله: فتبارك الله أحسن الخالقين. رجل يوافقه القرآن، هذا يدل على تعلقه بالقرآن رضي الله عنه. قال الرسول: يا رسول الله، ماذا تقول في خمرة يشربها العاقل الكبير؟ رجال واشتقلهم لمن يوم يشرب اكرمكم الله ذا الخمر سطلون هبل ونشوفه مثل البهيمة في الشارع. فانزل الله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. لكن عمر يبغى الخمر، طبعا حرم على مراحل. قال عمر: اللهم انزل علينا ما يوضح تحريمه. ما بعد اكتفى عمر. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال: اللهم اجعل لنا فصلا حكما، يعني أمر ينهي أمر الخمر. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يقول عمر لما سمعها قال: نعم، منتهون. وراحوا الناس وكبوا الخمر. يقولون من كثرة ما كب الناس استجابوا لأمر الله. شوارع المدينة كأنه جايهم سيل، كأنهم ممطورين استجابة الله من كثر ما كبوا الخمر. ولذلك أنا أقول: اللي يشرب الخمر ويتعاطى الحشيش ويشرب غير ذلك من مسميات المسكر بأنواعها، اتقوا الله، ضاعت بيوتكم وضاعت أحيانا شرفكم وضاعت عوائلكم وأسركم بسبب هذا الفعل. اتقوا الله، لا تكابر يا من تشرب، انت فهل أنتم منتهون؟ الآن أعلنوها صراحة: نعم،
استجابة لك يا رب، نحن منتهون ومستجيبون لأمر الله جل في علاه. مرة عمر بن الخطاب كان يلبس ثيابه، يوم فسخ ثوبه دخل عليه ولد شاب صغير طفل، فرأى عمر بعد صلاة الظهر قال يا رب اللهم أنزل علينا، شف اللهم أنزل علينا ما يحرم الدخول علينا في هالوقت، يعني على أساس ناخذ راحتنا. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. يا سلام يا جماعة، من يأتي برجل القرآن يوافقه يوافقه لأنه ملهم؟ جاهل يهودي عمر بن الخطاب في مكة في المدينة لما كان خليفة، قال له يا أمير المؤمنين لقد نزلت عندكم آية، والله لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لجعلنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا. قال وما تلك الآية؟ قال يا أيها الذين، قال قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال له عمر وما يدريك أنها عندنا عيدا، والله إنها نزلت على رسول الله في يوم عرفة في يوم الجمعة، عيدين مو بعيد واحد، لأنه يعرف قيمة القرآن ويتفاعل رضي الله عنه كذلك مع القرآن. اسمعوا هالآية، أنا طبعاً مسترسل عشان الوقت، اسمعوا هالآية وهذه تصلح لنا حنا لأنها حس في الأمة. لما نزل عن النبي قول الله جل وعلا في سورة الواقعة ثلة من الأولين وقليل من الآخر، هو من الأولين ولا الآخرين عمر؟ من الأولين. لما سمع ثلة من الأولين، ثلة كثرة، وقليل من الآخرين، حنا الآخرين، بكى عمر. وش يبكيك يا عمر؟ قال بكيت على هذه الأمة التي تكون أخيرة وتكون قليلة في آخر، يعني اتباع هذا الحق قليل. تضايق عمر، فأنزل الله جل وعلا بعدها في قصة أصحاب اليمين قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وضحك عمر وابتسم عمر وفرح للأمة، قال الحمد لله الذي جعل في الآخرين من هذه الأمة ثلة وليس قلة، وشكر الله لعمر وجمعنا بعمر وجزى الله عنا عمر خير الجزاء. ولذلك عمر رضي الله عنه يحب هذه الأمة ويفرح بها. من مواقفه أيضا حب النبي صلى الله عليه وسلم له، يقول عبد الله بن عمر يروي الرواية ولده، يقول مرة النبي يمشي مع الصحابة وأنا وأبوي واقفين، أبو عمر وولده عبد الله، يقول فسلم النبي قال السلام عليكم، قال وعليكم السلام، قال تعال يا عمر، يقول جيت فأمسك بي النبي بيده وشبك أصابعي بأصابعه. شفتوا المسكة شلون؟ يعني فيها نوع من الحب والحنان. يقول لا شعوريا قال عمر والله اني احبك يا رسول الله، يعني انت غمرتني بحبك وادبك وتواضعك، والله اني احبك يا رسول الله. قال رسول اكثر من مالك يا عمر؟ قال والله اكثر من مالي. قال اكثر من اهلك؟ قال اكثر من اهلي. قال اكثر من نفسك؟ قال لا. شوف الصدق والتجرد، لا والله ما احبك اكثر من نفسي. قال لا يا عمر، لا يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك وولدك وأهلك والناس أجمعين. يقول عبد الله فانزوى أبي، يعني راح الحالة شوي وجلس يفكر يناظر في السماء وجلس يبكي، ثم رجع قال والله إنك الآن أحب إلي حتى من نفسي يا رسول الله. قال رسول الآن الآن يا عمر. يقول عبد الله يوم رحنا البيت قلت لأبوي يا أبتي وش هالحب اللي قلبت في دقيقة يعني بسرعة وصرت تحب الرسول أكثر من نفسك؟ قال والله اني وقفت يا عبد الله وتذكرت امرين، سألت نفسي سؤالين اسألكم بالله اسألوها انفسكم انتم يا شباب، واللي شاهدني اسأل نفسك اياها وراح تعرف الحق من الباطل. يقول سألت نفسي السؤال الاول، قلت انا كنت على ضلالة، من كان السبب في هدايتك يا عمر؟ فتذكرت انه لولا الله ثم محمد لما اهتديت، فالحمد لله. يقول سألت نفسي سؤال، هل انا احتاج يوم القيامة نفسي اكثر ولا محمد؟ يقول تذكرت ان لازم احتاج عند الحوض ويشفع لنا وتحت العرش، واحتاج انه اذا دخلنا الجنة اني ما اكون في مرتبة اقل من مرتبته، انا ودي اكون عنده في الفردوس الاعلى ولن انالها الا بحبه. فقلت يا رسول الله والله انك الان احب الي من ولدي ونفسي ومالي والناس اجمعين. قال الان الان يا عمر. يا جماعة بعض الناس يحب عشيقة ويحب عشيقته بالتليفون، انت يا اهلي وعمري وطولي وعرضي، بل يقدمها حتى على دينه. كن ممن احب الله واحب رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نشهدك على حبك
وعلى حب رسولك وعلى حب عمل يقربنا الى حبك وعلى حب صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول مرة قال له ولده عبد الله: يا ابتي لو نسيت ما نسيت ما هي الكلمة او الموقف اللي ما تنساها من رسول الله بعد ما مات الرسول؟ قال: والله يا عبد الله لو نسيت ما نسيت لن انسى كلمة قالها لي رسول الله. قال: وش قال لك؟ قال: مرة كنت بعتمر وطالع العمرة فشافني الرسول قال: لا تنسانا من صالح دعائك يا اخي. يقول: لا تنسانا من صالح دعائك يا اخي. يقول: سماني اخوه. يقول: والله لن انسى هذه الكلمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوفوا الموقف مع الزوجات، لطف الجو شوي. الحريم من اول في مكة ما يرفعون الصوت على الرجال، يوم راحوا المدينة اهل المدينة فيهم نوع من يعني عندهم دبلوماسية، فاهل المدينة طيبة ورقة رضي الله عن الجميع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستجيبون يحاولون المرأة. يوم جلست حرمة عمر ترفع صوتها عليه، قال: او تراجعينني تردين علي؟ قالت: ليش ما راجعك؟ زوجات النبي راجعنا، وانا ما راجعك، حتى ابنتك حفصة تراجع. قال: يا دافع البلا، دافع البلا دي حقتي يا ابو فهد. قال: نعم. لانه بيجينا حين يقول تقول عبارات ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نتكلم ببلا. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم راح عمر يقول: رحقت حفصة ابغى اقول لها اياك ان تراجعي محمد، يعني لا تردين عليه. يقول: يوم جيت قلت: حفصة تعالي او تراجعين محمد؟ قالت: والله راجع. وكل حريمة يراجعنه ويبيت الليلة قد غضب علينا. تقولي من رأي ليلة وزعلان مننا. قال: اولا تخافي ان يغضب رسول الله، رسول الله ثم يغضب الله من غضب رسول الله فينزل الله فينا آية آل الخطاب تتلى الى قيام الساعة؟ قالت: ان النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه نساءه. ولذلك قال لها: يا ابنة الخطاب، يقول لها: لا تغرك صاحبتك، يقول لا تحطين نفسك زي عائشة، فعائشة اوضأ منك، يعني اجمل منك، واحب الى زوجها منك، احب النبي منك، وابوها احب الى رسول الله من ابيك، يعني لا تورطينا. عائشة وضعها خاص وانت لا تدخلين معه في شيء مبلك. حفصة لما رجع عمر جت مرة من المرات، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سارية جارية اسمها ماريا القبطية التي تسراها، اهديت له من من مصر، فاراد النبي مرة ان يراجعها يجامعها، ولا يوجد لها مكان، غرفة حجرة، وحاطها عند الانصار، واستأذنت حفصة مريضة، قالت: بروح اتمرض عند اهلي. قال: روعي فرصة. يوم راحت قال: جيبوا لي ماريا، فدخلها في غرفة حفصة، ورجعت حفصة في نفس الليلة. يوم جاءت الرسول توه مغتسل، قالت: ماذا تفعل؟ قال: نمت مع جاريتي. قالت: في حجرتي. طيب كان وديتها حجرة عائشة ولا حجرة زينب ولا ليش جايبها عندي؟ والله لو اخبرن الناس. قالت: اسكتي لا ترفعي صوتك. قالت: ابدا ساخبر الناس. قال: طيب لو اطلقها احرمها علي توافقين؟ قالت: حرمها. قالت: خلاص حرمها عليك وطلقها ولا علم احد. وحرمها. لذلك قال: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك، هذا سبب نزول الآية. وراحت حفصة علمت عائشة، وعائشة علمت زينب بنت جحش، وانتشر الخبر في المدينة، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، زعل. والحريم اقول لهم: سكتوا شوي، اسكتوا، لان ترى السر خطير، والله ترى اغلب اسرار البيوت تطلع بيني وبينك، لا تعلمين احد، ابشري، انت بغيت السر ينتشر قل بيني وبينك، اسرار البيوت تحفظ. فراح الموضوع وانتشر، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ابو عمر كان في مزرعته، له مزرعة في العوالي في المدينة، منطقة زراعية معروفة، وكان يجي يوم هو ويوم يجي شخص اخر يزرع هو يوم، عشان يعرفون الناس والشباب. الصحابة ما كانوا كل وقتهم في المسجد، صحابة يعملون. قال كلمة ابو فهد احنا في الطريق، قلت له: هذولي بشروا بالجنة. قال: بشروا بس اعملوا، عملهم ما كانوا نايمين. بعض عيالنا يبغى وظيفة على مكتب ومدير قسم ادارة وجالس حاط رجع على رجل، اشتغل يا مال العافية، قم تحرك اعمل وليكن في سبب. عمر يشتغل يروح ياخذ الفاس ويسعت فرجع جاء الرجل يطق الباب على عمر وهو في المزرعة، يقول: فضرب ضربا قلت قد غزتنا غسان الغساسنة. يقول: طلعت قلت: أو غزت الغساسنة المدينة؟ قال: الأمر أشد. قلت: أمات رسول الله؟ لن طقت تخوف. قال: لا، لقد غضب رسول الله على زوجاته وطلقهن كلهن. قال: إني قلتها لحفصة، والله إني معلمها.
ما يدري. يقول عمر انطلق يقول يوم دخلت المسجد لقيت بعض الصحابة عند باب عند المنبر يبكون. قلت أين رسول الله؟ قالوا خرج إلى تلك الصومعة فوق في المشربة التي كان يجلس فيها عليه الصلاة والسلام، فصعد. يقولون فاعتزل الناس. أطلق؟ قالوا ما ندري، هو اعتزل وطلع. وذهب النبي عمر بن الخطاب يبغى يدخل عليه. يقول فلما جاء كان في أحد الموالي عند الباب فاستأذن أن يدخل. قال اصبر بستأذن لك رسول الله. يقول دخلت نسيت اسمها الآن، أحد الموالي كان على بالي ونسيت اسمها، من يذكره يذكرني. الشاهد من الكلام يقول فكان النبي وضع يده تحت رأسه. يقول فلما وضع يده تحت رأسه دخلت عليه، قلت يا رسول الله إن عمر يستأذنك أو يدخل. يقول ما رد على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نظرت إليه يدمع بس يبكي. طلع قال له يا عمر إن الرسول ما رد علي يبكي، ارجع لا تورطنا. راح. يقول نزل عمر، يقول رجع مرة ثانية، يقول قلت له استأذن لي رسول الله. يقول دخل نفس الموضوع. يقول يوم جيت المرة الثالثة قلت له استأذن لي رسول الله أريد السلام عليه، والله ما أسأله عن حفصة. يقول أبغى الصوت يصل عشان يسمعني الرسول. يقول فدخل يستأذنه وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي. يقول ما أذن، قال الرسول ما أذن. يقول يوم مشيت شوي ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، نادى المولى قال إذن لعمر يدخل. عمر عمر تعال، سمح النبي أن تدخل عليه. يقول فرجعت. يقول يوم رجع يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم جالس على حصير وقد أثر في جنبه وعنده حفنة من شعير يخلطها بماء ثم يأكلها. يقول فتأثرت قلت يا رسول الله قيصر تنام على الوثير والحرير ولها دنيا وانت جالسنا. قال يا عمر لهم الدنيا ولنا الآخرة، اجلس يا عمر. يقول ناظرت الرسول زعلان وأثر الدموع على عينيه وش أقول، لازم أنا عندي حكمة. قلت يا رسول الله هون عليك، يبدي لك الله خير منهن، النساء غيرهن واجد، ما يدره مطلق ولا لا ما طلقهن، عسى ربه إن طلقكن أن يبدي له خير من اشتكر مؤمن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سيحات ثيبات وأبكارا. يقول لا تخاف يا رسول الله، أنا معك وربك معك وجبريل معك، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات، وذكر الآية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يا عمر. قال يا رسول الله تذكر يوم كنا في مكة والله المرأة ما تقدر تنفس ولا تناظر فينا، ويوم جينا المدينة سارت المرأة تركب علينا هكذا. يقول ضحك الرسول تبسم. يقول شفت أنيابها انبسط، يوم شفت ضحك استغليت قلت يا رسول الله أطلقت حفصة؟ يقول توك تقول ما نبقى. قال لا ما طلقتها. فانتشر الخبر. يقول عمر فأخذت أدور على بيوتات أمهات المؤمنين. شوفوا غيرة عمر على النساء وحبه ما هو فقط الحفصة، ويقول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يقول النساء جلس زوجات الرسول يبكين من ذلك الموقف، لأن عمر ملهم ويفكر أيضا بهذه الأمة الكبيرة. ولذلك الصحابة كانوا يسيرون على هذا المبدأ وهذا المنشأ. أبو موسى الأشعري يقول جيت مرة أدور الرسول في بيوته ما لقيته. قالت لي عائشة إن النبي ذهب على هذا الاتجاه، يقول شرق المدينة. يقول رحت أدوره، يقول فوجدته عند بئر أريسة، بئر موجود وعليه حائط زي السور. يقول يوم جيت ما ادري الكاميرا بتطلعنا لا، يقول لقيته جالس مدلي رجليه رافع ثوبه مطلع نصف ساقه زي اللي يقعد عند جال بحر ولا شيء ويغطس رجوله في الماء. يقول ناظرت فيه ولا حبيت ازعجه. يقول رحت وقفت عند الباب. يقول ابو موسى الاشعري فقلت لنفسي ساعين نفسي بوابا هنا لا يدخل عليها احد ابد. ايش قصده؟ يقول شفت الرسول مبسوط ومستانس ما بي احد يعكر عليه الجو. يقول وقفت عند الباب. يقول شوي الا جاء ابو بكر قال ابغى ادخل. قلت ممنوع. يقول ما حد حطني انا من راسي. قال كيف ممنوع؟ قال ما تدخل، تبغى تدخل بروح استاذن لك رسول. قال ابو بكر طيب روح استاذن ما بجلس. وجلس ابو بكر. دخل ابو موسى قال يا رسول الله والله اني رايتك تجلس في هذا المشهد يعني في هذا الشكل واردت ولا اردت انا يدخل عليك احد يزعجك فعينت نفسي بوابا لك. فضحك النبي زي اللي يقول بسلامتك. قال والان جاء ابو بكر تسمح لي ادخل عليك؟ قال ائذن لابي بكر وبشره بالجنه. وراح قال ابو بكر الرسول يدخل ترى يبشرك بالجنة. يقول بكر فجئت فقبلت النبي، الرسول جالس على يمين على في النص، وجاء ابو بكر جالس على يمناه، سوى نفس الحركة ورفع ثوبه
ونزل رجوله. يقول شوي لا جاء عمر، شوف الله كيف جمعهم في الدنيا وسيجمعهم في الآخرة. يقول يوم جاء عمر ابن الخطاب، قلت لحظة يا عمر، يقول أنا خاف من عمر بموسى، يقول عمر قوي، يقول خفت يعطيني بوكس ولا يضربني. قال ممنوع ما تدخل، طبعا بوكس من عندي ذي عشان بعد ما أي نعم. يقول فجاء عمر، يقول فلما أقبل عمر رضي الله عنه قال انتظر يا عمر أبا استأذن لك رسول الله. يقول يا رسول الله جاء عمر يدخل، قال ائذن له بالدخول وبشره بالجنة. هذا المشاهد، قال يأذن لك رسول يبشرك بالجنة. يقول جاء فجلس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر على اليمين وعلى يسار. يقول رفع ثوبه ونزل رجليه. يقول ثم جاء عثمان، يقول عثمان يستحي حي، يقول أنا أستحي من عثمان، يقول والله إنه يكلمني وعيناه في الأرض. شوف الحياء والأدب يا جماعة. قال عثمان أتأذن لي؟ هو اللي استأذن عثمان ما بغى يدخل. قال نعم استأذن لك رسول الله. قال يا رسول الله إن عمر عثمان يستأذن يدخل عليك. قال ائذن لعثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه في الدنيا. يقول فأول مرة يقول لي بلوى، ائذن له بالجنة وبس. قلت يا عثمان إن رسول الله يبشرك بالجنة ويأذن لك على بلوى تصيبك. قال الله المستعان الله المستعان الله المستعان. يقول دخل عثمان ورفع ثوبه وجلس على يمين عمر على يسار عمر. يقول طلعت ابو موسى يقول يا رب يجي اخوي فلان، يا رب يجي عشان يبشر رسول بالجنه، الرسول يوم يبشر بالجنه ما باع بالكوم الا اليوم فرصه. يقول شويه الا جاء علي بن ابي طالب فاذن له وبشره كذلك بالجنه. يعلق الحسن البصري يقول جمعهم الله في الدنيا وكان الله رتب خلافه الارض تنتقل من محمد الى ابي بكر ثم الى عمر ثم الى عثمان ثم الى علي رضي الله عنه وارضاه. ايضا من المواقف، يقول الصحابة كنا نسمع الرسول يقول أكثر من مرة أنعم بأبي بكر من رجل وأنعم بعمر من رجل. يا جماعة يعني كلمة نعم لو تسمعها من واحد ما تعرفه طار بها الرجال فرح، فكيف لو قالها لك رجل له قيمة؟ كيف لو قالها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ أنعم به. وقال الصحابة والله إنا كنا كثيرا ما نثني على أبي بكر وعمر ونقول سيدنا أبو بكر وعمر والنبي يسمعنا ويبتسم ولا يقول لنا شيء. عمرو بن العاص يقولون طبعا الرواية صحيحة لكن اختلفوا هل هي يوم الهجرة يعني يوم هاجر عمرو ولا بعد غزوة ذات السلاسل. أنا والله أعلم أقول أنها كانت قبل ذات السلاسل، كانت في الهجرة. بعض المؤرخين والسير يقولون كانت بعد غزوة ذات السلاسل. عموما أيا كان وقتها، يقول عمرو بن العاص جيت للرسول والصحابة جالسين، الرسول من كثر ما يعامل صحابته بتعامل حلو كل واحد يحس انه احب واحد عنده. قال عمرو بن العاص سلمت على الرسول، قال والله اني لا احبك يا عمرو. قال الحمد لله. يقول جلست قلت يا رسول الله من احب الناس اليك؟ يبغاه يقول انت تو يقول احبك. قال احب الناس الي عمرو عائشة. يقول نزلت راسي. قلت لا انا ما اقصد من الحريم من النساء، اقصد من الرجال. قال ابوها. شوفوا يا انا اقول لخواتي والنساء يشوفوني الان، شوفوا الرسول قال عائشة رقم واحد، بعدين لما قال من الرجال قال ابوها، ابوها الضمير لها ما قال ابو بكر، ايضا هذا قيمة اخرى تضاف للمرأة. قال ابوها. يقول قلت هذا رقم اثنين. قلت انا لا يا رسول الله، ومن بعد ابو بكر؟ قال عمر. قلت ومن بعد عمر؟ قال عثمان. يقول هو انا قلت يمكن الخامس. قلت من بعد عثمان؟ قال علي. قلت شكلي السادس. يقول جلس يعد حتى وصل 21 شخص ما بعد قال اسمي. يقول فسكت بعدها. هذا الحب الذي اعلنه الرسول عليه الصلاة والسلام الى عمر ابن الخطاب. يا جماعة الحسن البصري يقول كلمة عن عمر جميلة بقولها لكم. يقول الحسن البصري، الحسن البصري يتخيل، يقول لك اني يوم القيامة، هذا الحسن البصري يقوله، وكأني بالاسلام يأتي يتصفح وجوه الرجال. الاسلام تخيل الاسلام انسان مجسد ويمشي يشوف وجه الاول. يقول يتصفح وجوه الرجال فيقول يا رب هذا نصرني، يا رب هذا خذلني، يا رب هذه المرأة نصرتني، يا رب هذه خذلتني. الاسلام يتكلم. يقول فاذا بالاسلام يأتي عند عمر فيقول يا رب، يا رب اسمعوا ما قلت، كنت غريبا حتى اسلم هذا الرجل، كنت غريبا حتى اسلم عمر. يا جماعة يا جماعة لو تصفحنا مو بالاسلام، لو المسجد اللي جنب بيتك ما بينك وبينها الا عشرات الخطوات يتصفح انت تصلي خمسة فروض في وقتها ولا لا؟ كان سجلنا الطوام والمصايب. يا جماعة لو جلسنا نفتش جوالاتنا الان لدخلنا على بلاوي ومصايب الا من رحم الله، في روابط وفي محافظ خاصة. انا اقول العودة الى الله
تنطلق إذا عرفت قيمة هذا الإسلام. يقول النبي: قمت ذاك اليوم فرأيت في المنام، صلى الفجر والتفت على الصحابة، قال: رأيت في المنام كأني بقصر عظيم في الجنة. الرسول يقول شفت في المنام أني داخل الجنة، ومررت على قصر كبير. شوفوا لاحظوا، أبغاكم تنتبهون. يقول: فقلت للملائكة: أهذا لي؟ من جمال القصر يقول الرسول: هذا القصر قصري؟ الرسول يقوله. قالوا: لا يا رسول الله، إنما قصرك أعظم من هذا. يقول: فإذا بجوار القصر جارية حرمة من حريات الجميلات، قلت: قصر من هذا؟ قالوا: هذا قصر عمر بن الخطاب. يقول: فصددت بوجهي، ما أبغى أشوف الجارية. قال عمر: لما يا رسول، ليش لفيت بوجهك؟ قال: خشيت أن أرى الجارية وأنا أعرف غيرتك يا عمر تغار على النساء. قال: أو منك أغار يا رسول الله؟ القصر شابه الرسول في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة: رأيت رجلا يتوضأ بجوار القصر في الجنة، وهذا الرجل فوليت. يقول: رأيت رجلا في الجنة يتوضأ عليه الصلاة والسلام، أو رأى الجارية تتوضأ بجانب القصر في القصة الأولى. ثم قال رضي الله عنه: رأيت في المنام أن الناس يعرضون علي. بوقف وقفة بسيطة. أنت يا أخوي أبو غربي، وأنت يا أبو فهد، وأنت يا راجع، وأنتم جميعا، ومن يشاهدني، تخيل الآن أنك تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. أسألكم بالله، تخيلوا هاللحظة، تخيل الآن يوم القيامة وأنت جاي باسمك، أنت يا بدر المشاري، وأنت يا اللي تشاهديني الآن واقف أمام الرسول. يقول: رأيت الناس يعرضون علي واحد واحد، وعليهم قمص، كل واحد لابس قميص. والشكل يا رسول الله؟ قال: فمنهم من يصل إلى ثدييه، قميص ما حتى غطى بطنه، ومنهم من يرتقي أعلى من ذلك، ومنهم بس عند رقبته زي الزرار، ومنهم من يأتي عريانا. يقول: فإذا بعمر ناظر، فإذا به يلبس قميصا يجره خلفه، عليه قميص مساترة مغطيه عمر. يقول الصحابة: فبما أولت ذلك يا رسول الله؟ نبغى نعرف التأويل. قال: أولت القميص بالدين. عمر دينه كبير، دينه كثير، إيمانه بالله قوي. والرسول يقول: يأتي يوم القيامة من يلبس القميص يستدي هنا، ومنهم من أقل من ذلك، ومنهم من يأتي عريان. يا رجل أسألك بالله، وأنت وأنا، لو تقف الآن تقضي حاجتك أكرمك الله، ويفتح عليك أحد الحمام قمت فزيت، ما تبغى أحد يشوف عورتك، كيف يوم القيامة يقف الإنسان عريان؟ ما في شيء يغطيك. اللي يسترك الدين، ولذلك قال الله: ولباس التقوى ذلك خير. اللباس هذا الثوب يسترك في الدنيا، والتقوى لباسك في الآخرة، تسترك يوم القيامة. من كثرت تقواه وإيمانه جاءت واللباس والقميص اللي يستره يوم القيامة. طيب اللي تكشفت وتعرت، والتي نطلت الحجاب أصلا في الدنيا، ولا في طاعة ولا إيمان، كيف سيكون حالها؟ ولذلك المؤمن العاقل اللي يلبس اللباس الحقيقي هنا بالإيمان والعمل الصالح وبما يرضي الله، أول النبي عليه الصلاة والسلام القميص بالدين الذي يجر خلف عمر. ولذلك النبي قال لعلي، قال لعمر: يا عمر، إني لأحسبك أن الله يجري الحق على قلبك وعلى لسانك يا عمر، فأنت فاروق يفرق بين الحق والباطل. يقول حذيفة، واختم، حذيفة بن اليمان، حذيفة كان أمين السر حق النبي، لكن وش ائتمنه عليه الرسول ما تدرون؟ ائتمنه على حديث الفتنة، كل شيء بيصير في الأرض علم بحذيفة. قال: يا حذيفة اسمع مني، وإذا مت قل ذلك للناس. لذلك تجدون في البخاري وفي مسلم في كل كتب الحديث أغلب من يروي أحاديث الفتن هو حذيفة. قال: فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة عمر، جمعنا عمر وقال: يا حذيفة، حدثنا بما كان يستأمنك رسول الله عن الفتن في آخر الزمان. يقول: فقلت له: فتنة الرجل في بيته، فتنة الرجل في أهله، عندنا فتن، تفتنك حرمتك، يفتنك ولدك، يفتنك المال، المال والبنون، وذكر الله: إنما أموالكم أولادكم فتنة. قال له عمر: لا 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 لا، ما عن هذا سألتك، فهذا يكفرها الصلاة وتكفرها الصدقة وتكفرها الصيام والطاعة، ما سألتك عن هذه، سألتك عن فتنة تموج في الناس ويحتار العاقل واللبيب. يقول عمر، يقول حذيفة: فخفت أن أقول كلاما يؤذيه. قلت: يا أمير المؤمنين، ما شأنك وشأن الفتنة؟ يعني وش تبغى بالفتنة؟ أنت تموت قبلها. شلون تموت قبلها؟ يقول عمر رضي الله عنه: فالتفت إليه
قلت ماذا قلت؟ قلت يا أمير المؤمنين ما شأنك وشأن الفتنة؟ إن بينك وبينها بابا مسدودا. عمر وقف جالس في القصر يعني في بيت الخلافة أقصد، فوقف قال مسدودا، ثم جلس يبكي. الصحابة ما فهموا، ما يفهمون ايش الباب، لا ما فهموا. قال بابا مسدودا، قال أسألك بالله يا حذيفة أيفتح الباب أم يكسر الباب؟ قال يكسر يا أمير المؤمنين. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقام يبكي وترك الناس. قالوا الناس يا حذيفة وش الباب وش الفتن، احنا ما فهمنا شيء. قال إن الباب هو عمر رضي الله عنه، يكسر يعني يقتل، وإذا قتل عمر جاءت الفتنة على الأمة. يعني كأن حذيفة يقول تأتيكم الفتنة مثل السيل وتدخل عليكم من بعد مقتل عمر. وصدق رضي الله عنه، بل صدق الصادق المصدوق عليه السلام. فيكسر الباب بموت عمر رضي الله عنه وارضاه، وتكون هذه الساعة. ولذلك انت حامي يا عمر، في حياتك كنت تحمي الامة من الفتن. اسألكم بالله، من منا يستطيع يكون باب يحمي فتنة عن نفسه، عن جوالك، عن بنتك؟ اقول للشباب اللي يعاكسون البنات، اتق الله في ابنة رباها ابوها 20 سنة واكثر من ذلك عفة وطهر. تكسر باب فتنة على هذه المسكينة وعلى هذا البيت بنزعة شيطانية. وشهوة حيوانية لا تعرف فيها قدرا لا لله ولا لكتابه ولرسوله، ولا بعد ذلك الى ايمان ولا نخوة ولا مروءة. فانا لله وانا اليه راجعون. عمر رضي الله عنه هو الذي يكون بابا لهذه الامة. فرضي الله عن عمر ورحمه وجمعنا به في جنات النعيم. يذكر ان امرأة تقول لما مات عمر خرجت تسير في السكك، قالت وا عمر، تقصد يعني حسافة وحصرها على عمر. قال الناس لا تذكري عمر بهذا. قالت والله كسر الباب بيننا وبين الفتن، كسر الباب بيننا وبين الفتن. ومن المواقف الاخيرة، النبي كان يجلس مرة مع النساء، والنساء ارتفعت اصواتهن عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولما ارتفعت الاصوات عمر ما عجبه الموضوع. فدخل عمر، فلما سمعنا النساء صوت عمر ابتدرنا الحجاب. الحجاب يعني حطوا بينهم وبين عمر حاجب يحجبهم عنه، وخفضنا اصواتهن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر ان النساء ارتفعت اصواتهن عندي، فلما دخلت انخفضت اصواتهن وابتدرن الحجاب. قال لهم عمر ويحكمنا اليس رسول الله اولى بان تهبنه، يعني تكون له الهيبة. قالوا انت غليظ فظ، يعني انت قوي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر والله ما رآك الشيطان تمشي مع فج او تسير مع سكة الا مشى مع سكة اخرى وفج اخر. الشيطان يخاف من عمر. وبعطيكم سر، بعطيكم خلطة ايمانية، تبغى الشيطان يفر منك اكثر من الحسنات. لان الشيطان اذا بدأ يوسوس للمؤمن هذا الوسواس يزيد المؤمن حسنات. الشيطان يبتعد عنك حتى لا تزيد حسنات. والله يقول ان الحسنات يذهبن ايش السيئات، فاكثروا من الطاعات لتطردوا هذا الشيطان فاذا طرد. اخيرا قال النبي اني رأيت في المنام انه وضع ميزانان، فوضعت امتي في كفة ووضعت انا في كفة، فرجحت انا وطاشت امتي، ثم وضع ابو بكر في كفة والامة في كفة فرجح ابو بكر وطاشت الامة، ثم وضع عمر في كفة والامة في كفة فرجح عمر وطاشت الامة. فرضي الله عن ابي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن سائر صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. نكتفي بهذا القدر ما شاء الله، ونلتقي إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. عمر بن الخطاب طبعا تحدثنا عن التعريف به رضي الله عنه وأرضاه، ونقول الآن حينما تولى الخلافة، ذكرنا في قصة أبو بكر الصديق وسيرته كيف تولى عمر بن الخطاب الخلافة. الصحابة
ترى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما قال يلي المسلمون بعدي عمر، وكانت المسألة واضحة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع كثيرا الصحابة يقولون أنعم بأبي بكر وأنعم بعمر، وكان يقولهم النبي من أحسن الناس بعد رسولكم، فيقولون أبو بكر وعمر، والرسول يتبسم ما نهاهم، وهذا فيه دلالة ذهنية أصلا، بل دلالة واقعية شرعية عقلية نقلية، أن أبو بكر ثم عمر هم أفضل الصحابة، بل هم أفضل الدنيا بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فجاءت خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم مهد للناس نعم الرجل أبا بكر ونعم الرجل عمر، ويثنى على أبي بكر وعمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم. أول ما تولى عمر الخلافة الناس خافت، لأن شخصية عمر قوية. قالوا الناس كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا وأبو عمر رضي الله عنه شديد، يعني والرسول موجود شدة عمر ظاهرة، ثم أصبح أبو بكر خليفة ولا زالت شدة عمر كما هي، بل ازدادت شدته. واليوم وقد صار أبو بكر هو الخليفة، فماذا عسانا أن نفعل؟ اليوم هو الخليفة، يوم أن صار عمر خليفة فماذا عسانا أن نفعل؟ لدرجة أنهم كانوا إذا شافوه في الطرقات ينحاشون عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا أقبل على الأطفال يركضون، ومنهم اللي يتعلق في ظهره، ومنهم اللي يتمسك في صدره رضي الله عنه وأرضاه. أما عمر كان الرجال أهل الشوارب على ما يقولون يخافونه ويهابونه، وكان هذا الموضوع مسبب قلق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وانزعج عمر فقال اجمعوا الناس. فقام المؤذن قال الصلاة جامعة، طبعا إذا قيل الصلاة جامعة معناته في أمر مهم، والخليفة يبغاكم الإمام في قضية ضخمة. يوم اجتمع الناس وحاول عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يقف على المنبر، يقول عمر بن الخطاب اجتمع الناس، المنبر حق النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، يقول فلما صعدت على الدرجة الثالثة تذكرت أني لست أهلا لها، هذا من تواضعه رضي الله عنه، قال تذكرت أنني وقفت في درجة النبي فنزلت الدرجة التي تحتها، فقلت تذكرت أبا بكر فقلت والله ما أنا بدرجة أبي بكر حتى أقف هنا. يقول نزلت الدرجة الثالثة، يقول فلما نزل إلى الدرجة الثالثة قال أيها الناس اسمعوا الخطبة. وهذه أنا أقول هي فلسفة الحكم، وهذه بالمناسبة رسالة أرسلها إلى حكام الدنيا كلهم، أرسلها إلى من يريد أن يقيم العدل والحق. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيها الناس إني قد بليت بكم وابتليتم بي، وأعيد هذه هي فلسفة الحكم، ترى الحكم امتحان واختبار للحاكم وللمحكوم كلهم. ثم قال أيها الناس إن للإسلام حائطا منيعا، الإسلام له حائط جدار منيع، وبابا وثيقا، فحائط الإسلام العدل وبابه الحق، ولا يزال الإسلام منيعا ما دام الحائط وثيقا والباب منيعا. والله يقول عمر من ظلم منكم واعتدى على صاحب حق لأضعن خده على التراب ولأضعن رجلي على خده الثاني. ثم قامت الناس يقول لهم هذا الحق، بس اسمعوا ايش بده يقول لهم، يبين لهم ان الخوف اللي انتم ترونه مني انا لست كما تظنون. ايها الناس اني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت عبده وخادمه، يعني انا مثل العبد عنده حبا وخدمة له، فكان النبي ألين الناس وأرق الناس، فقلت أضع شدتي مع لينه، يعني شدتي أمزجها بلين النبي حتى أضع شيء من التوازن. ثم قال فأكون سيفا مسلولا بين يديه صلى الله عليه وسلم، إن شاء أغمدني وإن شاء تركني فأمضي لما يريد. فلم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام غير ذلك، يعني ما قال أكثر مما شافني عليه، ويعلم الله أنها بقيت نيتي على ذلك حتى توفاه الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وهو راض عني. ثم ولي أمر المسلمين أبا بكر فكنت خادمه وعونه، هناك قال عبده وخادمه، قال فكنت خادمه وعونه، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أيضا كرسول الله رقيقا طيبا لينا. قال فقلت أخرج شدتي
أخرج شدتي لتختلط بلين أبي بكر رضي الله عنه وأنا سيف مسلول في يده، إن شاء أغمدني وإن شاء أمضاني. ثم قال رضي الله عنه: وما تغيرت نيتي على ذلك حتى توفاه الله وهو راض عني. يا جماعة، والشخصية عمر هذا الشخص اللي جالس يسوي المعايير وهذا الميزان وهذا التوازن، هذه شخصية عظيمة. ثم قال رضي الله عنه: أما وإني قد توليت أمركم. الحين أنا الخليفة، أنتم تقولون أنكم تورطتوا، وأنا أقول أنكم بوليتم بي وأنا بوليت بكم، فاعلموا أن هذه الشدة قد أضعفت إلا عما ذكرت لكم. إلا قبل شوي، اللي يظلم أحد والله لا أخذ الحق منه، وأضع خده على التراب ثم أضع رجلي على خده الثاني ولو كان من أهل بيتي وأولادي. هذه قاعدتي اللي يجب أن تفهموها وأن تسيروا عليها. ثم قال رضي الله عنه، اسمعوا الكلمات اللي والله تكتب أيضا بماء الذاب، أعطاهم الجزء الأول هيبة الحكم، هيبة القيادة، هيبة الخلافة. ثم قال لهم: أيها الناس، إن لكم علي خمسة أمور، يقول أنا وضعتها على نفسي، إذا رأيتموني حدت عنها فأمسكوني وذكروني. خمسة أشياء عهد علي وشرط بيني وبينكم. قال: أولها ألا آخذ من أموالكم شيئا. أنا ما جيت آخذ من بيت مال المسلمين شيء، ماني بحرامي ولا بمفسد ولا صاحب أخذ الأمال. وليس لكم عندي إلا درهمين، أباخذ كل يوم درهمين، درهم للغداء ودرهم للعشاء لي ولأبنائي، وهذه البغلة التي ترون ووالله ما أزيد عليها، فما زدت فهو حرام علي كحرمة مال اليتيم. هذا الأدب. هذا الآن يعطيك موازنة فيما يتعلق في المال، يقول هذه ذمتي، شوفوا ترى عندي درهمين باخذها كل يوم وهالبغلة اللي باخذها، وقال لهم أيضا: وكسوة أكتسيها في الشتاء وكسوة أخرى في الصيف، ثوب في الصيف وثوب في الشتاء، وأما غير ذلك فحرام علي حرام كما حرم الله مال اليتيم. طيب وش الثانية يا عمر؟ قال: ولكم علي أن أنفق أموالكم فيما يرضي الله ويرضيكم. لأن بعض الناس يمكن يقولون: طيب ما راح تأخذ الأموال لكن راح تلعب فيها وراح تحطها ملاهي لعيالك. قال: لا لا لا، اطمئنوا، أنا سأصرف الأموال فيما يرضي الله ويرضيكم. ثم قال: ولكم علي أن أزيد في أرزاقكم. يا جماعة شوفوا النظرة الحضارية، يقول: أنا عارف الناس وش تبي، الناس تبغى فلوس، الناس محتاجة، أنا والي وحاكم، حق الناس علي أن أعطيها. قال: ولكم علي أن أزيد في أرزاقكم وأن وسع عليكم فيها. أنت يا عمر زاهد على نفسك، لكن على الناس، الناس تريد أن تأكل وأن تشرب وأن تلبس وأن تسكن. قال: سأوسع عليكم في أرزاقكم. وهذه نظرة للإسلام جميلة. ثم أيضا قال لهم كلمة جميلة، لأن يا جماعة ديننا، وأنا أكرر وأقول، ليست المسألة فقط عمر بن الخطاب ما كان جالس فقط في المسجد، ولاحظوا من يوم خطب، هذه أول خطبة خطبها، إلى الآن ما جاب صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا شيء، جالس يكلم الناس في التنمية، يكلمهم في الاقتصاد، يكلمهم في معايشهم الخاصة بهم. ولكم علي هالثلاث نقاط: قضية فلوسكم، اقتصادكم، قضية أنا أكون أمينا. أما الرابعة: ولكم علي، وهذه كل الحكام يتعهدون بها، أن أحمي بلادكم وأحمي ثغوركم من أعدائكم وأموالكم من أعدائكم، فإن ذلك حق لكم علي. هذا واجب ولكم. بالفعل ترى في آخر وقته يقولون جند 30,000 فارس، اشترى 30,000 فرس وجاب 30,000 فارس، حطهم على حدود البلد في كل مكان يحفظون بيضة الإسلام. وهذا هو الحاكم بعيد النظرة. التوازن يا جماعة في ديننا ظاهر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من سيرة أبو بكر الصديق، في سيرة عمر، وسيأتي إن شاء الله في عثمان وعلي وفي غيرهم. وهذا التوازن هو الذي يظهر أيضا شخصية الإسلام الحقيقية. أما الأمر الخامس، شوفوا الآن، هذا أنا أسميه المشروع النهضوي اللي يسمى المشروع القومي. وش مشروعك يا عمر؟ قال: أما الأمر الخامس، لكم علي أن أحمل رسالة نبيكم إلى الأرض كلها، أنا ببلغ هذا الدين ما راح أنساه. ثم قال عمر وجلس يقوله على الخطبة على المنبر: اللهم إني ضعيف فقوني، اللهم إني شديد فليني،
اللهم إني بخيل فسخني، هذا يقولها عمر الخطاب على منبره. ثم قال: أيها الناس اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في خليفتكم، وعليكم بنصحي، يعني انصحوني وأصلحوا أمري ومروني بالمعروف وانهوني عن المنكر. ثم جلس رضي الله عنه يستغفر ربه وختم خطبته ونزل من على المنبر رضي الله عنه وارضاه. ولاحظوا الحين بعطيكم شيء عملي، يعني شيء تفهمون خطبة عمر. جلس عمر 3 شهور ما يكلم الناس ولا يكلمونه الا في شيء واحد، وش تتوقعون؟ انتم سمعتم الخطبة بنودها، لا لا، وش كان في نقطة كان يأكد في 3 شهور كان يكلمهم على، انا اسميها فكرة عمرية قريب من الرزق، يتحدثهم عن العمل. كان عمر 3 شهور ما يتكلم الا عن قضية العمل، اياكم والفراغ، احذروا الفراغ، فان جوامع الحرام في الفراغ، من ليس له عمل او ليست له حرفة سقط من عيني وسقط من عين رسول الله. دخل على ابو هريرة، ابو هريرة ما كان يعمل لانه جمع فلوس وعطاه النبي فلوس قبل يموت، قال: يا ابو هريرة ما لك لا تعمل؟ قال: لقد اعطاني رسول الله مالا يكفيني حتى اموت. قال: وما تسمع قول الله جل وعلا عن يوسف: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، قم يا ابا هر فاعمل. وهذه رسالة لشبابنا، كان يحدثهم على 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 العمل، يقول: تعلموا الحرف فان الحرف بها ترزقون، فان الرزق مع الحرف. وقال لهم: اشتغلوا بالتجارة فان الذي يعمل بها يتجر، يعني اشتغلوا يحرك الناس. ووجد ايضا رضي الله عنه وارضاه مجموعة من الشباب جالسين بعد الظهر في المسجد خاملين ونايمين، ولو الله يفتح الان ما بيننا وبين المشاهدين كن يشوف بعض الامهات تثبت، قالت: اسمع 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 الشيخ وش يقول، والله يا بعضهم شنب هذا كبره يوقف عليه تكرمون ثوب، ومع ذلك جالس لا يعمل ولا يشتغل ولا يبذل اي اسباب. هذه اول خطوة الى ان تنهض الامة، الخمول هذا مو بعندنا. قم. قال: ماذا، ما الذي اجلسكم هنا؟ قالوا: يا امير المؤمنين، جلسنا هنا نستغفر الله ونذكر الله، هذا شغلتنا. قال: قوموا فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، قوموا فاعملوا، تحركوا. الجلوس الخمول مهم لنا يا جماعة. ولذلك لما شاف له عمر شاب يتخنع ويمشي بطريقة فيها نوع من الضعف، جاء وخذ الدرة او الدرة الصحيح بكسر الدال فضرب على ظهره، قال: مريض انت، انت مريض؟ قال: لا يا أمير. قال: امش فانك امت الاسلام اماتك الله. ودخل عمر على اهل اليمن، جو ناس من اليمن، فلما دخلوا على عمر كانوا يمشون ايضا بطريقة فيها نوع من التبذل. ترى ديننا يا جماعة احنا يجيبون افلام كرتون شخص له لحية وثيابه مقطعة ويحطون عينها عورة ويشوهون السمعة عند حتى الاطفال، هذا مجرم، ولا يجيبون انسان اكرمكم الله قدر ولا متبذل، لا 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 لا، ديننا مو بهذا. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجمال والذوق والاناقة والطيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا منظما، وهذا ديننا، هذا ليس منظر الاسلام. المنظر الحضاري للاسلام ان لا تتجاوز الحد، لا تتجاوز الحد، التوسط في كل شيء هو الاصل في دين. وشاف ان عمر اهل اليمن يمشون ببساطة، قالوا: ايش عندكم؟ قال: نحن المتوكلون. قال: والله انتم المتواكلون. المتواكل اللي يجلس ولا يعمل، اما المتوكل الذي يعقلها ويتوكل ويشتغل ويتعلم. قال: قوموا ان الحب يجب ان يلقى ويحفر له في التراب، ثم يدعى رب الارض والسماء ان ينبته بعد ما تزرع، يقول: ازرعوا الحب واحرثوا الارض واسقوها، وقولوا يا الله يا رب انك تسلم هالثمر ويخرجنا ثمر. اما تحط رجل على رجل وتقول: والله انا رجل متوكل، هذا ليس توكل، هذا تواكل وهذا خنوع. ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه يعرف ان هؤلاء الذين جاءوا يحاولون يبينون انهم اناس يعني يريدون التعبد، قال: هذا ليس بطريق التعبد. ويبدأ العمل رضي الله عنه ويتحرك الناس وبدأ يقرضهم، يقول: يبغى قروض، القروض البسيطة المشاريع الصغيرة، انا اقرضكم وخذوا ما شئتم. واول من اقرض عشان يقول الناس قوموا اقرض حرمة، تدرون من هي؟ اقرض هند بنت عتبة. وانا كنت والله مخطط في بداية اللقاء اللي هو برنامجنا ان يتكلم عن هند، لاني انا معجب بهذه الشخصية، لكن عسى الله يسخر وقت ان شاء الله تعالى. هند بنت عتبة هي اللي قتلت من؟ قتلت حمزة
لكن هند زوجة ابو سفيان قالت يا امير المؤمنين انك قلت بانك تقرض من يريد عملا، انا اريد قرضا. قال كم تريدين؟ واعطاها 4000 درهم ودعم المشاريع الصغيرة. وجد رجل يمشي في سكك المدينة، اريد منكم عشاء، عشوني عشوني، ولا احد اعطاه وجه. فقال عمر عشوا هذا الرجل قد يكون ضيفا غريبا عليكم. فقاموا الناس وعشوه، يوم خلص عشاء قام عشوني عشوني، قال جيبوه جيبوه، هذا صاحي ذا ولا مهبول، من انت؟ فقال اريد العشاء. قال الا تعمل؟ قال ليس عندي عمل. قال انما انت تاجر كذاب. وانا انصح المتسولين اللي يقفون بالمساجد، نحن لسنا ممن ينهر السائل، لكن احيانا الكذاب يفسد على الصادق، وعلى ما يقولون اذا جاك واحد كذاب افسد على الصادقين. واليوم هذا السؤال عمر قال اذهبوا الى بيته ففتشوه، ادخلوا فتشوا بيت الشحاذ ولقوا من الاموال والأطعمة، فضربه عمر واخذ هذا المال ووضعه في بيت مال المسلمين، لان هذه سرقة. ثم قال لعمر قم واعمل وخذ بكد يدك، اشتغل يا اخي ولا تقعد تطلب الناس. وهذا جزء من حضارة عمر التي جعلها رضي الله عنه وارضاه وبينها. وكان عمر رضي الله عنه يقول للناس من يسأل منكم عن الفقه فليذهب لمعاذ، معاذ بن جبل ها مو بنت يا عادة. ومن يسأل عن القرآن فليذهب الى ابي ابن كعب، ومن يسأل عن الفرائض فليذهب الى زيد، ومن يسأل عن الحرف والمال فليسأل عمر. يقول انا تعالوا اعلم كيف تشتغلون وكيف تحركون مالكم، النوامين ذولي مو بعندي انا. هذا عمر رضي الله عنه وارضاه يريد ان يقول للناس هذا ديني وهذه حضارتي. ثم قال اللهم انك قد جعلتني خازنا للمال فاجعلني حافظا له بحقه قاسما له بالعدل. يا رب انا الان مسؤول عن بيت مال المسلمين، اجعلني احفظه بحقه واقسمه على المسلمين كذلك بالعدل. كل ما نعرف اليوم عن عمر، بعض الناس يعرف انه قوي وانه بكاء وخشاع، نعم هذه صفاته، لكن الصفة التي يجب ان تعرفها ان عمر عمل صاحب الحضارة. النبي صلى الله عليه وسلم بدر واسس، وجاء ابو بكر وعمر فبنوا هذا البناء الذي بنته الامة الى اليوم، ولذلك بدأ وتحرك في المدينة واشتغل. يا جماعة الدولة فقيرة، ما كان في موارد، الميزانية كانت، تعرفون ابو بكر رضي الله عنه دخل في حروب الردة ولا لا؟ 11 معركة قادها ابو بكر، فلست الدولة. عشان تعرفون كم الميزانية، تعرفون عمر كيف استلم البلد؟ عمر لما جاء ابو بكر يموت التفت على عائشة قال يا عائشة كم لأبيك من مال؟ قالت مالك شيء، فلوسك خلصت. قال كم في بيت مال المسلمين؟ قالت درهما واحدا يا ابي، درهم. عمر بن الخطاب استلم الدولة وميزانيتها درهم، وكانت منتهية من حروب الردة 11 حرب. لك ان تتخيل هذا المشهد السياسي، مشهد سياسي. عمر بن الخطاب الان في موضوع ضخم وموضوع خطير امام خزنة البلد، ولا راح ياخذ قروض. قال عمر بحط فكرة، شوفوا افكار عمر، 4 اشياء صنعها عمر، وهذا من ابداعات الاسلام. ما راح غش ونقل حضارة الروم الرومان او حضارة الفرس وقال والله ترى هذه، لا 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 لا، اتى بشيء هو الذي ابتكر رضي الله عنه. الامر الاول وضع فكرة الوقف. يمكن انت عندك مزرعة، لو جاء عمر قال عطنا مزرعتك تكفل المسلمين، قلت يا اخي ما اقدر. قال اسمع يا فلان، هذه المزرعة لك وهي باسمك، نبغاك توقفها سنتين، يأخذ المسلم ريعها واصلها لك وهي لك، ولك اجر عند الله عظيم، واولكم انا، لقد اهداني رسول الله ارضا في خيبر يوم فتحت خيبر، والله اني اوقفها اليوم لله كلها وما فيها. فجو الصحابة كل واحد يحط ارضه ويحط وقفة. هذا عمر يريد ان يؤكل الناس، قال واني اوقف ريعها. شوفوا الفقه، هذه وزارة الاوقاف، اول واحد حط وزارة اوقاف عمر بن الخطاب، قال واني اوقف ريع هذا الوقف الى كل مريض من المسلمين. هذا التأمين الصحي، شوفوا كيف عمر وتخطيطه وبعده وبعد نظره. فلما امل للناس هذا الموضوع وجهز لهم، بدأ الناس يأتون من كل مكان وبدأ يحط سجلات، وقال وكثرت الاوقاف على عمر اصبحت كثيرة. قال يا ابي يا بن كعب انت مسؤول عن الاوقاف، واي مريض من المسلمين في اي بلد تحت خلافتي تعالجه من ريع هذه الاوقاف.
ولو بنحكي عن مستشفيات العالم اليوم ومصايبها جلسنا نحن ونرن على قولتهم ونبكي، ولكن احيانا لا تنفع الشكوى. لما كثر الوقف ايضا وصار ريع الوقف حق الصحة كافي، يعني يكفي المرضى، بدأ يزيد المال الوقف، قال ضعوه للتعليم، نبغى نعلم الناس، ما نبغى حد جاهل. وانا قبل كم يوم سويت في السناب حقيقة مع اليوم العالمي للغة العربية، قلت يا جماعة اول آية نزلت على رسولنا اقرأ، ومن اوائل السور نون والقلم وما يسطرون، اقرأ واكتب. لغتنا حضارتنا ما تقدر تقابل حضارة الا بمحتوى. كش محتوانا؟ حنا محتوانا الكتاب والسنة، لغتنا العربية نفتخر بها. الثعالبي في فقه اللغة لما تكلم قال من احب، شوفوا، من احب الله احب رسوله، ومن احب رسوله احب لغته، ومن احب لغته احب العربية، يعني اللغة العربية. اللغة العربية لغتنا، والعلم عاد هذا باب اخر. ولذلك تعلموا، انا مما قرأته قديما في تويتر واعجبني واقوله وله مني، لكنني انقله كما قرأته، يقول لا لتكن اول من يعلم ولدك الفاتحة، لا تخلي غيرك يعلم ولدك الفاتحة. حنا عندنا عيالنا ابو 5 سنين وست سنوات قبل يدخل المدرسة، بعض عيالنا، وانا اقول الامهات الان ما يقرأ ولدها الفاتحة، ويدخل المدرسة ويعلمها المعلم او المعلمة الفاتحة، جزاه الله خير، لكن اللي راح يكسب اجرها الفاتحة منه؟ المعلم، كل ما قراها. انت علم ولدك ولا انت علمي الفاتحة؟ حتى كل ما قال الحمد لله رب العالمين تكون اجورها لك او له، للاب او الام. كن اول من يعلم ابنك اصول الدين الثابتة، علمه كيف يصلي، على اساس كل ما قال الله اكبر كل ما صلى ركعة بدأ اجرها اليك الى 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 قيام الساعة. ثم فرض عليهم زكاة زيادة. اقول عمر يزيد شيء يبتدع في الدين؟ لا لا، ما يبتدع عمر، عمر عنده مقاصد شريعة. معليش، انا اليوم الحلقة الماضية تكلمنا عن جوانب ايمانية، انا مضطر اليوم اتكلم عن جوانب تنموية حتى تكون الشخصية متكاملة، لان بعض الناس خاصة اخواتي المشاهدات يحبون القصص اللي فيها نوع من الوعظ والتذكير القلبي، وهذا جزء طيب. انا اليوم اتحدث عن جانب مهم، واحيانا الكلام هذا يكون في نوع انا اسميه كلام جامد، لكنه عملي عملي، يعني احتاج ان نطبقه في يوم من الايام. انا اليوم بين مادة اللي حطيتها تو في السيارة كثر هذه، بين مادة عن عمر بن الخطاب، لو اردت ان اتكلم ولا ابالغ 90 حلقة بس عن عمر والله ما وفيت حقه. وانا اقولها عندي مادة بالمناسبة، اللي يبغى يطبعها من الجهات المكتبات، مادة عن عمر تخرج على الاقل في 4 مجلدات، تتكلم عن شخصية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب لما جاء مقاصد الشريعة، الخيل، الخيل في عهد النبي ما كان عليها زكاة، قال عمر واجعلوا زكاة على خيلكم. كيف يا عمر؟ الرسول ما اخذ عليها زكاة، هو قاسها على ان اي شيء له علاقة في التجارة من عروض التجارة ان عليه زكاة. في عهد النبي الخيل ما كانت تباع وتشرى، اما الان وقد كثرت الخيول صارت تنباع وتشترى، الان عليها زكاة، وبدأ المال يفيض على المسلمين. ايضا من الاشياء التي فعلها عمر رضي الله عنه، اللي هو المصدر الثالث، انه رضي الله عنه وارضاه قال احموا ارضا، حط ارض، حط عليها سور محمية. وشو يا عمر؟ قال نحميها ولا يدخلها احد، هذه من حماية البيئة، مثل المحميات الموجودة، فاذا كثر خضارها انبتت. يقول لي ابغى يرعى ابله ولا حلاله من الغنم عندنا يجيبها، لكن بشرط ما انتجته، يعني ما ولدته هذه الاغنام والابل لنا نصيب منه. الناس افرحوا، لان كان حلالهم يموت، فوضعوها في المحمية، وبدأ عمر ياخذ نتاج او شيء من نتاج هذا الابل وهذه الغنم. فعمر بن الخطاب هنا جلس يضع رضي الله عنه وارضاه اسس حتى يجمع ويحمي للمسلمين ما ينفعهم باذن الله سبحانه وتعالى في اموالهم وفي الصرف كذلك عليهم. اذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع ايضا بيت مال للمسلمين، وهذا بيت المال هي وزارة المالية، وحط سجلات وقال اعطوني احصائيات، عدد الاطفال، عدد الجنود، عدد الارامل، عدد المتزوجات، عدد كبار السن، عدد البنات اللواتي لم يتزوجن، عدد المطلقات، وضع احصائيات متكاملة. ثم وضع ايضا ثروة حيوانية، بدأ يقول لهم رضي الله عنه وارضاه وش عندنا من الابل، كم عدد الابل، كم عدد الغنم، ماذا عندنا، فبدأ يضع احصائية
ويأمرهم متى يذبح الغنم ومتى يذبح الإبل، ووضع شيء من الترتيب والتنظيم الذي يكسب سوقا قوية في أرض المدينة على نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا عمر بن الخطاب حط الشفاء بنت عبد الله تراقب السوق. وزارة التجارة وظيفتها مو فقط تضع برامج تجارية بل تراقب البيع والشراء. وحنا بالمناسبة هنا نشيد الحقيقة بجهود وزير التجارة في بلادنا، ونقول نتمنى أيضا نتمنى أن تكون التجارة فيها نوع من الرقابة حق المستهلك وما يحتاجه الناس، ولا يكون فيه نوع من الاحتكار وهذا جزء يحتاجه الناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل يتكلم عن وضع رواتب. تعالوا بنحط راتب لكل موظف، وكل واحد انت كم عندك من عيال؟ 5. كل واحد يصرف له راتب، لكن الناس اللي يصرف لهم رواتب على حسب انجازك. كم تعمل يوم في الساعة انت؟ او ساعة في اليوم؟ 5 ساعات مثلا يعطى مثلا كذا، 6 ساعات يعطى اكثر. وبدأ عمر، لان الشيوعية وش سوت الشيوعية؟ الشيوعية كان اللي يعمل ما يعمل تعطيه راتب واحد، فخملت الناس. عمر قال لا لا لا، هذا الكلام مو بعندي، اللي يعمل اكثر ياخذ اكثر رضي الله عنه وارضاه. واعلى راتب وضعه تدرون لمن؟ اعلى مرتب اعطاه مين وكم؟ من يعرف؟ لا، هو حط رواتب اعلى ناس خذ رواتب من؟ اعظم راتب حطه لامهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وعطاهم 1000 درهم. قالوا الناس ليش تعطيهن؟ هي كل واحدة لحالها او عندها ابناء من غير النبي، وتعرفون لا يجوز بل يحرم على زوجات النبي ان يتزوجن بعده، ولا عندهن شيء. فقال النبي، شوفوا، قال عمر اني اعطيتهن اكثر. شوفوا البعد، لانهن يتصدقن اكثر. الناس يجونهم هم يتصدقون. يعني انا اعطيكم مثال قريب، يقول انا مسويهم، يعني انا اعتبرهم مثل الجمعيات الخيرية، هم يصرفون على الناس. واني لاضمن ان ما يدفعنه زوجات رسول الله للناس اكثر مما اعطيهم انا. يقول في ناس ما تجيني تستحي مني، يروحون عند زوجات النبي، ولذلك ضربت لهن 10,000 درهم حتى يعطينا الفقراء ويتصدقنا من مالهن. ثم اعطى من بعدهم شهداء او اهل شهداء بدر اهليهم، اعطاهم 8,000 درهم او دينار. عمر بن الخطاب اعطى ابناء الشهداء 8,000 دينار. ثم جلس عمر بن الخطاب يعطي من حضر احد. شوفوا القصة جميلة، اللي حضر غزوة احد يعطيه 5,000. عبد الله بن عمر ولده حضرها، فجاء أسامة بن زيد وهو حاضر أحد، فعطى أسامة 5,000 وعطى ولده عبد الله 4. قال له أبوه، قال له عبد الله يا أبتي وراك تعطي أسامة 5 وتعطيني 4، فأنا حاضر أحد وهو حاضر أحد. قال إن أبوه إن أسامة أحب لرسول الله منك، الرسول يحب أسامة أكثر منك ويحب أبي أكثر من أبيك. زيد أبوه محبوب عند النبي أكثر من عمر بن الخطاب، فلذلك أعطيته. يقول فحضر رجل ايضا من الصحابة رضي الله عنهم ما حضر احد، فراح واعطاه عمر بن الخطاب 4,500. قال طيب حنا اسامة عرفنا عشان يحب الرسول اكثر مني وحضر احد، هذا ما حضر تعطيه 4,500 وانا تعطيني 4,000. قال ان اباه ابوه حضر احدا وثبت يوم احد اكثر من ابيك. هذا ابوه حضر يوم احد وكان ثباته في احد اكثر مني. يا جماعة شفتوا حضارة الاسلام؟ نبغى نعرف ان الاسلام يرتفع بمثل هذه القيم. وجاء فرض لكل مولود 2,000 دينار، ويوم قال 2,000 دينار لكل مولود هو يرضع، لكن اذا افطمتهم من الرضاعة عطوه 400 دينار. قال عمر او 400 دينار وهو يرضع، فاذا فطم 2,000 دينار. فقام عمر رضي الله عنه وارضاه رأى الناس يفطمون عيالهم بدري عشان يحصلنا 2,000 دينار. قال ليش؟ قالوا فطمناهم عشان تعطيهم 2,000 دينار. قال ابقوا على ما انتم عليه واصرفوا لكل واحد 2,000 دينار. عمر بن الخطاب يصرف 500 دينار لكل لقيط، وبيتا يضع هذا اللقيط فيه ويضع له خادم يخدمه وهو ما زال طفل. يا جماعة اي عقل في هذا الرجل العبقري المخضرم رضي الله عنه وارضاه. يقول انا اربي هذا اللقيط حتى لا يصبح ولد من اولاد الشوارع ويصبح ضحية الشوارع وضحية الفساد في خارج هذه البيوت، بل وجعل لكل طفل يهودي ونصراني وعجوز يهودية
ونصرانية جعل لهم حقوق يأخذونها بالكامل من بيت مار المسلمين. قال والله لئن حييت لا أترك راعي غنم في صيف ولا في شتاء إلا أعطيته. ويقول والله لا أترك أرملة ولا عجوزا لا في العراق ولا في الشام ولا في مصر ولا قبطي إلا أعطيته من بيت مال المسلمين. وهل يتكلمون على عمر؟ وهل يقولون أن هذا الدين لا يعرف العدل؟ ووعد الناس بالأمن، ما بقلنا قال لهم لكم علي أمن حدودكم وثغوركم. اشتغل يا جماعة العسة، أول من أسس العسة بالليل عمر، كان يعس بالليل يدور ويتفقد يشوف المحتاج. بعض الناس يقول عمر كان يتعسس يتجسس، لا 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 لا، عمر يتعسس يتلمس، يبحث عن الفقير، عن اللي ما ينام طول الليل. والله لو تطفون انوار البيوت ويمر واحد منا في السكك ليسمع كم من دمعة في تلك البيوت، وكم من نحيب وبكاء ونشيج من هموم وغموم وديون مطلقات، وامرأة تقوى عليها زوجها وعقوق ومصائب. عمر بن الخطاب يسير بين البيوت في السكك يتلمس هؤلاء واصحاب الحاجات ويبحث عنهم. هذا عمر نموذج، نهضة. مرة هو يدور يعس لقى له خيمة وعندها رجال مضطرب خايف عند الباب الخيمة برا، والخيمة هذه ميب يعني ليست معروفة عند عمر، كأن هذا من البدو الرحل، ويسمع صوت حرمة تصيح جوا الخيمة. قال عمر تعال أراك مضطربا، وش فيك خايف؟ ما الذي في داخل الخيمة؟ قال أنا ضيف عليكم، أنا رجل بدوي رحال وامرأتي حامل وجاءت عليها الولادة، فنصبت خيمتي وهي الآن تصرخ لا أعرف كيف أولدها. قال له امكث مكانك اجلس. وراح ركض إلى زوجته أم كلثوم بنت عمر بنت علي رضي الله عنها. بالمناسبة أم كلثوم طبعا قلت قصتها لما تزوجها وهي صغيرة أظن في حلقة عمر رضي الله عنه، حلقة أبي بكر. أم كلثوم من شدة حبها العلي العمر توفيت مباشرة، هو مات يوم الاثنين، ما جاء الاثنين الثاني إلا قد توفيت بعده. ولما كانت على فراش الموت كانت تقول سلب قلبي عمر، تقول أنا مت بسبب عمر. يا جماعة الحب، الحب الشريف عظيم. أنا أعرف بعض الأخوات وبعض البيوت، الله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، أعرف كثير حتى بعض كبار السن تموت الزوجة والله ما يتم شهر شهرين إلا ومات الزوج أو العكس، وتجد أحيانا كله وجدا وتألما وحزنا على زوجته أو العكس. فراح عمر وطق على زوجته أم كلثوم قال تعالي هل تريدين عملا يدخلك الله به الجنة؟ قالت وشو؟ قال تعالي في حرمة تبغى الولادة، تعالي كوني القابلة وولديها. تقول فجئت مسرعة معه ودخلت رضي الله عنها وأغلقت طبعا ستار الخيمة وجلس مع الرجال برا. ثم سمعها يقول، تقول الحرمة يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بولد. الرجال ما يعرف انه امير المؤمنين، قال من امير المؤمنين انت؟ قال نعم انا عمر. قال عمر بن الخطاب يولد امرأة بدوي رحال؟ قال نعم، ان الله سائلني عنك وعن هذا الصبي الذي خرج من بطن امه. هذا الفقه عند عمر وهذه النظرة، هذا النموذج. نموذج عمر هو نموذج الحضارة. ستة اشهر اذكر لكم الان كذا بسرعة وسوى فيها عمر، كم قلنا خلافته؟ 10 سنين وستة اشهر 4 أو 17 يوم على اختلاف المؤرخين. أذكر لكم في 6 شهور لأني اليوم أنا كنت رحط كلام طويل عن العدل وعن التواضع، لكن وقفت قلت أتحدث عن المحور ثم أنتقل إلى فتح القدس ثم أنتقل إلى موته ويكفينا في هذه الليلة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يا جماعة الشجاعة حققت حضارة، لكن الحضارة احنا سمعنا طبعا بالتجربة الماليزية ولا لا؟ مهاتير محمد نقل ماليزيا في سنوات معدودة الى بلد حضارية الى اليوم نشيد بها، تركيا. تركيا عام 2002 كانت دولة مستدينة فقيرة، اليوم تركيا في تاريخنا هذا 2016 من ادخلها بعد كم يوم اصبحت تركيا دولة مصنعة. تركيا كانت اعدادها بين الدول رقم 80، اليوم تركيا 22. أن تتحدث على تقدم حضاري، هذه تجربة حالية. عمر بن الخطاب قفز بالأمة في تجربة وبناء حضارة. لاحظوا عمر قلت لكم جاء في فترة انهيار في موضوع الميزانية في الدولة بحكم الحروب التي حصلت، دينار أو درهم وجد في بيت مال المسلمين،
واصبح عمر يقود الشام، يقود مصر، يقود العراق، يقود اسيا، يقود اذربيجان. فتح الفرس يا جماعة. ليش اليوم الفارس وايران تكره عمر بن الخطاب؟ لانه فتحها وادخل الاسلام بعد الله فيها. ولذلك ابو لؤلؤ المجوسي منهم اتى لقتل عمر، خططوا على قتله وسيأتيكم ذلك. عمر بن الخطاب جعل بلاد فارس هذه ايران اليوم كانت في يوم من الايام اظن في القرن التاسع الاسلام يعج في كل اركانها سنة سنة. لكن اليوم لما تنازلنا عما اكتسبه عمر رضي الله عنه لهذه الامة، عمر قاد الجزيرة العربية، سيطر عليها، كلمته تسير على الملوك يهابونه، رجل خليفة حاكم صاحب مكانة قوية. ولذلك هو رضي الله عنه قال رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، تعرفون لما نزل قول الله لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله، قال يقولها عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي لا دعه، لا يتحدث الناس يقول أن محمدا يقتل أصحابه، اترك، الحديث في البخاري. ولما مات عبد الله بن أبي بن سلول هذا دعا النبي الناس قال تعالوا نصلي عليه. عمر قال يا رسول الله أتصلي على منافق قال فيك كذا وقال فينا كذا وفعل فينا يوم كذا كذا وكذا؟ قال النبي لعمر ارجع يا عمر إن الله خيرني فاخترت، لأن الله قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الرسول يقول لعمر أن أنا الله خيرني وأنا اخترت لهم الاستغفار ومنافق، وهذه تعطيك دلالة على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول الرسول لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر الله له لزدت على ذلك. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم انصرف. قال عمر وما إن انصرف النبي يسيرا، يعني شوي بس، حتى نزل قول الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ثم ذكر الله إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فأيد الله قول عمر رضي الله عنه وارضاه. يا جماعة عمر احنا بنسمع الأذان بعد شوي، الأذان هذا تدرون أنه سبب بعد الله بصحابيين اثنين، عبد الله بن زيد وعمر ابن الخطاب. عبد الله، الصحابة كانوا يقولون إذا جاء وقت الصلاة قالوا كيف نعرف أن الصلاة دخل وقتها؟ اللي في مزرعته واللي في دكانه واللي نايم في بيته واللي رايح عند غنم يرعى، وإذا جاء وقت الصلاة ما يعرف. فجوا الناس اجتمعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله، واحد من الصحابة، ليش ما تتخذون ناقوس تطقون عليه مثل ما تضرب النصارى؟ قال ذلك فعل النصارى. قال طيب نحط قرن يعني ينفخون فيه يصرخون كما تفعل اليهود؟ قال ذلك فعل اليهود. قال وطيب نحط علم راية واذا جاء وقت الصلاة يدور واحد في السكك. تخيلوا ان الاذان اليوم بهالطريقة، ما عندنا اذان، قام واحد في الرياض يدور بعلم ابيض درجة وقت الصلاة. يقول عبد الله بن زيد فبينما النبي جالس، بلال يروي، بينما النبي جالس فاذا عبد الله بن زيد صحابي قال يا رسول الله اني رأيت البارحة، شفت رؤيا في المنام. قال وش شفت؟ قال رأيت انني اؤذن اقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وذكر جمل الاذان. فانشرح صدر النبي لهالكلام، قال ذاك اذان امتي. شوي عمر جاء قال يا رسول الله والله اني رأيت قبل 12 يوم نفس الرؤية بس اني استحيت اقول لك. قال هذا اثبت، انت ثبتت الكلام. قال قم يا بلال فصوتك اندى من صوت ابن زيد فاذن. وحفظ بلال جمل الاذان اللي نسمعها اليوم وطلع على المنارة الله اكبر الله، الاذان اللي تسمعونه اليوم. فاصبح الاذان ايضا بسبب رؤيا من هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه، عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله عليه تعالى. ايضا من المواقف، الرسول يعرف قيمته، الرسول قال مرة لابو هريرة كما في صحيح مسلم يا ابا هر خذنا علي هاتين، هذه قصة يظهر انك طلبتها يا شيخ، خذنا علي هاتين. يقولها الرسول لابو هريرة، قال الى اين يا رسول الله؟ قال اذهب خلف هذا الحائط واعطها من يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه وبشره بالجنة. يقول ابو هريرة خذيت نعال الرسول ولفيت ورا الجدار، يوم جيت لقيت عمر قلت يا عمر خذ، قال وما ذاك؟ قال نعلى رسول الله،
قال من قالها لا اله مستيقنا من قلبه بشرته بالجنة. قام عمر وضرب ابو هريرة على صدره، يقول طحت في الارض من قوة ضربته. قال قم، يقول فذهبت اشكو النبي وانا ابكي. يقول لان الضربة يقول بين ثديي اجلستني على الارض من شدتها. ويقول فاذا بعمر وراء يركض. يقول فلما اقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لك يا ابا هريرة؟ قال فعلت كذا وكذا لعمر فضربني على صدري. قال لما فعلت ذلك يا عمر؟ ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله اني اخشى ان يتكل الناس فخلهم يعملون. يقول اترك الناس يعمل يا رسول الله. قال رسول خلهم يا عمر، يعني اتركهم يا عمر. واخذ النبي برأي عمر رضي الله عنه وارضاه. عمر ابن الخطاب هو اول من جمع الناس لصلاة التراويح. انا اذكر لكم بس الانجازات، الناس الرسول يوم صلاة التراويح صلىها اول ليلة الله اكبر في رمضان، وجو الناس اكثروا، تناقروا الناس في المدينة الرسول يصلي الليل في المسجد. الليلة الثانية زادوا، الليلة الثالثة زادوا اكثر، يوم جاء الليلة السادسة امتلى المسجد. وقام الرسول دخل البيت ولا اطلع، قال خشيت ان تفرض عليكم. ويوم جاء عهد ابو بكر كان الموضوع سهل، اللي يبغى يصليها في المسجد صلاها، يصليها في البيت يصليها، يصليها في السوق. فلما جاء عهد عمر جمع الناس على صلاة التراويح فصليت في المسجد من عهد عمر الى وقتنا هذا فرضي الله عنه. هو اللي جمع الناس على عدد 4 تكبيرات لصلاة الجنازة. كان الرسول يزيد احيانا 5 ويزيد 6، صلى على سعد بن معاذ 6 تكبيرات. ويقول العلماء اليوم يجوز ان تزيد على من له حق بينك، يعني امك ولا ابوك ولا عالم، تزيد تكبيره وتزيد للدعاء فيه. لكن عمر اوقف الناس او علمهم على ان يصلوا او يكبروا 4 تكبيرات. اول من وسع المسجد النبوي هو. جاء للعباس عم النبي قال يا عباس بيتك ملاصق المسجد والناس ازدحمت في المسجد، عطنا البيت وتوكل على الله، يعني نبي نوسع البيت. قال العباس لا تأخذ بيتي. قال اخذه. قال ما تأخذ بيتي، هذا بيتي وليس من حقك ان تأمرني بالخروج منه. يقول فقال اشكوك عند علي، لان علي قاضي في عهده وخليفة، وراح اشتكى عند علي عمر، اشتكى العباس. قال له علي بن ابي طالب ما تأخذ بيتي يا عمر، ما يحق لك، هذا بيته حر، يبغى يعطيك يعطيك، ما يبغى حر. فقال استغفر الله وقد يعني استجبت لامر الله والقضاء، انتهينا. فجاء العباس قال يا عمر خذ بيتي، والله اني فقط اردت ان احق الحق، اعلم الناس الحق، لكن بيتي وهبته لمسجد رسول الله. وطلع من بيته فوسع المسجد. نكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى. ايضا من انجازات هذا الصحابي الجليل عمر رضي الله عنه، اول من منح الجوائز لحفظة القرآن عمر. وهذه سنة الى اليوم يا جماعة، سن لنفسك سنة تبقى لك بعد موتك. جوائز القرآن اليوم اصبحت في العالم كله. عمر بن الخطاب اول من سن، اول من اخر مقام ابراهيم. شفتوا مقام ابراهيم اللي الان نشوفه في الكعبة، عند الكعبة مقام ابراهيم حجر كان يقف عليه ابراهيم وهو يرفع الحجر للكعبة. وسبحان الله كانت الملائكة ترفعه له، يعني يحط الحجر ويشيل اسماعيل معه، فترفع الملائكة ابراهيم على هذا الحجر ثم ينزلون به. وكان الحجر المقام الان ملاصق للكعبة، يلاصق في الكعبة تماما الى عهد النبي. لما جاء عمر شاف الناس اذا جاءوا يطوفون يفرون من وراء المقام يروحون، فجاء عمر بن الخطاب فاخر هذا المقام الى موقع اللي ترونه اليوم. وهذه اول من فعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. اول من جعل الخلافة شورى في عدد، يعني اختار عدد معين ويكون الشورى كما وضعها في 6 من الصحابة رضي الله عنه وارضاه. اول من اجل اليهود من جزيرة العرب قال لا يجتمع فيها دينان عمر. ليش عمر؟ لانه يقول اليهود فعلوا المؤامرات ونقضوا العهود. تعرفون لما جت خيبر وفتح النبي خيبر صار بين النبي وبين اليهود اشبه ما يكون بالاتفاقية، قال نصف المحصول حق خيبر لكم ونصفه لنا حتى يقضي الله امر. يقول الرسول لين يصير امر، ان نقضت العقد او العهد او حصل امر انزلها الله علي. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاتفاق لا يزال موجود. راح لهم عبد الرحمن بن عوف هو اللي ياخذ المحصول منهم، بدأوا يغرونه يعطونه رشوة، يقولون يا عبد الرحمن، جاء حبر من احبارهم، هل لك من خير منا؟ يعني تبغانا نعطيك ندزك بدراهم؟ الرشوة اللي يعملون في الدوائر الحكومية واهل المناقصات. يا جماعة هذا المال مال محرم يتسبب لصاحبه بالنار،
الراشي والمرتشي، هؤلاء خطورة في لعن صريح. وقال عبد الرحمن بن عوف ينظر لهذا الرجل، قال وما ذاك؟ قال ناخذ جزء من المال وتقول لعمر هذا المحصول، وانت نعطيك ربع، وحنا ناخذ ثلث، وعمر بن الخطاب ياخذ اقل من ذلك. فاخذ حذاءه رضي الله عنه وصفق فيه ذي الحبر على وجهه، فلما ضربه ذهب الى عمر قال له طبعا عبد الرحمن اترشيني في ذمة رسول الله وفي ذمة خليفة رسول الله، ام صاحب المهبول اترشيني في ذمة النبي؟ يوم جاء الى عمر رضي الله عنه وارضاه قال له عمر هذا اللي حصل، قال لعمر هذا الذي حصل، قال بوركت هذه اليد وبوركت هذه الحذاء التي صفعت من اراد ان يخرم ذمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. هؤلاء الرجال عمر بن الخطاب رغم ذلك كله، يعني بعطيكم موقف قبل ننتقل لفتح الاقصى او اخذ مفاتيحها، عمر بن الخطاب هو صاحب القلب الرقيق، معه الدرة ضرب فيها شاب، ظن عمر انه اخطأ، يوم الفت عمر قال والله ما اخطأت انك ظلمتني، قال عمر استغفر الله واتوب اليه واعتذر منك، خذ الدرة واضربني، اقتص مني الان. جلس يناظر فيه الرجل قال مو بالحين، يعني ماني برايق الحين، بعدين اجيك. وراح الرجل، وراح عمر الى بيته، يقول الرجل هذا فخرجت لصلاة الفجر فتحت الباب فاذا بعمر نايم عند باب بيتي جالس عند الباب، يقول من انت؟ قال عمر ماذا تفعل؟ قال والله ما بت من البارحة انتظر اليوم يجي عشان تقتص وتاخذ حقك. قال انا نسيت الموضوع، يعني وش جايبك؟ قال انا ما نمت البارحة. يا جماعة كم اخطينا في حق انسان، اسألكم بالله، كم مرة قلت كلمة سيئة، كم اتهمتي مرة من صديقة، كم الرسالة ارسلتها فيها سب وشتم وتهديد، وين اللي يبتزون هالبنات؟ يا جماعة الخطأ على الناس ترى مو سهل، مو سهل انك تجرح انسان وتخطي على الناس ومع السلامة. احيانا في الشارع بعض الشباب الله يهديهم يمكن يمر عند ناس واقفين ويلقى له موية اكرمكم الله في الشارع، ويمر ويدعس على الموية بسرعة ويطشر الماء على الناس الواقفين، هذه قلة ادب. احيانا خطأك على الناس بلفظ بعبارة بطريقة كلام بجحة. عمر بن الخطاب ما نام. بعض الناس يخطي على الكبير والصغير وزوجته وامه واخته واهل البيت والجيران والاقارب، ويذب كلمة ويسمي نفسه خفيف ظل وهو ثقيل طينة. يا صبر الارض على بعض الناس والله، ولذلك الانسان يكون رقيقا طيب، يعرف يراعي مشاعر الاخرين. عمر بن الخطاب ما قدر ينوم، قال للرجل يا رجل اما ان تقتص واما ان تعفو ريحني. قال اذهب يا امير المؤمنين فاني قد عفوت عنك، انا عفوت عنك لوجه الله. ومن المواقف الجميلة ان عمر بن الخطاب قبل يتزوج النبي حفصة رضي الله عنها بنته، مات زوجها وعمرها 18 سنة، زوج حفصة كانت متزوجة قبل النبي ويبغى يزوجها، قال سأذهب الى من؟ ما يقدر يكلم الرسول، صعبة يعني، فيه نوع من الحرج والهيبة. قال سأذهب الى افضل الناس بعد رسوله فهو ابو بكر. راح لابو بكر قال يا ابا بكر، قال نعم يا عمر، قال اني اعرض عليك حفصة، ابغى زوجك بنتي، وبالمناسبة اقول لبعض الاباء اتركوا عنكم المهايط، هذا الرسول يخطب الى ابنته، اخطب البنتك قبل تخطب الولدك، وان جاك رجل صالح يطرق الباب قال يا مرحبا ومسهلا، ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. البنات اليوم في البيوت كثر، بعض الامهات تحرم بنتها الزواج لاجل تفاهات وتفكير خاطئ، وبعض الاباء يتزوج اخوها، يتزوج الاكبر، تتزوج الكبيرة، لا ندفع مهر معين، ما ابغاها تروح برا الديرة اللي انا فيها، ما ابغاها تبعد عني، لا 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 لا، انظروا للمصلحة، ما دام الرجل كفو انتهى الموضوع. عمر بن الخطاب يدور الزوج الصالح، راح لابو بكر قال يا ابو بكر اعرض عليك حفصة، قال ابو بكر والله ما لي فيها اعتذر. صدم استغرب، اعذرني ما ابغى بنتك. وطلع عمر زعلان، ليش ابو بكر يقول لي هالكلام؟ قال بذهب الى رجل منه افضل واحد، اجل بروح الى عثمان. راح يا عثمان، قال نعم، قال ازوجك بنتي حفصة. عثمان يستحي، قال عثمان امني 3 ايام افكر واعلمك. وراح عثمان، يقول انتظرت اليوم الاول اليوم الثاني، راح الليلة الثالثة يقول ما جاء عثمان، وان عثمان يدوره يقول يوم جيت قالوا تلقاه في المسجد، يقول عمر يوم جيت المسجد لقيت عثمان بيطلع، يوم شافني رجع يعني قفه وقال الله اكبر كبر. يقول عمر وجيت وجلست جنبه قلت والله ما اروح، قاعد لين تخلص. يقول اسمع يقرأ في سورة النساء، يعني طول يعني يقعد على راحتك. يقول فسمعت يقرأ وجلست جنبه انتظر، قلت يقعد صلي لين تخلص انا جالس ابغى اخذ الرد. يقول يوم سلم قلت يا عثمان عرضت عليك حفصة ليش ما تبي ترد علي؟ قال والله انا ما ابغى بنتك. جت الصدمة الثالثة،
يقول فغضبت فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه. يقول فدخلت على النبي قلت يا رسول الله اني عرضت ابنتي حفصة على ابي بكر فاعتذر منها، وعرضتها على عثمان وطلب مني مهلة 3 ايام وتركني، فجئت وهرب مني وبعدين قال ما ابغاها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر يتزوج عثمان من هي خير من حفصة، ويتتزوج حفصة من هو خير من ابي بكر وعثمان. قال لحظة ما بعد استوعبت، من اللي خير من ابو بكر وعثمان؟ الرسول. قال من يا رسول؟ قال انا اتزوجها يا عمر. فانبسط عمر قال وش هالنسب الزين. فطلع عمر يضحك شافوه الصحابة ابو بكر وعمر ابو بكر وعثمان، فقال وجئت من عند رسول الله؟ قال نعم. قال والله، يقول ابو بكر وعثمان، والله يا عمر انك عرضت علينا حفصة وانها من خيرة النساء، والله نعم في حفصة ادب وخلق انت ابوها، لكننا كنا عند رسول الله فاستشارنا في حفصة، كان ياخذ رأينا وش رأيكم اتزوج حفصة وش تقولون ما تقولون، فخشينا. يقول ان قلنا لك لا، ان الرسول قال بياخذها، افشينا سر لرسول الله، وان قلنا نبغاها خطبنا على خطبة رسول الله والطامة الثانية، فاعتذرنا من كل نقدر نقول شيء. فاطمأن عمر رضي الله عن عمر. عمر بن الخطاب تاريخ حافل. ندخل الان في المسجد الاقصى، وانا من هنا من المملكة العربية السعودية ومن عاصمتها الرياض ومن العمارية ومن قرية زيد رصيدك ومن قناة بداية اناشد وانادي واحيي اهل القدس اهل فلسطين اهل المسجد الاقصى، نقول لهم ندرك تمام الادراك كل ما فعله عمر وكل ما فعل لهذه البقعة. عمر بن الخطاب ذهب بنفسه يأخذ مفاتيح الاقصى، فتحت العراق ما راح، فتحت الشام ما راح، فتحت مصر ما راح، لكن الاقصى موضوع ثاني. قال هذا المكان الذي عرج منه النبي عليه الصلاة والسلام الى السماء. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب عمر رضي الله عنه وارضاه، يقول خرج على مطيته على ناقته، وكان معه رجل يقود الناقة خادم عند عمر. قال له عمر شوف يا فلان، انت مرة تركب وانا اركب، ان ركبت على الناقة وتركتك ظلمتك، وان ركبت انت وتركتني ظلمتني، وان ركبنا اثنين ظلمنا الناقة، فتمشي مرة وامشي مرة وتركب مرة واركب مرة، بهذا يكون في عدل وانصاف بيني وبينك. قال له يا امير المؤمنين، انت امير المؤمنين، انا اقودها يعني اسوقها وانت تركب عليها. قال لا. المهم جلسوا كل واحد يركب شوي. يقول حتى اقبلنا على مشارف فلسطين. يقول يا مصنع، طبعا الصحابة كلهم مع ابو عبيدة بن عامر بن الجراح ومعاذ رضي الله عنه وخالد بن الوليد وعدد وعمر بن العاص وسفيان ومعاية بن ابي سفيان وجمع كبير من الصحابة. يقول لما وصلنا قالوا ابو عبيدة يا امير المؤمنين انزل خلاص، هو احنا وصلنا والرجال ذا بيصبر، خله يسوق الناقة وانت ركب عليها. قال والله لو كانت من غيرك يا ابو عبيدة لأدبته، لكنها من كبيرة. يا ابو عبيدة نحن لسنا اهل مظاهر. انا اقول للناس اللي تصورون ان المسألة نوع من المظاهر وان المسألة شكليات، والله كم من انسان مدفوع في البيبان ذو طمرين كما قال النبي، اشعث اغبر، ذو طمرين يعني يلبس ثوبين مقطعة، الطمر هو الثوب، ذو طمرين مدفوع في الابواب لو اقسم على الله لابره. وكم من ناس اليوم تجلس على الكراسي وعندها الخدم والحشم لكن عند الله ما لها قيمة. ولذلك عمر قال يا ابا عبيدة نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، هذه مقولة خالدة لعمر، فمهما ابتغينا العزة من غيره اذلنا الله، اذا دورنا العزة في غير الاسلام اذلنا الله. مش نقول يا جماعة الان حنا بعد 1400 سنة، ايا عمر الفاروق هل لك عودة؟ فان جيوش الروم تنهى وتأمر. لو جاء عمر وشاف حالنا اليوم، فاذا بعمر بن الخطاب يقرأ يدخل وكان فيه ماء، هو ماسك الناقة الان وفيه موية في الطريق وطين، فتوقف عمر رفع ذوبه وغطست رجليه في الطين، والصحابة يناظرون كأنهم ما ودهم عمر يدخل بهذا الحال. القساوسة الاحبار الموجودين مكتوب في كتبهم ان الذي يدخل من امة محمد كما قلت لكم مرقع ثوبه رفيعة هامته، هامة رفيعة، يقولون جالسين يناظرون قالوا هذا هو الذي ذكر في كتبنا، هذا هو ثيابه مرقعة. يقول
أظنها أحد الصحابة نشد اسمها الآن، يقول عددت في ثوب عمر كم رقعة موجودة، فوجدتها 21 رقعة، منها 4 رقع هنا عند كتفه أحمر وأصفر. تخيل ثوبك هنا فيه بني وأصفر وأخضر ومرقع ومشقوق. وفي قصة بينه وبين ولده أيضا عبد الله، ترى عنده فلوس عمر، أعني عنده مال يأتيه من بيت مال المسلمين، لكن رفض، وكان تجيه قطع أقمشة يوزعها على الناس. يقول الرجل منهم كان يفصل الثوب ويا الله يجي نصف ساقة، وعمر ما شاء الله طويل يبي له ثوبين، قال أنا ما أقدر أخذ، أنا متنازل بحقي لكم. يقول فصعد للناس، يصعد صعد على المنبر يخطب، ولقوا عليه ثوب طويل، فقال يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. قام رجل قال لا سمعا ولا طاعة، كيف نسمع ونطيع وثيابنا فوق نصف سيقاننا وانت ثوبك وافي يا عمر، كيف هذا الكلام وانت تاخذ الثياب اثنين تاخذ اثنين وحنا ما اعطيتنا الا على وحيد؟ قال تعال قم يا عبد الله فحدثهم، علمهم وش السر الثوب ذا اللي علي. قال ان ابي اعطاني هذه القطعة فاهديتها له، والله ما اخذها الا بعد ان قبلت او يعني ألحيت عليه فاخذها. قال الان نسمع ونطيع، نسمع ونطيع. ما عند عمر شيء، عمر بن الخطاب ما فكر في المظهر ولا فكر في الشكل. لذلك انا اقول حضارة، الحضارة الحقيقية انك ما تبني اشكال، انما تبني مبنى معنى قوة حتى تكون فعلا حضارة تستطيع ان تقدم شيء. عمر وصل القدس، الارض يا جماعة اول ما دخل عمر رضي الله عنه ناظر الى القدس وارتفع على تل يسمونها الى اليوم الفلسطينيين تل التكبير او جبل التكبير. قال لهم جو القساوسة قابلوه، قالوا انت عمر؟ قال نعم انا عمر. قال احد البطارقة قال يا عمر خذ هذه مني، اعطاه زي الهدية زي الثوب. قال من مالي النصارى؟ قال لا هذا من مالي انا. قال تأكد؟ قال اقول من مالي انا. لحظة يا عمر، تذكرت خيطا فيها كانت مشقوقة وخيطتها بخيط اخذته من بيت مالهم. قال قل لي اين الخيط والا خذها. قال هذا الخيط. يقول فجلس يطلع الخيط، قال اللهم طهر ثوب عمر مما طهرته من مال المسلمين، كما طهرت ماله من مال الناس طهر ثوبه من حلالهم او من اموالهم. يقول فبكى هذا البطريق وجلس ينظر لعمر. انا قريت اليوم لاحد المؤرخين يقول فاخذ عمر يعني زي على قولة المصريين يطبطب عليه، يقول اسكت يا رجل اهدأ، وهو يبكي. يقول احد المستشرقين او احد الكتاب المؤرخين اليوم اقرأ، قال هل وضع عمر يده عليه يهدئه؟ هل لانه يبكي هذا البطريق على حالنا، او انه يبكي من عدل عمر، او انه استشعر ان هذه الشخصية اللي ذكرت في الكتب الان جاءت حتى تحقق هذا العدل؟ الله اعلم، لكن كلها موجودة في عمر رضي الله عنه. يقول فتقدم عمر رضي الله عنه جلس يقرأ سورة صاد حتى وصل قوله تعالى انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس ولا تشطط. قال فقرأها، يقول الصحابة فبدأ عمر يقرأها حتى بدأ يرتعد، سورة صاد، ويقرأها عمر حتى وقف عند كنيسة القيامة. كنيسة القيامة موجودة شرقي المسجد اليوم. قال له البطريق صلي فيها يا عمر او صلي هنا. قال لا، خشية ان يأتي الناس من بعدي فيضعوا في مكاني مسجدا ويقولون هنا صلى عمر، ولكن لا، واخذ يبكي رضي الله عنه وارضاه. ثم تقدم عمر ولما صعد على هذا التل وشاف المسجد الاقصى قال الله اكبر الله اكبر، وسمي تل التكبير او جبل التكبير الى اليوم. ووراه بلال وخالد بن الوليد وابو عبيدة، طبعا بلال كان موجود في فلسطين، تعرفون بلال لما مات النبي طلع واستأذن ابو بكر وهاجر وجلس في فلسطين، وعمر اول مرة يشوف بلال من بعد وفاة النبي. يقول فاقبل بلال على عمر فاحتضنه وبكى عمر وبكى بلال وبكى الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ثم ابو عبيدة وسعد بن ابي وقاص ومعاذ وعمرو بن العاص وعدد من كبار الصحابة. فقال عمر يا بلال قم فاذن. قال بلال لا والله، والله لقد اخذت على نفسي عهدا الا اؤذن بعد وفاة رسوله لاحد. قال يا بلال قم، والله ان هذا الموطن انه يفرح رسول الله، والله ان رسول الله اسري به الى هنا،
وأعرج به من هنا إلى السماء. قم يا بلال، لو كان رسول الله حي لأمرك أن تؤذن، ولم يفرح بفرحه في أذانك في هذا الموطن. يقول بلال: فجهشت بالبكاء وقمت صعدت على هالتل وبدأت أذن: الله أكبر الله أكبر. يقول: حتى بلغت أشهد أن محمد رسول الله، وبكى الصحابة وبكى بلال. يقول: تذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الموطن العظيم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تمنيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ذلك الموطن أو ذلك المشهد الذي كان في عمر. عمر صانع حضارة، القوة مو ترى قوة عسكرية فقط. الرومان طلعوا، الروم انحاشوا، القيصر فر وراح للقسطنطينية، لكن عمر قابلهم بحضارة الإيمان، قابلهم بالثوب المرقع والهامة العالية والعزة. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة من دونه أذلنا الله. ثم قال عمر: دلوني على المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. ودخلوه في المسجد اللي صلى فيه الأنبياء. شوفوا العزة يا جماعة. فكبر رضي الله عنه وأرضاه وصلى في ذلك الموطن. والله نقول إيه يا عمر، جعل فجوة في فجوة الآن. هذه الفجوة نحن نؤمن أن لن نستطيع أن نسدها. عمر بن الخطاب بحضارته وقوته وعزته أقام الدنيا. يا جماعة، كتب معاهدة بينه وبين المقدسيين، يعني أهل القدس. المعاهدة هذه أنا شفتها في أوروبا في بعض معالمهم العامة، حاطين معاهدة عمر، لأنهم يقولون هذه المعاهدة. ليش أنا أقول لكم يقولون بعضهم شخصية عمر شخصية وهمية، لأنها لا يمكن تكون هذه الشخصية. هذه المعاهدة تاريخية. أنا من هنا أنادي هيئات حقوق الإنسان، أنادي كل منظمات العالم، أنادي الذين يدعون ويتباكون على حقوق البشر بل الحيوانات كذبا. نقول: تعالوا عندنا هنا حقوق الإنسان. عمر بن الخطاب من مدرسة محمد، تعالوا وانظروا إليها. المعاهدة العمرية، تعالوا أيها الديمقراطية في كل مكان. نناشد أوروبا وآسيا وأمريكا والأحمر والأصفر والأسود وكل من على وجه الأرض، تعالوا. هذا الكلام سنة 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عمر بن الخطاب: بذكر لكم بعض ما ورد في العقد أو المعاهدة. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى عبد الله، يسمي نفسه عبد لله. هذا اللي خلى عمر ينتصر، أنه يعترف بالعبودية. حنا يوم تخلينا عن العبودية بعضنا يستحي أنه يقصر ثوبه، والآخر منا يستحي يرخي لحيته، والحرمة أحيانا تستحي من عباءة تسترها. عمر لا، عمر يقول من عبد الله: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عاهد عليه عبد الله. أنا عبد لله، أنا عبد وأعترف لله أنني عبد له. شوفوا يا جماعة كيف توفني مسلما يقول يوسف، وألحقني بالصالحين. كلهم يتذللون بين يدي الله. ربي إني لما أنزلت إلي إيش من خير فقير. يقولها موسى. الأنبياء يا جماعة والصحابة يعترفون بأنهم بشر وأنهم عبيد لله. هذا ما أعطى عبد الله، يعني ما اتفق عليه عبد الله. عمر ثم يصف نفسه بصفة التمثيل، هو يمثل المؤمنين، أمير المؤمنين. بدأ بأنه عبد لله، لأنه ما يبغى اسم فخامة ولا يبغى مسميات، يكفي أنه أميرا للمؤمنين، يحمل هذه الصفة. ثم قال: أيها المقدس، يا أهل القدس، إن لكم مني الأمان، أعطيكم الأمان لأنفسكم وأموالكم وكنائسكم وسائر ملتكم، ولا تسكن كنائسكم ولا تهدم ولا تنقض ولا تكرهون على دين غيركم ولا تضارون أبدا. اللي يسمع العقد يقول هم المنتصرين. هذا ديننا، هذا ديننا. وين المستشرقين؟ هذا عمر بن الخطاب الرجل الهمام العبقري في لحظة انتصار. هذا ما كتبه، اليوم موجودة، ادخلوا في اليوتيوب وعلى في النت، تكتب وثيقة عمر بن الخطاب لأهل القدس الفلسطين، وموجودة صورتها موجودة. تقرأ هذا النص وهذا الكلام. ثم جلس الناس يبكون. أنا عرفت حين ليش كان يبكي ذلك الحبر الذي قابل عمر، لأن البكاء كان يبكي على أنه يشوف رجل عنده نوع من روح العدل. يقول الناس: تعالوا. وأنا أقول: ماذا فعل فينا الصليبيون؟ وماذا فعل فينا التتار؟ وماذا فعلوا في تاريخ الأمة لو أن عمر
غير عمر دخل في تلك البلاد. اليوم ماذا فعل النصيرية بشار وروسيا وغيرها على اخواننا في سوريا؟ ماذا فعل؟ ولكن تاريخ الاسلام تاريخ عز، تاريخ ارتفاع، تاريخ همم، تاريخ حفظ. يا جماعة الذي يتهم ديننا بان دين الارهاب ما يعرف الدين، نحن نقول ارجعوا لتاريخ الصليبيين، ارجعوا لتاريخ التتار، ارجعوا لتاريخ اولئك الذين اعدموا الامة وسفكوا في الارض. لكن الاسلام لا، الاسلام غير ذلك، لا يمكن. ثم قال عمر رضي الله عنه: ايها الناس، لا يسكن معكم في هذه البلد اليهود، ما يسكنوا معكم، يخرجون منها. ثم جلس رضي الله عنه وارضاه يقول: الا ان يعطوا الجزية. الجزية عشان احنا ندافع عنكم لازم تدفعون هذه الجزية. فمن خرج من الروم يبغى بلده، اللي يبغى يروح يتوكل على الله، وله منا الامن والامان حتى يبلغ، ومن بقي له منا الامن والامان ما بقي. وجلس يعطيهم تلك البنود حقت المعاهدات. المهم ان عمر بن الخطاب اخر معاهدة ماذا قال؟ ان كل ما في هذا الكتاب، احفظوه يا شباب، احفظوه يا امة، ان كل ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسول الله وذمة الخلفاء من بعده وذمة امير المؤمنين وذمة المؤمنين. يقول هذا مو من عندي، هذا من كتاب الله ومن سنة. من وقع على هذا الكلام؟ الشهود من هم؟ خالد بن الوليد، عبد الرحمن بن عوف، عمرو بن العاص، معاوية بن ابي سفيان. فجزاك الله عنا يا عمر خير الجزاء وخير ما جزى صحابيا وفاتحا وامينا لهذه الامة عن امته. دخل عمر وفتح القدس. كان كم كان عمره يوم فتح القدس؟ من يعرف كم كان عمره؟ هو تولى عمره كم الخلافة؟ 52. والان كم عمره؟ 59 سنة. شوفوا الانجاز، 59 سنة. سؤال، 59 سنة بيموت خلاص، باقي له كم سنة؟ هل عملت انت شيء؟ يا جماعة لا تموت وانت ما قدمت شيء. هم بثوا عندكم قبل يومين مقاطع للشيخ صالح الحمودي ولا لا؟ وغيره. يا جماعة لا تموت وانت ما قدمت شيء. نصيحة، انصح اخواني، انصح اخواتي، ليكن لك اثر. اثر مو فقط يا جماعة، خلك اثر للاسلام، اعمل للدين، قدم شيء لامتك، لا تموت الا وفيه بصمة لك على وجه الارض. نريد ان يكون هناك اثر حتى يستطيع، لو نبي نحسب الكيلو مترات اللي مشاها عمر في الارض، والله بنطلع برقم فلكي. اللي تحرك يمكن طاف الارض كلها من اجل تحقيق نصرة الاسلام ونصرة المسلمين. الناس ثلاثة، هذا اخر شيء بقوله ثم بقول الوفاة ونقيم صلاتنا. الناس ثلاثة، سجلوها واحفظوها، واخترت تكون واحد ممن يا شخص يشاهد الاحداث، يا شخص شارك في الاحداث، يا شخص صنع الاحداث. اما شاهد واما شارك واما صنع. انا ما ابغى اللي يشوفون قناة بداية ووزراء الرسول وبدر المشاري سوالف. انا اعرف ان فيه بفضل الله مئات يتفرجون، لكن ما نبغى فقط نستمع ونتفرج. انا ما ابغاك تشاهد، ابغاك ولا تشارك، ابغاك تصنع بصمة، تقدم شيء للدين، حتى تقف ان شاء الله تعالى يوم القيامة وانت ممن يعرف الحق. رجع عمر بن الخطاب، يوم رجع رضي الله عنه كان يمشي من جنب بيت العباس عم النبي، وفيه مطر، كان جاي مطر او انهم يغسلون سطح البيت، تعرفوا الميزاب حق الماء طالع من بهالطريقه. ومر عمر وصب الموية على ثيابه وسخته، وعمر ما شاء الله طويل عملاق، وسحب الميزاب وانطرح في الارض. وش ذا الماء اللي وسخني وانا لابس ثوبي؟ ثم طلع العباس قال: يا عمر ماذا صنعت؟ قال: خلعت هذا الميزاب الذي يعني خلى ثوبي يتسخ. قال: يا عمر والله لو تعرف من وضعه لما خلعته، والله ما وضع هذا الميزاب الا رسول الله صلى الله عليه وسلم حطه بيده. انهار عمر، قال: كيف تخلع ميزابا وضعه رسول الله بيده؟ يعني قال: يا العباس سامحني انا والله ما دريت. ثم جلس يبكي، قال: يا العباس والله لا اقوم جزاء لعمر وآل عمر حتى تصعد يا العباس على ظهر عمر وتضع ما وضعه رسول الله بيده. قال: يا ابن حلال قمها وانت، ما عليه انا بصلها. قال: والله لا اقوم. وحلف عمر وجعل ظهره في الارض وصعد على ظهره العباس ووضع الميزاب، يقول: لماذا ازيل ما وضعه رسول الله؟ سؤال: كم ازلنا من سنة امر بها رسول الله؟
كم هانت علينا سنة، وكم فرطنا في دين، وكم فرطنا في عبادة. يا جماعة، حب النبي مو بسوالف، حب الرسول اتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا ميزاب ما يدري عنه عمر. كم خلعنا من حق ومن سنة ومن اتباع لهوى في أنفسنا، وظنا مننا أن ذلك دين أو أن ذلك أمر عادي. لا، عمر بن الخطاب جاء عليه عام الرمادة، العام الشديد. سمي عام الرمادة ليش؟ لأن الزرع من شدة ما أصبح لونها مثل الرماد سمي عام رمادة. قحط أصاب المسلمين، يقولون الصحابة والله إن كنا ندعو الله أن يزيل عنا العام هذا، مو بخوفا على أنفسنا وعيالنا، خايفين على عمر أن يهلك. وحرم على نفسه الطعام إلا الزيت والخبز، يدخل على أم كلثوم يقول أين الطعام؟ تقول هنا زيت وخبز، وإذا جاء بياكله تقول هل كان، هل كان بيطيح. فإذا رفع اللقمة قال تذكرت بيت آل فلان، ليس عندهم خبز ولا زيت، خذ الطعام عني وأعطيهم إياه. ويقرقر بطنه، قال قرقر أو لا تقرقر، والله لن تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. كم من أخواننا السوريين اليوم وفي غيرها من بلاد المسلمين، والله رأيت صور، والله العظيم لا يجدون ما يلتحفون به من البرد ولا يجدون لقمة العيش. والله إني أعلم بنفسي أن في سوريا اليوم، والله العظيم، إنهم يأكلون ورق الأشجار، والله. واليوم حنا في طعام، يقول كيف أكل الطعام؟ وجابوا له طعام، قال هذا الطعام لا يأكله إلا هؤلاء الفقراء. ثم قالوا هناك أبناء الشهداء، قال قوموا والله لا يتلذذ به إلا من ضحى آباؤهم في سبيل الله. كان يقدم لأجل أن يعلم الناس أن الأمر أكبر مما يتصوره كذلك الناس. المهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حج في السنة الأخيرة من عمره، 63 سنة حج رضي الله عنه في سنة 23 من الهجرة، وكانت الحجة الأخيرة، وقام وخطب الناس. في روايات كثيرة لكن لنضيق الوقت الحقيقة ما يمدينا أذكرها كلها. فحج وكانت آخر حجة، وقف على عرفة وهو يقول يا رب اللهم إنه قد كبر سني. تقول عائشة جاءنا وفد، جون رجال ما نعرفهم، فقالوا إن عمر لن يحج بعد هذا العام. تقول فأخبرونا عن عمر بأشياء. تقول قلت من هؤلاء؟ جاءوا عند النساء. تقول فقلت لعمر، فقامت عائشة فقلت والله إنهم جان، هذول الجن جايين يبشرون، لأن الجن كانوا يخافون من عمر. فقام عمر تقول بعدها فخطب، قال فوقف على عرفة قال يا رب اللهم إنه كبر سني وضعف جسدي وانتشرت رعيتي، فاقبضني غير مفرط في حق المسلمين. يا الله، عايش للأمة، ما قال فاقبضني وأنا غير مفرط في حق عيالي. أنا جالس أقرأ السيرة، والله يا جماعة، والله لا أبالغ، يمكن اللي ذكرت لكم ثلاث لقاءات، والله ما شفت عمر ذكر عياله، يذكر الإسلام والأمة والإسلام والناس والأمة، ما ترك أحد. كان يروح إلى زوجات المجاهدين يقول من أرادت منها أن تكتب شيئا لزوجها فلتمليه علي، إنما أنا أبو العيال، أنا مثل أخوها، قولي ما شئتي، حتى لو تبين تقولين كلام فيه نوع من الخصوصية بينك وبين زوجك بأدب، اكتبي وقولي اللي ما تعرف تكتب. قال أيها النساء من أرادت منكن أن تشتري أو تبيع فلتخبرني، فإني أخشى عليكم أن يغش أنت أخشى عليكم أن تغشوا في البيع والشراء. يقول لزوجات المجاهدين، كان يأخذ أوراق زي الطلبات، تعرفون السواق لما تعطيه ورقة جيب حفايض وجيب 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 وجيب، هذه نفس الشيء، فيدور في السوق ويشتري للنساء في البيوت رضي الله عنه وأرضاه. أخيرا عمر بن الخطاب لم يفكر فيه إلا في أمته وفي دينه، وكأن الله استجاب دعوته، رجع رضي الله عنه. تدرون كم بين موته وبين رجعته من الحج؟ كم يوم؟ هو رجع يوم 13 بعد نهاية الحج، وتوفي في 23 للحجة، يعني كم يوم؟ 10 أيام. وكأن الله استجاب تلك الدعوة، رجع رضي الله عنه نام وشاف في المنام ديك أحمر ينقره نقرتين. فقام عمر وجمع الناس، قال أيها الناس إني رأيت في المنام ديكا أحمر ينقرني نقرتين، وما أولت ذلك إلا وفاتي. فقامت إحدى الصحابيات فقالت تعال يا عمر، تتكلم بينها وبينها، والله لن يقتلك إلا أعجمي. الديك الأحمر إشارة على الفرس. قالت لن يقتلك إلا أعجمي. قال الحمد لله،
فعلم عمر الآن أنه قريب من حالة الوفاة، ثم جلس يدعو يقولون طيلة العشر أيام اسمع يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك يا رب العالمين. حديث في البخاري. قالت لحفصة: يا أبتي كيف تسأل ربك تموت شهيد في بلد رسول الله؟ الآن بلد رسول صارت بيضة المسلمين، يعني البلد اللي فيها حماية لن يكون فيها حرب. قال: إذا أراد الله أمرا أمضاه، أنا متأكد أن الله سيستجيب دعوتي. بقي عمر رضي الله عنه وأرضاه أيام، ومرة من المرات جلس يشكو، مر على الناس زي ما قلت لكم شاب بعض الخاملين، قال: اللهم إني أشكو إليك عجز الثقة وجلد الكافر والمنافق. يقول بعض الناس مؤمن لكنه عجاز، وهؤلاء المنافقين، وهذا اليوم حتى في تاريخنا تجد عنده من الجلد ما ليس عند غيره. ثم أخذ رضي الله عنه قال: كل من كان عنده من يستعمله. يقول اللي عنده عبد ولا خادم جابه من السبي وهو غير عربي من الفرس يطلع من بلدنا إذا كان غير مسلم. طلعوا الصحابة كل اللي عندهم إلا المغيرة بن شعبة، عنده واحد حرفي حداد ويرتاح لشغله ويجيب له فلوس يدخل عبده لكنه من الفرس. يقال له ايش؟ من يعرف اسمه؟ من يعرف اسم ابو لؤلؤه المجوسي؟ لا لا، وين عبد الله بن سبا؟ عبد الله بن سبا في موضع اخر، فكروا فيه نجي عليه. هذا الرجل اسمه فيروز. عموما هذا الرجل راح المغيرة بن شعبة قال: يا عمر اني اطلبك. ابو المغيرة صحابي جليل كبير، اني اطلبك ان تبقي هذا الغلام لي، فهو رجل ليس منه شر ويعمل عمل جيد. استحى عمر قال: فابقه. العباس رفض يطلع اللي عنده، عم النبي قال: ما نطلع ما علينا من عمر حتى لو كانوا كفار لكنهم يخدموننا. لكن عمر اراد اخراجهم لانهم اهل خيانة. فكان عمر رضي الله عنه قد وافق للمغيرة على ذلك. يقول مرة كان عمر يمشي مع مجموعة من الصحابة، يقول فجاء هذا فيروز ابو لؤلؤ المجوسي يركض: يا عمر يا عمر اني اشكو اليك. قال: من انت؟ قال: انا فيروز الصبي الذي يعمل عند المغيرة بن شعبة. يقول اول مرة يشوفه عمر. قال: وماذا تريد؟ قال: ان المغيرة يشغلني يعني، وطلب مني ان اعطيه في كل شهر 100 درهم وهذا كثير علي. قال: نادوا المغيرة، تعال يا المغيرة انت تطلب من مال. قال: اطلب من يا امير المؤمنين، رجل يعمل ويدخل فلوس واجد، هو اصلا عبد عندي فانا امنحه وقت يشتغل للناس. قال لي للمغيرة: ارفق به ولا تأخذ شيئا كثيرا، وانت اطع سيدك ولا تعصي. وزعل المغيرة، زعل هذا ابو لؤلؤ، قال: لم يعدل معي عمر. فراح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب جلس ينظر اليه ثم ذهب، ومرة من المرات يقول: كنت امشي فرأيته بانتشر صيته يصنع سيوف وخناجر وينقشها ويصنع رحى، لكن هالمرة اختراع ابتكار، صنع رحى في فتحة موجود هذا في المدينة الان حتى في بعض المعارض الإسلامية موجود، يدخل الهواء من جهة يلف الرحى الحالة، جو الابتكار. فسمع عمر انه صنع رحى، قال له: سمعت انك تصنع رحى غريبا، اتصنع لي؟ قال: ساصنع لك رحى تسمع به الدنيا كلها. نظر في عمر ومشى. قال عمر: اخس ايها الخبيث. استغرب الصحابة، قال: والله اني رأيت في عينيه انه يتوعدني بالقتل. قال: كيف يا عمر؟ قال: هذا الكلام اللي يقول الرحى يقصدني. قال: نقتله يا امير المؤمنين. قال: لا يقتل امير المؤمنين بالظن، هذا ظن. ايقال ايقتل بالظن؟ ان قدر امر الله قدرا مقدورا. يقول ترك. يقول ولده عبد الرحمن او عبد الله: كنت امشي مرة في سكك المدينة وشفت اربعة، شفت ابو لؤلؤ هذا ومع واحد مجوسي واثنين يهود، هل يهود في كل بلية في المسلمين لازم يدخلون فيها. يقول فرأيتهم وكان واقفين، ولما رآني خاف الرجل واهتزت عباءته فسقط من بينها خنجر له رأسين. يقول وشال، لكني ما فهمت. يقول ونسيت ان اخبر ابي، ما علمت عمر رضي الله عنه باني شفت ذاك المشهد. المهم يقول رضي الله عنه: فنادى امير المؤمنين قال: الناس، ايها الناس ابعثوا لي رجلا، شوف الصفات اللي يبغاها، اريده رجل ذو صفتين، اذا كان بين الناس وهو ليس امير ظنوه اميرهم من العقل اللي عنده، واذا كان اميرهم ظنوه ليس اميرهم من رحمته وحلمه. فبحثوا فوجدوا حذيفة بن اليمان. قال: يا حذيفة حدثتني عن الفتن، انا قد سألتك عن الفتن لكن بسألك سؤال مهم. قال: وما هو؟
حذيفة هو سر أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عن المنافقين أو ذكرني رسول الله منهم. يا جماعة عمر يقول أنا اسمي مسجل عندك إني منافق. يقول فسكت. قلت لا يا أمير المؤمنين والله لا ولن أحدث بها غيرك. خلاص أنت من منهم يا أمير المؤمنين. يقول عمر كنت بيعرف المنافقين ما قدرت اللي مسجلين عند حذيفة. متى يعرفهم عمر؟ يقول إذا جت جنازة أروح أراقب حذيفة، إذا شفته طلع يصلي رحت صليت دريت إنه مؤمن، إذا شفته ما طلع دريت إن الميت من المنافقين. وهذا من ذكاء عمر رضي الله عنه وأرضاه. المهم أن عمر بن الخطاب ذات يوم وقف للصلاة يريد أن يصلي، فلما دخل المسجد رضي الله عنه وأرضاه كبر. أبو لؤلؤ المجوسي يخطط من أكثر من شهر، يقول سمى يعني حط السم في الخنجر له رأسين، يقول من شهر. يقول كل ما بحثت عن عمر لوحده ما لقيته الحالة. وهذا تعطينا تأكيد ثاني أن عمر ما كان يجلس لنفسه، عمر كان يختلط مع الأمة لأجل الأمة. يقول يوم كبروا ذاك اليوم لصلاة الفجر رضي الله عن عمر وأرضاه، دخل عمر يصلي بالناس صلاة الفجر في ذلك اليوم الذي كتب الله فيه أن يموت. اختلف العلماء هل مات يوم أربعاء أو يوم اثنين، والصحيح أنه مات يوم الاثنين، وعمره أيضا 63 سنة. شوفوا الموافقات أيضا، أو 62 سنة أيضا كما اختلف المؤرخين في تاريخ الوفاة. شاهد الكلام، كبر عمر لصلاة الفجر، الله أكبر. اللي خلف عمر من هو؟ على طول العباس. واللي خلف العباس أحد من الصحابة يقال له عمر. كان خلف العباس رضي الله عنه وأرضاه ابن ميمون. فدخل عمر فكبر. لما جلس يقرأ في سورة يوسف بدأ يبكي، وكان كثيرا ما يقرأها ويبكي. لما ركع وسجد السجدة الأولى وأراد أن يقوم، تقدم أبو لؤلؤ المجوسي بين الصفوف وطعن عمر 9 طعنات. قال يقول عبد الله فعددت طعنات في ظهر أبي، وجدت 4 طعنات في ظهره، و3 طعنات في بطنه، وطعنتين في الجنب. يقول فالناس ما يدرون الآن، اللي حس بالموضوع العباس لأنه خلفه مباشرة. عمر رضي الله عنه وأرضاه بن ميمون يقول أنا كنت أجي بدري المسجد وصلي بالصف الثاني لأني أخاف من عمر ما أقدر أصلي وراه. يقول له عمر مهاب، يقول أجي وراه عشان أكون قريب منه. طبعا الصوت أو الضوء خافت، السراج قليل وظلام صلاة الفجر. يقول فطعن عمر وبدأ يمشي بين الصفوف يطعن في الصحابة. طعن منهم 13 صحابي، مات منهم 9 ممن طعنهم في ذلك اللحظة. والناس اللي وراء في الصفوف ما يدرون، بس ان الصوت انقطع يحسبون عمر سهى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قال عمر طعنني الكافر، طعنني الكلب، هذه في الرواية، طعنني العلج. يوم تقامز الصحابة قاموا رضي الله عنهم وارضاهم يركضون في المكان يبحثون. يقول رضي الله عبد الرحمن بن عوف فمر من جانبي، فلما مر عليه بشت جبر ثقيل وبر يعني، يقول فأخذته ووضعته على رأسه يعني غممته حتى سقط في الأرض. يقول يوم حسن الصحابة مسكوه طعن نفسه 3 طعنات فمات. فحمل عمر رضي الله عنه. هذه استجابة ربنا لعمر، دعا الله وشوف وين يطعن وين يموت. يموت في صلاة الفجر، يموت في مسجد رسول الله، يموت في المحراب، يموت وهو يصلي إمام بالناس ويقرأ القرآن. ولما سقط رضي الله عنه قال لابنه عبد الله اسندني اسندني فإن الدم ينزل، الدم يصب. يقول فأسند. وهذا أيضا تعطينا لفتة، لازم يا جماعة نتعلم مع الهلال الأحمر إسعافات الأولية. كثير من الحالات الوفيات التي تكون احيانا في الطرق وفي الحوادث لاننا نجهل مثل هذا العمل. ولعل الدكتور يضيف ان شاء الله تعالى ايضا في فترة ايضا بعد هذا حول هذا الموضوع. عمر جلس قال اسندني، ما يبغى يتحرك خشية ان ينزف الدم ثم يموت في لحظته. فاسند رضي الله عنه وارضاه. ولما جلس عمر رضي الله عنه قال صلي بالناس يا عبد الرحمن. شوفوا الاهتمام يا جماعة، واحد مطعون يقول صلي بالناس كمل الصلاة. وتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس الركعة الثانية، قيل انه قرأ فيها ان اعطيناك الكوثر يعني خفف في الصلاة، وسلم. ثم حمل رضي الله عنه وهو مغشي عليه. يوم دخلوا عليه قال العباس
كيف عمر؟ قالوا مغشي عليه. قال اعرف ما الذي يوقظه. قالوا شلون توقظه ومغمى عليه؟ قال قولوا وجبت الصلاة، دخل وقت الصلاة فيقوم عمر. يا جماعة الصلاة هاجس هؤلاء الكبار. يقول فوقف العباس قالوا الصلاة يا عمر، الصلاة يا امير المؤمنين. يقولوا فتح. قال اصلى الناس؟ اصلى الناس؟ قالوا نعم صلى الناس. ثم اغمي عليه مرة ثانية. قال فقال لهم من قتلني؟ يعني من اللي طعني؟ هو ما همه من الذي طعنه لاجل الموت، لكنه خايف انه يكون الذي طعنه مسلم. قالوا طعنك العلج ابو لؤلؤة، هذا المولى العبد اللي عند المغيرة بن شعبة. قال الحمد لله الذي جعل وفاتي او نهايتي على يد كافر لم يسجد لله سجدة. يعني الحمد لله اللي طهر منها دماء او ايدي المسلمين. المهم ان عمر بن الخطاب جلسوه ودخل عليه الطبيب. الطبيب، وهذه لك يا دكتور ايضا اسعاف الناس، دخل عمر، شوفوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر اني اريد شيئا اشربه، فاحضروا له اللبن. يقول العباس والله ان عمر يشرب اللبن وهو يخرج من جنبيه، يقول يطلع اللبن مع جنبيه من شدة الطعنات. فلما رأى الطبيب ذلك قال يا عمر انك ميت فاوصي. قال جزاك الله خيرا حيث صدقتني. ودخل عليه شاب من شباب المسلمين فقال يا امير المؤمنين نشهد انك بلغت دين رسولك، وانك قمت على امتك خير قيام، ونشهد لك بانك حكمت فعدلت وانك نلت الشهادة. وجاء بروح الشاب وشاف ثوبه طويل. وهذه وقفة لكم انتم يا شباب ولكل الرجال. قال له عمر تعال نادوه. والتفت الشاب يحسبه بيقول له كلام بالنسبة له اكبر من هذا. قال يا شاب ارفع ثوبك فانه اطهر لثوبك وانقى لقلبك وارضى لربك. ارفع ثوبك. يا جماعة بوقف وقفتين هنا، ترى 3 سنتي قد تدخلك النار. يعني الكعب، بين الكعب وبين السنة 1 سنتي. واحيانا بعض عيالنا وشبابنا والرجال ينزلها 2 سنتي 3. حرام 3 سنتي تكون يعني تأخرك على الاقل يوم القيامة مع صفوف المتقين. ارفع ثوبك ارفعه. عمر لحظة موت. يا جماعة اسألوا انفسكم لو ان موضوع الثوب مو مهم وطول الازار، ما فكر عمره في لحظة الاحتضار بموت يا هذا تعال تعال ارفع ثوبك فانه اطهر لثوبك وانقى لربك وانقى لقلبك وارضى لربك. وانا اناشد ايضا الدعاة والامرين بالمعروف والنهي عن المنكر، يا جماعة مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر الى اخر لحظة في حياتكم، الى اخر رمق، وان تموت وان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر رغبة بما عند الله جل في علاه. ثم فاذا بعمر بن الخطاب. يقول عثمان بن عفان دخل عليه الناس يزورونه، جلس 3 ايام 3 ايام وهو ينزف. يقول فدخل عليه عثمان بن عفان وتسقط، ما تحمل يشوف المشهد. يقول فرفع رأسه عبد الله، رفع رأس ابوه ولحية عمر كثه. قال فقال يا عبد الله دعني، وحط رأسه في التراب، دعني امرغ وجهي ولحيتي في التراب. ويل لعمر وويل لام عمر ان لم يرحمه الله، دعني لعل الله يراني في هذه الساعة، لعل الله يرى عمر في هذه الساعة فيرحمني. يقول جلس يمرغ وجهه في التراب. يقول عثمان والله اني كنت من اخر من وقف عند عمر قبل موته، واني رأيته يمرغ وجهه في التراب. قلت يا امير المؤمنين ارفع وجهك. قال دعني يا عثمان دعني لعل الله يرى عمر، لعل الله يرى عمر ووجه عمر في هذا التراب ثم يرحم عمر في هذه الساعة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجلس عمر رضي الله عنه وارضاه، والصحابة من حوله. قال عبد الله؟ قال نعم يا ابي. قال اذهب الى عائشة ام المؤمنين فاقرئها مني السلام، بس بشرط لا تقول لها يسلم عليك امير المؤمنين، فما انا للمؤمنين بامير. قل لها يسلم عليك عمر، عمر، حتى لا تستحي مني، وان عمر يستأذنك في ان يدفن مع صاحبيه في حجرتك. والله ما تمنى عمر امنية منذ ان مات رسول الله وصاحبه ابو بكر الا ان يدفن معهما في هذا المكان، فان هي اذنت لي فذاك فضل، وان لم تأذن لي فذاك عدل. يقول عبد الله بن عمر رحت لعائشة اطق عليها الباب،
فإذا بها تبكي رضي الله عنها. يقول الصحابة: والله إنا رأينا عائشة تبكي على عمر أكثر مما كانت تبكي على أبي بكر. ولما سئلت: لماذا بكيت على عمر أكثر من أبو بكر؟ قالت: لأن موت عمر باب يكسر على الفتنة على أمة محمد، رحم الله عمر، فقد كان بابا وسدا ذريعا لهذه الأمة من كل الفتن. قال لها عبد الله: يا أم المؤمنين، يا عائشة، إن أبي عمر يسلم عليك ويستأذنك أن يدفن مع صاحبيه إن أذنت له. قالت: والله ما تمنيت هذا المكان إلا لي، ولكني حينما سمعت بطعن عمر أردت أن أهبه له. قل لعمر: وافقت عائشة لعل الله أن يجمعك مع صاحبيك. ودخل عبد الله على عمر فقال: أبشر يا أبي، إن عائشة تنازلت ووافقت بذلك المكان وأن يكون لك. قال: يا عبد الله، إذا مات أبوك فضعه على السرير. إذا مات أبوك فضعه على السرير، ولا تدفن عمر حتى تذهب إلى عائشة مرة أخرى واستأذنها، علها قد استحت مني وأنا حي. قل لها: إن عمر يستأذنك مرة أخرى أن يدفن في هذا المكان. يقول عبد الله: فلما مات أبي ذهبت إلى عائشة فقلت لها: يا أم المؤمنين، إن عمر يستأذنك أن يدفن. قالت: قلت لك وقد أذنت له. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما دفن عمر في ذلك المكان، وهذه رسالة للبنات وأخواتي والنساء، تقول: والله كنت أخلع ثوبي، يعني ألبس ملابسي في حجرتي حتى مات رسول الله. فلما دفن رسول الله قلت: إنما هو زوجي. تقول: فلما دفن أبو بكر فكنت أخلع ملابسي وألبس، فأقول إنما هو أبي وزوجي. فتقول: فلما دفن عمر والله ما خلعت ملابسي ولا لبست في تلك الحجرة. فقلت: رجل غريب بيننا، وأنا أقول للنساء والأخوات: إذا كانت عائشة تستحي من ميت ولا تلبس في غرفة فيها ميت لا يحل لها، فكيف بمن أفتنت وفتنت نفسها والرجال في الأسواق؟ يا رب رحمك، يا رب رحمك. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن بدل وغير في هذه. رضي الله عن عمر ورضي الله عن عائشة. فحمل عمر رضي الله عنه وغسل ودفن في ذلك المكان، وقبر عمر اليوم بجانب قبر أبي بكر، وكأن الله جمعهما رضي الله عنهما مع رسول الهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حتى يبعثوا جميعا يوم القيامة في هذا المكان المبارك. ونحن كلما زرنا مدينة رسول الله سلمنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعلى الشيخ الأول أبي بكر، وعلى الشيخ الثاني عمر، ونشهد أنهما قد أدى ما عليهما وقد توفاهم الله، ورسول الله قد رضي عنهما، رضي الله عن عمر وأرضاه، وجمعنا بعمر في جنات النعيم. وأختم أيها الأحبة، نحن في تاريخ عظيم، وهذا عمر يصلح في هذا القرن وفي هذا الجيل وفي كل وقت. اقتدوا أيها الشباب، أيها الرجال، أوصيكم أنتم إخوتي وأحبتي، أوصي العلماء والحكام والدعاة والمصلحون والأمهات والأجيال أن يقتدوا بأمثال هؤلاء.